السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وأولى حلقات الأسبوع من الأهلي الليلة. طبعا بنكون موجودين مع حضراتكم من يوم السبت ليوم الخميس من الساعة 7 وحتى الساعة 10، بنتكلم في مختلف الأحداث الرياضية المحلية والعالمية. دايما بيكون معانا خلال الأسبوع فقرات الكرة العالمية أو فقرات اللعبات الأخرى. قبل ما نبدأ مع حضراتكم ونتكلم على آخر الأخبار، هرحب بزميلي العزيز أمير هشام. ازيك يا أمير؟ مساء الخير عليك يا عمر، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي ليلة. زي ما قال عمر كده، إن شاء الله هيكون عندنا العديد والعديد من الفقرات الهامة النهاردة، وأكيد يعني الكلام هيكون مستمر على مسيرة النادي الأهلي في بطولة الدوري، المباراة السابقة، المباراة القادمة، يعني كل الظروف اللي ممكن يكون بيمر بها النادي الأهلي خلال الفترة دي. لكن تبقى هذه الفترة من أصعب الفترات على النادي الأهلي وجمهوره بسبب طبعا النتائج الأخيرة. وإحنا كلنا عارفين يا عمر، عشان بس نبقى متفقين كده، أن الفريق أو النادي بشكل عام في الفترة دي بيكون فريق، فطبيعي جدا أن أنت تلاقي إخفاق في مسيرتك، وفي مسيرتك وأنت بتكون فريق جديد ولاعبين جدد يقدروا أن هم يرجعوا البطولات العديدة بالنسبة للنادي الأهلي. لكن ده طبعا ما يمنعش مدى الحزن الكبير جدا على جمهور النادي الأهلي بسبب الهزيمة بالأمس يا عمر. أكيد أكيد طبعا، زي ما أنت اتكلمت وقلت يا أمير، هاخد من كلامك واروح ل جزء مهم جدا، ان خلاص مفيش وقت ان احنا نبص لورا. النظر الى الخلف دايما بيكون للتعلم من الاخطاء، التعلم من الاخطاء ومعالجه الامور. مباراه يوم الثلاث ان شاء الله مع سموحه، ده اللي النادي الاهلي بيبص له دلوقتي، بيستعد ليه، سواء بانتهاء مباراه امس اللي كلنا اكيد ما كناش نتمنى او كنا نتوقع خساره، لكن هو ده حال كرة القدم، وخط يعني نتيجة ما كناش نتمنى ان هي تحدث بسبب ان احنا كنا باصين على خطوة امامية في جدول الدوري الممتاز، لكن الظروف ما كانتش موجودة مع النادي الاهلي، وايضا غياب التوفيق وارتكاب بعض الاخطاء اللي تسببوا في الخسارة. لكن طبعا في النهاية الفرق الكبيرة زي النادي الاهلي لما بيحصل لها دروب بتقوم على طول وبتلملم اوراقها وبتبدا ان هي تصلح كل الاخطاء اللي موجوده. النادي الاهلي فريق كبير، كيان كبير، نادي البطولات على مر التاريخ، كل دروب بيحصل للنادي الاهلي بيقوم بسرعه، والدروب ده بيكون على مدار سنين، كل خمس ست سبع سنين بنلاقي حصل دروب للنادي الاهلي. لكن مش معنى كلمه دروب ان هو بيخسر بطولات. النادي الاهلي لما بيحصل له دروب، بيحصل له دروب في المستوى، بيحصل له دروب في بعض النتائج السلبيه، لكن البطولات والالقاب هي شيء احنا متعودين عليه داخل القلعه الحمراء، قلعه النادي الاهلي. لكن طبعا كلنا اكيد بنراهن على خبره النادي الاهلي وخبره اللعيبه اللي موجوده والتدعيمات اللي تم الدعم بيها خلال فترة الانتقالات الحالية، مع تأييد بعض اللعيبة اللي ما كانوش مقيدين مع الفريق. أعتقد أن كل ده في النهاية هيكون إن شاء الله ليه جانب إيجابي جدا مع النادي الأهلي. طبعا الجهاز الفني الجديد بقيادة مستر مارتن لاسارتي بيعمل بجد واجتهاد، وعلى مدار اليوم شغل بلا راحة. شفنا نهاية مباراة أمس أمام بيراميدز، النهاردة كانت في مباراة ودية النادي الأهلي نجح أنه يفوز بيها 3-0، تألق أجايي وتألق صالح جمعة كان ملفت جدا للنظر، بالرغم من وجود إصابات، لكن دايما الجوانب الإيجابية هي اللي احنا دايما بنبص عليها. أكيد لو في بعض الإصابات الجهاز الطبي هيقوم بعمل اللازم، لكن مستر لاسارتي بيلعب وبيعمل على كل نقاط الضعف في الفريق، وانه ماشي في العلاج وماشي في التوظيف الجيد لمعظم لاعبي فريق النادي الاهلي. لكن عايز افكر حضراتكم بموضوع الصبر، ان احنا ما ننساش ان في اي خطه تطوير او في اي خطه ليها مدى طويل لازم يكون في عمل وجهد وصبر. بدون صبر مش هيكون في عمل، لازم يكون في صبر من جمهور النادي الأهلي. ايه المطلوب من الجمهور؟ المطلوب هو الدعم، الدعم والوقوف خلف فرقة النادي الأهلي. طبعا يعني هنتكلم في حاجات كتيرة جدا جدا جدا، لكن دلوقتي جه وقت الأخبار اللي زميلي العزيز أمير هشام هيتابعها مع حضراتكم.
طيب، يعني طبعا زي ما قال عمر كده، مسيره النادي الاهلي لا تتوقف عند مباراه وخساره مباراه، لكن الاهم من كده ان النادي سواء مجلس الاداره، الجهاز الفني، كل المسؤولين في النادي يحطوا ايديهم على نقاط الضعف في الفريق. واعتقد ان اي حد ما بيفهمش في الكوره عارف ايه نقاط الضعف في الفريق، ولازم ان هي تتصحح. وكلنا ثقه كبيره جدا 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 في المسؤولين في النادي الاهلي، ان هم طبيعي الناس مش عايزه تفشل، الناس عايزه تنجح اكيد، فطبيعي هيعرفوا نقاط الضعف ايه، واكيد هم عارفينها كويس جدا من الاخر، سواء نص الملعب سواء الدفاع وكمان حراسه المرمى. عشان نبقى صراحه ولازم نتكلم مع جمهور النادي الاهلي بصراحه، في نقاط ضعف جديده او كتيره جدا في صفوف النادي الاهلي. حراسه المرمى للاسف المستويات، رغم عندنا حراس عندهم قدرات قويه وجميله جدا، لكن ممكن ما يكونوش موفقين في هذه الفتره. خط الدفاع اكيد محتاج تدعيم، وخط الوسط اكيد محتاج تدعيم، وده اللي بيعمل عليه مجلس اداره النادي الاهلي. لازم كل جمهور النادي الاهلي يطمئن ان مجلس الاداره وكل المسؤولين في النادي الاهلي بيعملوا على تدعيم صفوف الفريق باقوى اللاعبين وافضل اللاعبين ان شاء الله، عشان كل نقاط الضعف دي تتلاشى ويقدر النادي الاهلي يكون عنده فريق قوي متكامل من جميع الجوانب. ان شاء الله الاهم ان احنا خلاص ننسى الخساره، صفحه وتتقفل، ونفكر في اللي جاي. لسه البطوله ما خلصتش، النادي الاهلي كان على مدار سنوات كتيره جدا ممكن يكون متاخر باكتر من عدد النقاط اللي هو متاخر بيها دلوقتي عن المركز الاول، وبيرجع في الاخر وبيقدر يحصد هذا اللقب الهام. الاهم كمان ان احنا عندنا بطوله دوري ابطال افريقيا وعلى وشك البدايه، مهم جدا التركيز فيها، وهي بطوله اكيد وحشت كل جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق، وكل التكاتف من جمهور النادي الاهلي ورا النادي وكيان النادي، علشان ان شاء الله الامور ترجع بالشكل الافضل والمطلوب بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، ونرجع نفرح مرة تانية. أخبار كتير في الحقيقة عندنا، لكن أهم خبر وهو خاص بالنادي الأهلي، ولجنة برئاسة الكابتن محمود الخطيب للحفاظ على حقوق الأهلي في القيد المخالف للاعب بيراميدز طبعا اللي هو عبد الله السعيد. خليني اقرا على حضراتكم البيان. قرر مجلس اداره النادي الاهلي تشكيل لجنه برئاسه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وعضويه العمري فاروق نائب الرئيس، وخالد الدرندلي امين الصندوق، وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي، للبدء في اتخاذ الاجراءات القانونيه للحفاظ على حقوق النادي الادبيه والقانونيه والماليه في ازمه قيد اللاعب عبد الله السعيد ضمن صفوف نادي بيراميدز بالمخالفه ووسط تصريحات متضاربه للمسؤولين في اتحاد الكره دون الكشف عن اي اسانيد لائحيه وقانونيه. وده اكيد خطوه مهمه جدا جدا من مجلس اداره النادي الاهلي للحفاظ على حقوق النادي، وده شيء معتاد جدا من مجلس الاداره. وخليني افكر حضراتكم بالتصريحات اللي كانت خرجت من قبل وليد العطار مدير شؤون اللاعبين في اتحاد الكره يوم الخميس بالظبط. النادي الاهلي كان ايد 4 لاعبين، صلاح جمعه، محمود وحيد، محمد محمود، وايضا كان في اتجاه ان هو يأيد جيرالدو في القائمه، لكن يعني النادي الاهلي قرر ان هو يأجل هذا الموضوع لسبب معين. فبالتالي وليد العطار اللي هو مدير شؤون اللاعبين باتحاد الكره قال ان النادي الاهلي يحق له بالظبط كده، قال النادي الاهلي يقدر في اي ساعه من ساعات سوق الانتقالات ان هو يأيد اي لعيب في اي وقت ممكن فيما عدا يوم الجمعه، لان يوم الجمعه بيكون اجازه. طيب منين الراجل او منين ده كلام استاذ وليد العطار، ومنين تم قيد عبد الله السعيد وكمان عمرو مرعي لاعب بيراميدز يوم الجمعه؟ فالتصريحات متضاربه، التضارب ده اكيد بيعمل لغط وبيعمل جدل كبير جدا. الرياضه المصريه بشكل عام يعني في غنى عن هذا الجدل. فبالتالي كانت خطوه مهمه جدا من مجلس اداره النادي الاهلي من خلال البيان اللي قريته على حضراتكم، ان هو ياخد حقه القانوني والادبي والمادي في اتجاه هذه القصه. في المقابل طبعا الدكتور محمد زين رئيس منطقه بني سويف، طبعا انت عشان تأيد لعيب بتشوف النادي ده تبع انهي منطقه، فبالتالي بتقدر تأيده من خلال المنطقه اللي النادي ده تبعها. فبالتالي نادي اللي هو المفروض كان الاسيوطي بيراميدز يعني تبع منطقه بني سويف، فطبيعي ان انت تأيد اللعيب من خلال هذه المنطقه. لكن الدكتور محمد زين رئيس منطقه بني سويف نزل بيان كده واتكلم، خليني اقرا لحضراتكم البيان. قال ارفض ان تكون منطقه كره القدم في بني سويف شاهد ما شافش حاجه، شيء مريب يحدث. فوجئت ان انا وزملائي في مجلس اداره فرع منطقه بني سويف لكره القدم ان اتحاد الكره استخرج كارنيه قيد للاعب عبد الله السعيد للقيد بنادي بيراميدز اليوم الجمعه. عادي يحدث في مصر، ده كلامه هو. لكن أن يكتب في خانة المنطقة بني سويف وبني سويف لا تعلم عن ذلك شيئا، بني سويف لا تعلم عن ذلك شيئا،
لا عن عبد الله السعيد ولا غير عبد الله السعيد، ولا يتم اختيار الفرع او استشارته او اعلامه، ولا يستفيد من مليارات الانتقالات للاعبين. فهذا لعب واستخفاف ببني سويف، ارفضه تماما. ده الكلام ده من خلال الدكتور محمد زين رئيس المنطقه. كمان قال فكيف يكون نادي بيراميدز تبع بني سويف ونحن لا نعلم عنه شيئا، ان استخدام اسم بني سويف كخيال ما انه مرفوض تماما. وكيف يكون هناك مجلس اداره للفرع ويتم التصرف بحريه مطلقه من لجنه تأكيد اللاعبين من اتحاد الكره دون مراعاه للفروع؟ وكيف يتم استخدام بني سويف لتمرير اشياء لا نعلم عنها شيئا؟ الامر مرفوع للافاضل نواب بني سويف والسيد المستشار محافظ، واذا ثبت ان هناك تجاهل ومؤامره واستهتار باسم بني سويف فانا شخصيا مستقيل. الراجل بيعلن استقالته، يعني لو الكلام ده ثبت بيعلن استقالته، لان انا ارفض تماما تجاهل او استخدام اسم بني سويف دون ان تعلم بني سويف شيئا عما يحدث. واذا كان اتحاد الكره يفعل كل شيء دون الرجوع للمناطق، لان كلمه المرور للسيستم فكله طبعا فقد لا داعي للمناطق، يعني هو بيقول نلغي بقى المناطق طالما اتحاد الكوره بيشتغل من خلال السيستم خاص، المناطق ما تبقاش ليها لازمه، وكفايه عليهم الانديه التي لها اصوات ومعاها فلوس. يعني كلام برضو جريء وقوي جدا من الدكتور محمد سيف رئيس منطقه بني سويف. وبصراحه الموضوع فيه لغط كبير جدا، لكن للاسف يعني هي دي جزئيه مهمه، لكن ده طبعا لا يغفل مثلا الاخطاء الفنيه اللي ممكن يكون واقع فيها النادي الاهلي. يعني الكلام في الناحيه الفنيه الخاصه بالمباراه النادي الاهلي، كل دي مش اعذار للفريق ولا الجهاز الفني ولا الاداره ولا اي حد، لكن كل حاجه ولازم يتم معالجتها ولازم يتم مواجهتها بالشكل المطلوب. البيان قلناه بتاع النادي الاهلي عشان يتعامل مع هذا الملف، وكمان اكيد في تحركات من قبل مجلس الاداره في تدعيم الصفوف، وكمان تحركات من قبل الجهاز الفني بقياده مستر لاسيرت اللي عمل المباراه الوديه كانت مهمه جدا النهارده امام جمهوريه شبين، وقدر النادي الاهلي انه يكسب 3-0 باهداف ميدو جابر واجايه وصالح جمعه تالق عدد كبير من اللاعبين. فبالتالي اكيد النادي الاهلي هيخطو الخطوات الهامه جدا لتصحيح المسار بشكل عام. طيب خلينا ناخد اهم الاخبار وتصريحات مستر لاسارتي عقب مباراه الامس. والراجل اتكلم، انا عاجبني في الراجل ده ان هو صريح وبيتكلم بصراحه، وقال ان احنا عندنا عيوب سواء في الناحيه الدفاعيه او في نص الملعب. قال كمان مستر لاسارتي اغلاق صفحه المباراه، وده شيء متعودين عليه من قبل النادي الاهلي سواء كسبت او خسرت، حتى لو كنت كسبت بطوله كبيره جدا احنا تاني يوم دايما متعودين ان احنا نبص للي بعده. ده كلام مستر لاسارتي. قال الاهم ان احنا نركز فيما هو قادم، مباراه سموحه ان شاء الله يوم الثلاث هتبقى مباراه صعبه جدا جدا، فريق سموحه فريق قوي معاه مدرب محترم بقياده الكابتن طارق يحيى، فبالتالي المباراه هتكون صعبه جدا. مهم النادي الاهلي يعود للانتصارات من خلال هذا اللقاء وقبل كمان خوض معركه دوري ابطال افريقيا. كمان قال مستر لاسارتي من ابرز تصريحاته التعلم من الاخطاء، وده اعتراف منه ان كان في اخطاء، وده شيء جيد جدا وبدايه للطريق الصحيح. الراجل دي اول مباراه بالنسبه له، ما نقدرش نقيم مستر لاسارتي، لكن هو مبشر بشكل كبير جدا حتى بالتحديد في تصريحاته، لانه عارف كويس جدا ايه الاخطاء اللي ممكن يكون وقع فيها الفريق خلال هذه المباراه، وده اللي هو قاله من خلال طبعا كلامه امبارح عقب اللقاء، وقال ان في اخطاء اكيد لازم هيتم تعديلها خلال الفتره اللي جايه. كمان قال تصريح مهم وهو خاص بان اللقب لم يحسم بعد. أكيد زي ما قلت لحضراتكم إن البطولة لسه طويلة، إحنا النادي الأهلي لسه ناقص له ماتش أو ماتشين مؤجلين، دي حاجة. تاني حاجة إحنا كل ده في الدور الأول، لسه النادي الأهلي لسه هيخش في الدور التاني، أو الفرق كلها لسه في دور كامل اللي يقدروا من خلاله يعوضوا، بتحديد النادي الأهلي اللي يهمنا إن شاء الله يقدر يعوض من خلال الدور التاني، بالتالي اللقب لم يحسم بعد. في أفضلية لنادي الزمالك اللي بيسير بشكل جيد جدا في البطولة حتى الآن، فريق بيراميدز كمان فريق جيد إمكانياته كبيرة جدا، لكن إن شاء الله يبقى النادي الأهلي حامل اللقب وأكثر فريق بطولة الدوري رصيد 40 لقب، فبالتالي عنده أفضلية إن شاء الله في العودة بإذن الله لما الأمور تكون أفضل وأفضل، وده اللي هيحصل وشيء مؤكد جدا إن شاء الله إن الخطوات بيتم اتخاذها بشكل الجيد عشان النادي الأهلي يعود لمساره الصحيح والإسعاد لكل جمهور النادي الأهلي. الاعتراف بالأخطاء، وده اللي قلته لحضراتكم إن مستر لاسارتي بيعترف إن كان في بعض الأخطاء، لكن الأهم إن هو بيعمل بقوة على استعادة المصابين وتعويض الغيابات وتدعيم الفريق، وده ايضا شيء لا يقل اهميه عن كل الكلام اللي احنا قلناه مع بدايه الحلقه. ان شاء الله الامور هتكون في طريقها الافضل والقادم افضل ان شاء الله باذن الله بالنسبه للنادي الاهلي. طيب
بعض الاخبار الخاصه بالفريق بقى، يعني بتحديد اللاعبين. تدريبات النهارده كان في تدريبات منفرده لاكرامي وعلي لطفي، شريف اكرامي وعلي لطفي طبعا حراس النادي الاهلي، خاضوا النهارده تدريبات منفرده تحت اشراف كابتن طارق سليمان المدرب الخاص بحراس المرمى في النادي، وده كان على هامش مباراه الاهلي وجمهوريه شبين. هذه المباراه الوديه اللي اقيمت عصر اليوم واللي انتهت زي ما قلت لكم بنتيجه 3-0، استعدادا كمان لمباراه الاهلي وسموحه في الاسبوع ال15 من بطولة الدوري يوم الثلاث المقبل. إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة. كمان كان في مران استشفائي للاعبي النادي الأهلي اللي شاركوا في المباراة بشكل أساسي. طبيعي جدا لما بيكون مجموعة شاركت في المباراة 90 دقيقة طبيعي بيكون عندهم تدريبات استشفائية، من خلال التدريبات الاستشفائية دي نقدر الجهاز الفني يعمل استشفاء للاعبين عشان العضلات الخاصة بيهم تكون مهيئة للعب المباريات، خصوصا في ظل ضغط المباريات الخاص بالنادي الاهلي خلال الفتره دي. انت عندك مباريات كلها ورا بعض، بطوله الدوري بعديها هتخش في دوري ابطال افريقيا، هيبقى مباراتين كمان ورا بعض، يعني الفتره دي كلها هيبقى في ضغط كبير جدا في المباريات، فبالتالي عمليه الاستشفاء عمليه مهمه جدا 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 بالنسبه للاعبين خلال الفتره دي. بالتالي كان في مران استشفاء للاعبين الاساسيين، في المقابل اللاعبين اللي شاركوا لدقائق معدوده في المباراه او اللي ما شاركوش خالص كان ليهم المباراه الوديه امام فريق جمهوريه شبين. ان شاء الله نتمنى للكل كل التوفيق خلال المرحله المقبله. محمد شريف بيبدا مرحله جديده في برنامجه التاهيلي. محمد شريف لاعب النادي الاهلي نفذ النهارده بعض التدريبات التاهيليه، واحنا عارفين ان هو كان عنده اصابه في الكاحل خلال كوره مشتركه مع سليف كولوبالي في احد التدريبات، بالتالي محمد شريف بيتعافى من هذه الاصابه. للاسف عندنا اصابات كتير جدا، اخرها كمان وليد ازارو النهارده، كمان اخرها وليد سليمان واكرم توفيق جاله كسر في الانف، وليد سليمان التهابات في باطن القدم. يعني للاسف النادي الاهلي بيمر بسوء حظ كبير جدا، وده وارد وبيحصل، يعني بيحصل بشكل كبير، لكن الاهم ان شاء الله النادي الاهلي يتدارك هذه المواقف ويقدر يعود اقوى مما كان. يعني دي كانت بعض الاخبار الخاصه بفريق النادي الاهلي النهارده يا عمر. ان شاء الله يعني لازم نكون متفائلين المرحله الجايه باذن الله النادي الاهلي يكون عدل من اوضاعه، دعم صفوفه بالشكل الافضل، وان شاء الله باذن الله يقدر النادي الاهلي ينافس على كل البطولات اللي بيشارك فيها هذه الفتره. العوده للمنافسه على بطوله الدوري ده شيء مهم ومطلب جماهيري، مطلب جماهيري مهم جدا. طيب معانا مين يا جماعه؟ طيب نروح لعمر ربيع عشان يستقبل طبعا زميلنا شريف شعبان رئيس قناة الأهلي عشان يقول لنا كل الأخبار الخاصة بالمباراة الودية. اتفضل يا عمر. شريف برحب بيك على قناة الأهلي، وعايز أعرف بقى منك كل الأخبار الخاصة بمباراة اليوم 3-0، فوز يعني مهم وظهور خاص لأجاييه وصالح جمعة، نجحوا ان هم يشاركوا في المباراة ونجحوا أيضا في التسجيل، عايز أعرف منك كل الكواليس الخاصة بالمباراة. أول برحب بك زميلي عمر وزميلي أمير وكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، عام جديد عليكم وعلى كل المصريين على كل الأهلاوية بإذن الله. عام 2019 يكون عام الانتصارات في النادي الأهلي ونحتكر فيه جميع البطولات بإذن الله. خليني أقول لك النهارده الأهلي مع جمهورية شبين مباراة ودية، يمكن جمهورية شبين بيقوده فنيا الكابتن محمد عامر، يمكن بيلعب في مجموعة القاهرة والقناة وعنده 18 نقطة في المركز السابع والمتصدر السابع برصيد 28 نقطة. مباراة النهاردة ولا أروع ولا أحلى للنادي الأهلي. الشوط الأولاني بدأ بشريف إكرامي من اليمين للشمال، أكرم توفيق، أحمد علاء، كوليبالي، محمود وحيد، اثنين ديفندرين، محمد محمود، لام محارب، جاليردو، وليد سليمان، أجايين. كان في البدلاء علي لطفي، صابر رحيم، حمودي، ميدو، عمرو جمال، عمرو بركات، جزار، صالح جمعه، مصطفى شوبير، كريم يحيى، اسلام جابر. خليني اقول لك ان الشوط الاولاني تعلق شديد للاعب الانجولي دلوقتي في جديد جناح يمين بيلعب مخترقات في العمق، حاجه محترمه جدا وحط تحتيها مليون خط، لعيب خطير 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 خطير، يعدي من الجهه اليمنى زي ما الكتاب ما بيقول، ما لازم يعدي، ما فيش حاجه اسمها ما بيعديش. يخش وبيخترق من العمق وبيعمل عرضيات، لعيب خطير وظهر بشكل اذهل كل الحاضرين. الاهلي تعاقد يمسك الخشب مع صفقه من العيار الثقيل، فعلا لعيب يستاهل ثقله ذهب. اجايو الراجع من الاصابه نتمنى له
يعني مبشره النهارده بيقدم من جديد. هي اللاعب الخطير رجع دويتو رهيب مع جاليردو، يمكن يعني الاثنين قدموا النهارده مباراه ولا اروع ولا اجمل. في الدقيقه 30 كان خروج لوليد سليمان اللي اشتكى ونزل مكانه عمرو جمال، مروان ايضا خرج ونزل مكانه ايجو جابر، وفي الدقيقه 45 اشتكى اكرم توفيق وخرج ونزل مكانه كريم يحيى البقري مواليد 97. خليني اقول لك ان الشوط الثاني شاهد تشكيل مختلف عن الشوط الاولاني. التشكيل الثاني بدا بعلي لطفي في حراسه المرمى، من اليمين كريم يحيى اللي قدم النهارده مباراه يعني تعلق فيها بشكل ملفت النظر ايضا، سيرد باك اسلام جابر تحت السن، الجزار النهارده عن مباراه ولا اروع ولا اجمل، صبر رحيم ناحيه الشمال، ورؤوس الملعب عمرو بركات وحط تحتيه مليون خط متعلق لاقصى درجه، بجوهر واسلام محارب امامهم صالح جمعه معلم وسط الملعب النهارده كالعاده، ميدو جابر حمودي عمرو جمال مهاجم اللي راجع بكل قوه، المهاجم اللي بيقول الناس النهارده كلها ان عمرو جمال راجع بكل قوه، المدير الفني بقى سحيره مين اللي ممكن يلعب المباراه الجايه؟ عمرو جمال النهارده احرج الجميع، رجعين النهارده احرج الجميع، جيردو احرج الجميع، مسيرتي الفتره القادمه عليه يعني يختار بقى مين الاجهز مين اللي هو ممكن يلعب. طبعا حضر المباراه رئيس مجلس الاداره كابتن كبير كابتن محمود الخطيب، نائب رئيس النادي مع الوزير العام فاروق، امين الصندوق الكابتن خالد الدرندلي. يمكن خرج وليد سليمان الاصابه زي ما قلت لك، خرج اكرم توفيق، يمكن اصابه وليد سليمان التهابات في وش القدم او في القدم من ناحيه اليمين والشمال، التهاب بسيطه جدا، بكره هيكون موجود في التمرين مفيش مشكله خالص. ازارو اللي قلقنا امبارح عليه عنده مزق في العضله الضامه للاسف، عمل اشاعه بكره هتكون النتيجه باينه، بس طبعا للاسف هيبقى انا متوقع هيكون يعني مش تقل عن اربع اسابيع، لان المزق بيبقى بيحتاج فتره كبيره. طبعا انت عمر لعيب كوره وعارف طبعا، يعني سليمان زي ما قلت لك بكره باذن الله في التمرين، بكره محمد شريف في التمرين، رامي ربيعه بكره في التمرين، اكرم في حاجز الانف مباراه كويسه، لكن وحالات الاصابه لسه مصره تمسك في لاعبي النادي. لو عندك استفسار عمر تحت امرك. يعني انت قلت كل حاجه يا شريف خاصه بالمباراه، يعني عايز اعرف بس منك اخيرا قبل ما اختم معاك، يعني نفسيات اللعيب بعد مباراه امس، هل اللعيبه متاثره ولا اللعيبه متطلعه مع مثل سارتي الى يعني تحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه سموحه، وايضا الى معالجه كل الاخطاء اللي كانت موجوده في مباراه بيراميدز؟ يمكن زميل عمر النهارده اللاعبين اللي شاركوا في مباراه الامس يمكن كانوا موجودين النهارده والريكفرنج مع مدرب الاحمال الجديد، ويمكن كان باين على وجوههم الحزن الشديد، ولكن لازم النهارده اقعد معاهم والحسوا الصفحه خلاص تماما والتركيز فقط في مباراه سموحه. انا مش طالب منكم غير نفس الروح اللي انتوا بيها في الشوط الاولاني في مباراه بيراميدز، ونعالج الاخطاء بسرعه ونرجع ونلعب ونكسب، ما فيش مشاكل خالص، مفيش حزن في كرة القدم، خلاص نتائجه النهارده ما كانش يوم النادي الاهلي، نركز ونشتغل ونجتهد علشان يكون التوفيق حالتنا المباراة المقبلة. علامات الحزن على عودة لاعبي النادي الاهلي بحقيقة وبينا في التمرين، ولكن المباراة الودية الإصرار والعزيمة والقوة باين قوي إن لاعبي النادي الاهلي عاوزين يعوضوا الفترة اللي فاتت، عاوزين يثبتوا جدارتهم لجماهير النادي الاهلي ويصالحوا جماهير النادي الاهلي في القريب العاجل، وبإذن الله تكون مباراة سموحة هي بداية انطلاقة النادي الاهلي. شريف بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، واتكلمت بشكل مفصل عن مباراة اليوم مع جمهورية شبين. بالمناسبة النادي الأهلي طبعا فاز 3-0 على جمهورية شبين، عرضنا الثلاث أهداف قدام حضراتكم، ما تعرضوش قبل كده طبعا في أي حتة، وكمان المباراة هتكون الساعة 12 بالليل بعد انتهاء البرنامج بساعتين، هيكون مذاع على قناة النادي الأهلي علشان حضراتكم تتفرجوا على كل الكلام اللي شريف شعبان قال عليه من تألق لكل لاعبي النادي الأهلي اللي شاركوا في المباراة. ندخل بقى في حلقة اليوم. هيكون النهاردة معنا يعني ضيفين عزاز علينا جدا، واحد اثنين من نجوم النادي الأهلي. ضيف الأول كابتن هشام حنفي نجم النادي الأهلي السابق ونائب رئيس قطاع ناشئين، هنتكلم معاه عن فريق النادي الأهلي، وهنتكلم أيضا معاه على شكل بطولة الدوري العام
وايضا هنتكلم معاه على ملف قطاع الناشئين. الفقره الثانيه هتكون مع زميلي العزيز امير هشام، وهيكون معاه كابتن النادي الاهلي الكابتن شريف عبد المنعم، وايضا الكلام مستمر على النادي الاهلي وعلى مباراه سموحه القادمه، وايضا على استعداد النادي الاهلي لبطوله افريقيا اللي هتكون اولى اللقاءات يوم الجمعه القادم امام فيتا كلوب. واخيرا فقره الكره العالميه زي ما حضراتكم متعودين، هنتابع معاكم كل ما يخص احداث واخبار الكره العالميه. لكن دلوقتي هنروح لفاصل علشان بعدين نستقبل كابتن نصر وكابتن النادي الاهلي الكابتن هشام حنف. اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي الليله، وشرفني ومنورني واحد من نجوم النادي الاهلي المنتخب مصر، نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وكمان واحد من الناس اللي كانوا موجودين في قناه النادي الاهلي، وبالتالي هو مش حد غريب على قناه النادي الاهلي. بيسعدني ان يكون معايا كابتن النادي الاهلي الكابتن هشام حنفي. كابتن هشام ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازيك يا عمر؟ حضرتك ايه؟ الحمد لله يا حبيبي، و تحياتي ليك، واكيد بتشرف دايما دايما بوجودي في قناه الاهلي، بيتي، وبتشرف معاك اكيد، ومتالق دايما، وان شاء الله اكون ناجح في كل حاجه يا عمر. ان شاء الله بلا خليك. طبعا ببارك لحضرتك على المنصب الجديد نائب رئيس قطاع الناشئين، يعني اول مره نكون مع بعض في قناه الاهلي، وبالتالي لازم ابارك لحضرتك. لكن قبل ما نتكلم على قطاع الناشئين وعلى ملف الناشئين، اكيد طبعا حضرتك تابعت مباراه امس نادي الاهلي وبيراميدز، واللي انتهت بفوز بيراميدز 2-1. في البدايه عايز اعرف راي حضرتك بشكل عام على المباراه، وازاي بقى الفتره اللي جايه النادي الاهلي هيتعامل معاها، بدايه في الدوري ان شاء الله يوم 8 مع سموحه يوم الثلاث، وكمان مباراه افريقيا. لكن المباراه بشكل عام حضرتك شفتها ازاي؟ اكيد حزين يعني، طبعا اكيد زي كل الاهلاويه وكل اللعيبه وكل النجوم اللي مثلت في النادي الاهلي، زعلان جدا جدا، لان انت في النهايه انت بتلعب على بطوله وبتنافس على بطوله، انت بتحاول دايما انك تحقق البطوله، ما بتبقاش مجرد ان انت بتلعب ماتشات وبتكسب وبتوصل لاخر المراحل اللي هي بقى، سواء بقى خدت دوري ما خدتش دوري، المرحله الثانيه الثالثه اللي هو يبقى ثاني الدوري ثالث الدوري رابع الدوري، لا انت عندك هدف واحد بس، هو النادي الاهلي دايما بيلعب على البطوله وازاي يحافظ على البطوله. فامبارح طبعا اكيد حزين، لان انت في النهايه انت بتخسر ماتشات مؤجله بالنسبه لك، الماتشات دي كلها المفروض المباريات دي كلها بتنقلك نقله ثانيه نحو المنافسه على الدوري. النادي الاهلي طبعا مضغوط، غير الماتشات غير الفرقه الثانيه، الفرقه الثانيه كانت بتلعب ماتش بماتشه، وفي فرقه كانت اقل من النادي الاهلي خالص. حتى لو هنتكلم على قوام الفرق والفرق كلها متقله نفسها السنه دي، لكن في النهايه كل واحد بيلعب ماتش بماتشه يعني، وعبال ما يلعب الماتش الثاني بيبقى اربع خمس ايام، فبيبقى في فرصه ان يشم نفسه. النهارده النادي الاهلي اتحط ضغط تحت ضغط كبير جدا، لان هو كمل في افريقيا، في يعني مثلا نادي الزمالك ما كانش مشارك في افريقيا يعني، وخرج من بدري، ما كانش عنده اي مشاركات تانية يعني، يمكن بطوله عربيه وكان كل فين وفين، ولما شارك حتى في البطوله العربيه هو خرج هو كمان من بطوله. النادي الاهلي اتحط تحت ضغط ان هو كمل المشوار، كمل لغايه فتره كبيره جدا جدا جدا، وصل فاينل، ومع الفاينل كان عندك غيابات بشكل كبير جدا وعندك انذارات، فبقى عندك لعيبه كتيره مش موجوده في الفرقه، هي دي اللي اثرت عليك في الناحيه الافريقيه او في البطوله الافريقيه، اكيد ليها اثر، مفيش حد بيقول لك ان احنا خلاص نقفل الصفحه دي ونفكر في الصفحه الثانيه، لا، ما هو ده بيبقى ليه تتابع، ليه اثر طبعا اكيد نفسي ومعنوي وبدني، وفي لعيبه غايبه، فكل ده بيأثر عليك في البطولات، لان انت مش بتخرج من بطوله فبتاخد فتره نقاهه مثلا شهر، لا ده انت بتلعب ماتش فاينل في افريقيا في الترجي، بترجع يا كابتن عمر بتلاقي نفسك على طول بعد ثلاث ايام بتلعب ماتشاتك كلها المؤجله، فبقيت محطوط تحت ضغط انك قدام جماهيرك، قدام شخصيه النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي اللي عايز على طول يحافظ على البطوله، وانك لازم تكسب كل الماتشات اللي جايه. فدي اثرت بشكل كبير يا عمر. يعني يا كابتن اكيد اي تجربه بيكون فيها سلبيات وفيها ايجابيات، مباراه بيراميدز اكيد حضرتك شفت بعض الايجابيات اللي لازم نستمر ونبني عليها، وبعض السلبيات اللي لازم ان احنا نعالجها ونبدا ان احنا نستثمرها بشكل ايجابي في المرحله القادمه. ايه هي يا كابتن الايجابيات والسلبيات اللي حضرتك شفتها من وجهه نظرك؟ يعني اعتقد الاحسن ايجابيه، وهو ان انت بقى عندك مدير فني المفروض
اسم كبير، المفروض ان هو مدرب كوف كبير طبعا، مسلسلتي رسالتي، وجهازه المعاون بالكامل، ومعاه طبعا اثنين من نجوم النادي الاهلي، محمد يوسف وسامي قمصان وطارق سليمان عشان ما انساش حد. لكن في النهايه في شخصيه ان شاء الله هتكون موجوده الفتره اللي جايه من خلال المدير الفني، تمام، اسلوبه وطريقه لعبه وطريقه تعامله مع اللعيبه. طبعا اول مباراه انا ما اقدرش احكم عليه برده، يعني مش بقدر اديله 100% لان انا برده هو ما لحقش اربع ايام طبعا، يعني اتفرج على قبل كده على ماتش وكل حاجه، لكن في النهايه انت بتتكلم في اربع ايام وقفه الملعب، لسه وقفه الملعب غير انك تتفرج في التلفزيون، دي صعبه جدا. صح. مش سهله، الناس فاكره الامور سهله جدا. هو اتحط في موقف صعب جدا بدري، واول مباراه ليه مع فرقه كبيره، فرقه طبعا برضو امكانيات ماديه، امكانيات معنويه، امكانيات بشريه، ما فيش شك انها بتنافس على الدوري، لكن انت كنت متقدم، يعني انت كنت قدرت انك تقدر تبقى 1-0، وكنت ماسك زمان من المباراه في الشوط الاولاني كله، ضيعت فرص كمان، اتدلعت شويه في النهايه. الشوط الثاني يعني راح منك يعني ما اعرفش، ممكن يبقى راح منك باخطاء فرديه، باخطاء جماعيه على بعض الوقت، الظروف ما ساعدتكش الشوط الثاني، في لعيبه يعني هو لسه الراجل طبعا بيتعرف على حظه اللي بيتعرف، ومفروض ان كان يعني اكيد كابتن يوسف بيتكلم معاه كتير، هو وسامي قمصان بيتكلموا في نقطه اللعيبه والتغييرات، ولازم يعني يتناقشوا مع بعض، لكن في النهايه النادي الاهلي وصل، لكن ما قدرش يعني كره زي دي من بدري، كان لو استلامه كويس من ازارو كان ممكن يبقى بيروح على الجون على طول مواجهه، يعني ازارو جاله اكتر من فرصه، يعني كان ممكن ان هو يخلص بيهم الماتش. احمد شيخ جاله كرة العارضة طبعا اكيد لوليد لعلي معلول، برضو يعني كانت مؤثره، يعني هو المجمل طبعا مباراه كبيره، لكن في النهايه اكيد فيها ايجابيات، اي مباراه يا عمر حتى لو خساره بيبقى فيها ايجابيات وفيها سلبيات. الايجابيه طبعا اكيد ان هو في مدير فني جديد، كمان اللعيبه يا كابتن هشام لعيبه جديده دخلت في الفرقه، لسه كنت هتكلم عليها، دخلت بشكل كويس، انا عجبني جدا محمد محمود رمضان صبحي امبارح، يعني مش في الفورم او مش توب فورم يعني، لكن في النهايه قدر يبقى برده موجود وليه شخصيه، ويقدر ان هو يعني يبقى متواجد بشكل كويس في الملعب. كابتن هشام، لو حضرتك في الجهاز الفني او مدير فني للنادي الاهلي، ازاي ممكن تتعامل مع ضغط المباريات والظروف الحاليه للفريق؟ لا هي ما طبعا اكيد في جهاز فني كفء عني، وهو ادرى بكثير بلعيبته. انا بتكلم ازاي كابتن يعني ممكن الجهاز الفني يعني يتعامل ازاي بشكل عام مع الظروف الحاليه، وحضرتك عارف في ضغط مباريات، في بطولات افريقيا طبعاً، في بطوله دوري عام، الجمهور الاهلاوي بيحب البطوله، لا يتقبل طبعاً الهزيمه، النادي الاهلي جمهوره الوحيد اللي في العالم اللي ممكن اي فريق يخسر، يعني الريال بيخسر، برشلونه بتخسر، لكن الاهلي جمهوره لا يتقبل حتى التعادل، فدي مشكلة يا كابتن هشام. هي دي المشكلة طبعا اللي انت متعود عليها من صغرك، يعني الناس كلها بتبقى عارفة كويس قوي النادي الاهلي بيلعب على بطولة، النادي الاهلي دايما مطالب بالفوز بغض النظر الاداء بالنسبة لنا يعني مش رقم واحد، لكن في مؤشرات، الاداء ده اللي هو بيديلك مؤشر انت هتقدر تاخد بطولة ولا مش هتقدر، لكن الاداء الجمالي يعني دايما بيبقى في الفرق التانية، النادي الاهلي بيلعب على حاجة معينة، هدف واحد هو ان انا ازاي احصل على البطوله، فده مشوار طويل ومشوار صعب جدا، بدليل حاجات كتير، بدليل النادي الاهلي بياخد البطوله مثلا 6-7 مواسم ورا بعض، بيلعب في كاس العالم انديه، لعيبه كتير في منتخب مصر، كل ده النادي الاهلي، مع احترامي طبعا اكيد والتقدير للانديه والفرق المنافسه وكل حاجه، لكن انت النهارده ما فيش ثبات للمستوى الفرق الثانيه، فالنادي الاهلي هو رقم واحد ودايما بيبقى هو رقم واحد، بيبقى فيه دروب اكيد لازم يحصل، طبعا لعيبه بتبطل، لعيبه مش موجوده، لعيبه جديده، لعيبه مدربين جداد، كل الحاجات دي بتيجي في توقيت معين، بس بعد كده بتلاقي فيه ثبات في التشكيل، فيه ثبات في الفرقه، فيه ثبات في الانجازات، الحاجات دي على المدى، فالفتره ديت اكيد محتاجه استشفاء كتير قوي، لعيبه مجهده بشكل كبير، في لعيبه لازم تاخد وقتها قوي في الاصابه، تتعالج كويس قوي، يعني انا زعلان ان احمد فتحي نزل ورجع اتصاب تاني، وليد ازارو بيغيب النهارده، عندك كان علي معلول لسه راجع، عندك اجايب بره، عندك وليد سليمان كان برده مصاب ولسه راجع، يعني في عندك عناصر كبيره جدا وعناصر مهمه في الفرقه انت محتاجها انها ترجع بشكل قوي.
اسالك سؤالك كابتن هشام، ولو يعني سؤال صعب عايز اسال حضرتك، لما كنت بتلعب في النادي الاهلي هل يعني صدفه الظروف ان يكون في ظرف نفس الظرف الحالي اللي موجود في النادي الاهلي حاليا لما حضرتك كنت بتلعب؟ اه طبعا طبعا. بس اتعاملتوا بقى ازاي؟ انا عايز اعرف يا كابتن هشام، عايز اقارن وعايز اعرف ازاي اتعاملتوا، ازاي انتوا كنتوا مع بعض فريق واحد روح واحده، مدير الفني ازاي اتعامل معاكم، ازاي خرجتوا من الظروف الصعبه اللي انتوا كنتوا فيها، ودايما يعني زي ما كنتوا معودين دايما على البطولات فضلتوا ماشيين في الطريق. بص، الموضوع ده حصل معايا مرتين، في بدايه حياتي مع الفريق الاول، وفي قبل ما اسافر والعب في تركيا وارجع العب في مصر تاني. اول حاجه كان في بدايه حياتي، كانت في يعني سنه 93 94، وكان في دروب في الفريق، والزمالك كان متقدم على النادي الاهلي بفرق 11 بونت، والاهلي اخذ الدوري بفرق 7 بونت. فانا طلعت في توقيت صعب، يعني توقيت صعب طبعاً جدا كابتن. طبعا على الرغم ان كان في لعيبه جامده جدا 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 ولعيبه كتير قوي في وسط الملعب، لان طريقه اللعب هي اللي حكمت ان يبقى في لعيبه كتير في وسط الملعب، ده اللي فرق غير دلوقتي. طريقه اللعب بتساعد ناس كتير جدا انها تلعب. فانا كان بالنسبه لي طريقه اللعب كانت 3-5-2، فانت عندك 3 سوبرات بالليبرو، عندك 2 باك يمين وباك رايت، باك ليفت، 2 من ضمن التشكيله بتاعت نص الملعب، فبقى عندك 3 بس هم في وسط الملعب، 2 ديفندر واحد قدامهم. صح. فانت كان العدد كان ما شاء الله كبير قوي، يعني كنا بنتكلم في حوالي 12 13 14 لعيب في وسط الملعب، وكلهم ما شاء الله نجوم نجوم. وكان في كبوه النادي الاهلي، بقول لك فرق العدد النقاط، ولكن يعني الفريق الكبير بقى اللي هو بيبقى عايز ياخد بطوله دايما في لعيبه كبار عندهم شخصيه، تمام، هم اللي لموا الفرقه. صح. لمونا، وكنا كل تمرينه، والله بجد يا عمر كل تمرينه كنا يا اما عند كابتن شوبير في البيت بنتغدى بعد التمرين، يا اما عند كابتن علاء عبد الصادق، يا اما كابتن الخطيب كان بيعزمنا في بره في المطاعم يعني المجاوره للنادي الاهلي، يا اما عند اي حد لازم بنتجمع بعد كل تمرينه، نتجمع ونروح كلنا مع بعض نقعد نتكلم في الكوره، عايشين كوره. يعني احنا كنا عايشين كوره، على الرغم ان المفروض دلوقتي الكوره يعني تقدمت في حاجات كتير جدا واحترافيه اكتر يعني، ولكن احنا كنا عايشين ان احنا بنروح النادي قبل التمرين يا عمر بساعتين. بص يا كابتن، الهدف ده لا. مين اللي جاب الهدف ده يا كابتن هشام؟ ده ايه؟ مين صاحب الهدف دي في بداياتي، مع ان انا لاعب قبل البطوله دي حوالي 16 مباراه في الدوري، بس يمكن دي اشهر حاجه بالنسبه لي، يعني او اشهر حاجه اللي سمعت مع الجمهور. يعني انت بتتكلم كابتن صالح سليم. طب انا عايز اعرف السر يا كابتن، ايه السر البكاء بعد الهدف؟ يعني كابتن هشام تأثر، هي فعلا سر. بص الاثنين مين اللي معاه، يعني انت بتتكلم في حسام ابراهيم، كابتن حسام وكابتن ابراهيم، يعني عايز اعرف يا كابتن ايه سر التأثر النفسي؟ اكيد يا كابتن هشام كان عليك ضغوطات، وكان الهدف جه في وقته، وكابتن هشام الهدف ده فرق معاه، او البطوله دي كانت يعني كابتن صالح الله يرحمه يعني كفايه ان هو بس موجود في ارض الملعب بيتفرج، لكن يا كابتن هل كنت بقى في ضغوطات الفتره اللي فاتت، وكان كابتن هشام هدف يعني كان جه في وقته وكان ليه سبب، وكان سبب في انطلاقه الكابتن هشام حنفي بعد كده مع النادي الاهلي؟ انا دايما عندي روح التحدي، يعني طبعا انا روح التحدي أنا في كل حاجه يعني يمكن انا انت عارف ان كان معاشرتيني كتير، فانت عارف ان انا عندي من صغري روح التحدي في كل حاجه يا عمر، يعني انا كل حاجه ما بتجيليش سهله، يعني انا من الناس، لان انا انت عارف، يبقى انت عارف يجي لك لعيبه كتير طبعا، فبتقعد بتبص لزمايلك على يعني ايه، ان انت مثلا واحد طلع في ريال وانت ما طلعتش، فانت دايما صح. بتبقى في روح المنافسه وروح التحدي، فانا التحدي ده كان عندي من الاول، ان انا ازاي اطلع الفريق الاول، لان انا قبل ما اطلع الفريق الاول اتهمت، يعني الناس قالوا لي انت هتلعب ازاي، ده 15 لعيب في نص الملعب اجمد من بعض، انت تلعب مين ازاي؟ مين الاسامي يا كابتن اللي كانت موجوده في وقت حضرتك؟ اهو يعني كابتن رضا عبد العال، مجدي طلبه، عادل عبد الرحمن، عبد الجليل، عمرو انور، ولي صلاح، اسامه عرابي، ياسر ريان، احمد فهمي الله يرحمه، جمال مساعد، تامر حفني، جورج ارثر كان من افريقيا، فانت بتتكلم في عناصر لعيبه كوره جامده قوي في الوقت ده، فعشان تطلع انت تاخد مكان حد ده كان صعب جدا جدا. وفعلا انا ما كنتش عازر، يعني انا كنت عازر قصد المدرب واللي كان موجود ساعتها في الوقت ده، مش عايز اقول اسمه طبعا يعني، لكن هو كان فيه خواجه وكان فيه مساعد يعني، فاحنا كنا جايين من منتخب 19 سنه على الفريق الاول، قال لي طب انا اعادلك مين عشان انت تلعب، وصح يعني، قلت له انا هفرض نفسي عليك، لا قلت له انا عايز فرصه، مش يعني في ماتش ودي ما في اللعيبه الدوليه او اللعيبه الكبيره لما بتروح منتخب انت بتبقى محتاج من العناصر اللي تحت الناشئين تبقى موجوده، واحنا كنا الفرقه الاخيره اللي تحت الفريق الاول، فمحتاج فرصه مثلا انك تلعب معاهم، عشان لو انت حتى مشيت من النادي الاهلي تبقى ماشي راح حته كويسه يعني.
فمحدش كان بيبص علينا خالص يعني. فجه مستر ألان هاريس هو اول من صعدني يعني، الراجل الانجليزي المحترم. احنا كلنا كنا بنتمرن في النادي الاهلي في الزمالك اللي هو في الجزيره، في الجزيره. فطبعا كنا كلنا بنلعب على ملعب مختوتش، فهو يا اما قبل الفريق الاول يا اما بعد الفريق الاول، فكان الناس بتتفرج عليك. فالراجل ده كان بيجي النادي من الساعه 8 الصبح يتفرج على قطاع الناشئين كله، بجد مش هزار يعني. كان بيتعب قوي عشان يتفرج على الناس وعايز يطلع لعيبه الفريق الاول يعني. فهو شافني في ماتش اهلي وزمالك بس، فقال لي انت هتبقى في الفريق الاول. كان مقتنع بيك يا كابتن؟ مقتنع من اول لحظه شافني فيها. من اول لحظه، مع ان انا طلعت الفريق الاول ونزلت يعني. هم نزلوني وقالوا لي مش هينفع عشان العدد، وانا كنت عازر طبعا اكيد. ما انت بتتكلم في 30 لعيب فوق وطالع له ناشئين كمان، فمش هينفع. فنزلنا تعب. ففي النهايه لا يعني، يعني هو اداني فرصه بشكل قوي جدا 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 يعني. طيب انا عايز اروح معاك يا كابتن للسؤال، بس عايز اجله لمرحله الناشئين والفريق الاول. حضرتك قلت نقطه مهمه جدا، ان مستر هاريس كان بيتفرج عليكم لما كنتوا بتلعبوا كلكم في ملعب مختار التتش. عايزين نعرف هل ممكن يكون في تنسيق في المرحله القادمه ان قطاع الناشئين او فرق او فريق الشباب او الفريق ال 99 2000 2001 هل ممكن يكونوا موجودين في ملعب مختار التتش الفتره القادمه، ومستر لساتي يبقى عنده فرصه اكبر ان هو يتفرج عليهم؟ انا عايز بس السؤال ده هساله حضرتك لكن لما نروح لملف قطاع الناشئين. لكن عايز اقول لحضرتك على ان الجيل الجديد يعني ما عاصرش حضرتك او الاجيال اللي فعلا كانت عندها ظروف صعبه. فدي يا كابتن تجربه حقيقيه حضرتك اتكلمت عليها وقلت ان احنا كنا يعني ورا نادي الزمالك بعدد نقاط كبيره وتفوقنا عليه، وبالتالي يا كابتن النادي الاهلي قادر على انه يعدي الكبوه، وفي نفس الوقت ان هو ينافس بشكل قوي على الدوري الممتاز. يعني عايز اعرف بقى ايضا من حضرتك عدد المباريات الكبيره المؤجله، هل ممكن تكون ضغط على اللعيبه في خلال الفتره الحاليه؟ طبعا بعد خساره امبارح طبعا اكيد هتدي هزه شويه يعني، ولكن المفروض شخصيه النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي المفروض الحاجات دي بتعدي بسرعه. ما ينفعش اقف كتير قوي عليها يعني. ما ينفعش خسرت المباراه لازم افكر في اللي جاي، لان هو ده النادي الاهلي. صح، انت مش في اي نادي. لو نادي تاني هيهتز هينزل للدرجه الثانيه، لكن النادي الاهلي لا، مباراه وخسرت بتفكر في اللي جاي، بتفكر دايما في الاحسن، بتفكر دايما ايه السلبيات اللي كانت عندك عشان تقدر، او الاخطاء اللي كانت عندك عشان تقدر تصححها، عشان تقدر تكسب الماتشات اللي جايه. فانا رقم واحد لازم عشان نتلاشى كل ده، عشان ترجع للمنافسه مره ثانيه، لازم شخصيه النادي الاهلي ترجع تاني باللعيبه يعني. لعيبه النادي الاهلي اللي موجودين دلوقتي صح، لازم يرجعوا شخصيه النادي الاهلي تاني. انت النهارده بتتعادل في ماتش الداخليه، كنت ممكن تكسب وكنت كسبان، وبعد كده يعني كنت مهزوم وبعد كده تعادلت. فمش ده النادي الاهلي. اتغلبت من المقاولين امبارح، اتغلبت من بيراميدز. لا خلي بالك، السبحه لما بتفرط منك خلاص بتكر. انا مش عايز ده، لان مش ده النادي الاهلي. النادي الاهلي مش كده خالص يا عمر. والنادي الاهلي دايما عودنا على زي ما قلت لك تصحيح المسار يعني، دايما المفروض بترجع بسرعه. فترجع بسرعه ده لازم اللعيبه نفسهم رقم واحد، لازم اللعيبه الخمسه او سته اللعيبه الكبار هم زي ما قلت لك لازم يقعدوا مع بعض ويقعدوا مع اللعيبه الصغيره. في لعيبه جديده لسه داخله النادي الاهلي، في لعيبه مش مصدقه انها لسه في النادي الاهلي يعني، هي مش مصدقه انها لسه في النادي الاهلي. فلازم تبقى عارفه ان تيشيرت النادي الاهلي ده تقيل جدا، وتيشيرت لازم تبقى انت قد المسؤوليه عليه بشكل كبير وتحافظ عليه. مش مجرد انا باجي التمرين بلعب ماتش وبروح وبخرج وعايش حياتي، لا، النادي الاهلي حاجه ثانيه خالص. النادي الاهلي التركيز ده في التعادل ما كناش بنخرج من البيت، احنا في التعادل ما كناش بنخرج والله عمر يعني. هو كابتن لا كان يعني في سوشيال ميديا ولا كان في علامه، في بقى الكلام ده خالص. تخيل حضرتك، انا بقارن ما بين فعلا، يمكن بسمع كتير من نجوم النادي الاهلي يقولوا لي احنا في التعادل ما كناش بنخرج. شتان الفارق ما بين الوقت اللي حضرتك كنت بتلعب فيه والوقت الحالي. الوقت الحالي المفروض ان السوشيال ميديا اكتر والاعلام اكتر، وبالتالي المباريات الاهلي يا كابتن متشافه في كل حته، على الاس فيسبوك، على الانستجرام، على كل حاجه. فازاي يا كابتن كنت يعني فعلا في التعادل ما كنتوش بتنزلوا، وازاي كنتوا يعني بتتعاملوا في المواقف دي؟ وعايز اسال حضرتك او توجه رساله للعيبه الصغيره، اللعيبه اللي لسه جايه النادي الاهلي، تطلب منها ايه او ايه اللي حضرتك تقوله لهم خلال الفتره اللي جايه؟ بص يعني انت عندك واحد هيكون ضيف بعدي على طول، كابتن شريف عبد النعيم، كابتن مصر طبعا، ترافولتا مصر، واحد من اللعيبه الجامده جدا اللي جت في تاريخ النادي الاهلي هيبقى موجود. اكيد مر زي بنفس الظروف، مروا كلهم مروا، بس زي ما قلت لك في لعيبه كبار تقدر تقف وتقدر تصحح المسار، بيقفوا بيتكاتفوا. حتى لو انا لعيب كبير
نجم وكل حاجه، بس لا لازم احتضن لعيب صغير يبقى جنبي، يخرج معايا، يجي معايا، يروح معايا، ينزل معايا، اعيشه في الاجواء الضغط بتاع النادي الاهلي في كل حاجه. يعني في الفرح طبعا اكيد دايما هيبقى هو طبعا، ما انت مصوب تنزل الشارع بتبقى عارف لو حد سلم عليك بتبقى فرحان، الناس بتبقى ماشيه عارفاك كويس. في الحزن كمان لازم تبقى قد المسؤوليه، يعني لازم تواجه الناس، لازم عندك شخصيه. ما هي دي اللي انا بقولك عليه، في ناس مع الخساره بتهرب وبتقفل تليفوناتها وبتهرب وبتبقى خايفه. لا انت ما تخافش، انت النادي اللي عودنا على كده، ما تخافش نواجه. ما انت يعني طبعا لازم تواجه ولازم تبقى قد المسؤوليه، عشان بقول لك لازم تبقى قد المسؤوليه، لازم عندك شخصيه. فاللعيبه الصغيره دي لازم عشان تبقى تلعب في الفريق اول وتستاهل انها تبقى موجوده في النادي الاهلي، يبقى عندها شخصيه النادي الاهلي، اللي هو خلاص انا اتعلمت ان انا اتغلبت الماتش اللي فات، لا المكره الماتش الجاي هتلاقيني واحد تاني في ثانيه الم نفسي بسرعه، لان انا لو سبت نفسي يا عمر الموضوع يعني صح. بيوسع، وده مش في النادي الاهلي، مش هينفع. في لعيبه كتير جدا 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 لعبت في النادي الاهلي، في لعيبه علمت مع الناس كلها، مع الجماهير ومع الاعلام ومع كل حاجه، في لعيبه ما يعني ما تقالش اسمها لان هي جت زياره، هي كان جاي فرحان ان هو في النادي الاهلي وبعد كده في الاخر مشي ما عملش اي تاريخ ولا عمل اي صح. انجازات. فانا مش عايز انا عايز اللعيبه اللي تيجي النادي الاهلي كلها، وهو كلها الحمد لله محترمين وقد المسؤوليه، يبقى فعلا عندهم شخصيه النادي الاهلي، يعرف النادي الاهلي ما بيتغلبش في اي لحظه، يعرف النادي الاهلي بيكسب لاخر لحظه، صح، بيلعب على المنافسه في اخر لحظه. النهارده في فرق 8 بونت لو هنفترض كده، لا لسه بدري جدا، لسه عندك عدد مباريات كتير جدا جدا جدا، انت عندك ماتشين بس مع الزمالك ب6 بونت، تقدر النهارده لو انت قادر انك تكسب الماتشين دول هتكسبهم، مفيش اي مشكله خالص خالص، لان ماتشات الاهلي والزمالك تعرف ملهاش مقاييس يعني طبعا. فهو النهارده يبقى عندك حافز النهارده ان انت عندك ماتشين مع المنافس خلاص، بعد كده هيبقى في 2 بونت طبعا قريبه، الدنيا قريبه لسه مش بعيده. ما اقدرش اجزم لك ان النهارده النادي الاهلي راح منه الدوري، ما ينفعش، ما لان في بالحسابات كلها لسه فاضل 17 ماتش او اكتر، 18 او 20 ماتش حاجه كده، فانت لسه بتتكلم في راوند كبير جدا جدا جدا، ولسه مشوار طويل قوي، احنا من هنا لغايه شهر 8 يعني لسه مشوار كبير قوي يعني. طيب دي كانت رساله حضرتك للعيبه الصغيره او اللعيبه اللي لسه جايه جديده على النادي الاهلي. طيب رساله حضرتك للجمهور، وايه اللي مطلوب من الجمهور خلال الفتره اللي جايه؟ التكاتف تاني، يبقى ورا الفرقه، يعني ما انا برضو زي ما بتنصح الجمهور وزي ما بتنصح اللعيبه وبتوجه رساله، هي مش نصيحه، لان كل واحد واعي كويس قوي بالنادي الاهلي، واعي بفرقته وواعي بنفسه يعني. فلكن انت النهارده اكيد محتاج النهارده جمهورك يبقى موجود في الملعب بشكل طبعًا. كبير. مش عايز اروح الملعب عشان يبقى فيه الفاظ لحد تاني او خارجه، انا عايز اشجع فرقتي، ده اللي اتعودت عليه، انا اروح اشجع فرقتي بنبسط. النهارده المنافس بقى عنده جماهير بتروح، عشان المكسب هو اللي مخليهم يبقى فيه جماهير، لا النادي الاهلي اساس المكسب، اساس كل حاجه، لازم النهارده يبقى الجمهور رايح عارف ان انا رايح للنادي الاهلي. لكن انا ما ينفعش ابقى فاتح الملعب للناس تيجي ومحدش بيجي، ده 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 في حد ذاته يعني اتمناها الفتره الجايه ان يبقى في تكاتف من الجماهير، يبقى في لمه تاني، يبقى في عدد من الجماهير بيبقى موجود في الماتشات وبيبقى مع الفرقه وبيساندهم بقوه، لان هو ده النادي الاهلي بيلعب كده دايما تحت ضغط وبيلعب تحت ظروف عكسيه معاكسه دايما، فلازم النهارده يبقى في حد على الاقل بيبقى بيساعده، فاللي بيساعده ده رقم واحد هو الجمهور طبعا. طبعا يعني المباراه اللي جايه هتكون يوم الثلاث امام خصم قوي، خصم عنيد، هو فريق سموحه محترم. طب شايف حضرتك ازاي مباراه سموحه، وهنتكلم عليها كده فنيا من وجهه نظر كابتن هشام حنفي؟ مباراه بص هقول حاجه، سموحه بيمر بظروف صعبه جدا جدا الفتره اللي فاتت، تمام، فاكيد الجهاز الفني عارف، واكيد اللعيبه كلها شايفه وبتتفرج، لان احنا كلنا لعيبه كوره بنخلص ماتش او بنخلص تمرين بنرجع لو في ماتشات في الدوري تتابعها بتتفرج عليها، عشان تبقى عارف انت هتلعب مع مين الماتش اللي جاي، او هتبقى انت في المكان ده عايز منه ايه، انت عايز تبقى ايه في الماتش ده، عايز تعدي ولا تقف ولا تباصي ولا تشوط، ولا انت في الماتش ده لما يجي يطلب منك انك تلعب بغض النظر مين اللي هيلعب، انت المفروض دورك ايه في الملعب. انا بحس ان يعني ان الناس بتتفاجئ ان انا بلعب، يعني الناس بتتفاجئ انها بتلعب، لا لازم تبقى محضر، التحضير ده مهم. هو ليه بتحضر قبل الماتش؟ ليه المدرب النهارده بيديلك تمارين وشغل وبيجهزك نفسيا ومعنويا مستعد؟ عشان تبقى مستعد للماتش نفسه. صح، انا بحس ان اللعيبه بتنزل الماتش النهارده يعني اتفاجئت انها في تشكيل او اتفاجئت انها تلعب، لا مش محضر، وده مش غلط، متوقع مش متوقع، وده غلط جدا، لان انا النهارده لازم محضر كل حاجه وابقى عارف ان انا نازل مضغوط النهارده، يعني مضغوط ان انا خسران ومضغوط ان انا لازم اكسب، يبقى انا لازم يبقى عندي شخصيه في الملعب. عشان بقول لك شخصيه لعيبه النادي الاهلي، وبكررها لك مره ومليون، ان شخصيه النادي الاهلي مختلفه عن اي حد، مختلفه تماما عن اي حد. فالنهارده لازم يبقى كل اللعيبه محضره،
في ماتش سموحه. زي ما قلت لك سموحه بيمر بازمه يعني كبيره، سموحه كان ماشي كويس قوي، تغيير جهاز فني، كابتن طارق يحيى حظه وحش قوي مع فريق سموحه بصراحه، عامل شغل كويس قوي ولكن الظروف معاكسه برده معاه جدا جدا. كانت وحشه في التروجيت ايضا. اه انا بقول لك هو حظه، هو حظه السنه دي كان وحش كابتن طارق يحيى، هو من المدربين المحترمين يعني مدرب كويس جدا يعني، فهو حظه. لكن هو في سموحه فرقه كوره، سموحه عنده بدل البديل اثنين وثلاثه، فعندهم فرقه كوره، ولكن لا مش هو ده سموحه. انا مش عايز بقى اتفاجئ في المباراه ان سموحه يبقى فايق عليا، ما انا مش عايز اتفاجئ ان هم جايين يبقى ماتش الاهلي طبعا بالنسبه لهم هو الشو، هو الماتش الاهلي حضرتك. وطبعا التصيد كله في ماتشات الاهلي، فانا النهارده هيجي بقى في ماتش الاهلي هتلاقي كوره تانية وهتلاقي اداء مختلف. استنى يا كابتن ماتش الاهلي من السنه للسنه طبعا ده هتلاقي تمرين مختلف وهتلاقي وروح كل حاجه وروح مختلفه ومكافئات كل حاجه تطلع في الماتش اللي اي فريق بيلعب فيه الاهلي يا كابتن. ده يعني واحنا صغيرين متعودين كده، حتى الناشئ هو بيلعب مع اي فرقه، اي فرقه بتيجي تلعب مع النادي الاهلي خلاص هو ده بالنسبه له الماتش الشو بالنسبه له، الماتش اللي هو اللي هينقله نقله تانية. فبالتالي لازم النهارده ابقى انا عارف اوكس ان انا رايح بلعب مع فرقه ظروفها وحشه لكن هي فرقه كويسه، فرقه محترمه، فرقه يعني مش سهل انها تتغلب. فكل ده لازم يبقى في اذهان اللعيبه كلها وهي رايحه. طبعا اكيد الجهاز الفني بيشتغل شغل، طبعا انا عارف ومتاكد ان هو محطوط تحت ضغط هو كمان، لكن اكيد في شغل اكيد واضح، وان شاء الله هيبقى واضح اكتر في مباراه سموحه. طيب حضرتك الوقت اصلا لاعب النادي الاهلي ما بيروحش بيته، يعني هيخلص خلص ماتش بيراميدز بيستعد علشان مباراه سموحه، هيخلص سموحه يوم الثلاث عنده مباراه يوم الجمعه في افريقيا ضد فيتا كلوب. هل حضرتك شايف ان ضيق الوقت ما بين مباراه سموحه ومباراه فيتا كلوب في افريقيا ممكن ياثر على الفريق، ولا الجهاز الفني حاطط في حساباته واعتباراته ان التمرين والحصص التدريبيه وكل الاستعدادات ان هو يكون عامل خطه فنيه استشفائيه خاصه باللعيبه علشان اللقاءين ما ياثروش على بعض؟ ما هي انت بتتكلم الماتش الفيتا كلوب تقريبا يوم 15 يوم، لا يوم الجمعه، يوم الجمعه ثلاث وجمعه على طول. اه ثلاث وجمعه يعني طبعا اكيد ما هو كل ده ضغط عليك. ما انا بقول لك هو مشكله ان الدوري مضغوط قوي، وان البطولات عدد البطولات اللي النادي الاهلي شارك فيها السنه دي كتير جدا. انت خرجت من البطوله على افريقيا، على بطوله عربيه، على كاس، على دوري، عمال خريطه انت عمال تروح هنا صح. لهنا لتسافر هنا وترجع، الدنيا متلخبطه لان النادي الاهلي زي ما قلت لك هو الوحيد اللي كمل لغايه فاينل افريقيا يعني. فعشان كده كان عنده ضيق الوقت، ده هو ده اللي فرق معايا. فالنهارده الماتشات كلها اتحطت في توقيت بقى قريب قوي قوي، فالدنيا قصيره يعني، الدنيا قصيره جدا. بعد الجمعه عندك الجمعه اللي بعديها على طول عندك افريقيا برضو هناك هناك في الجزائر شباب الثوره. عشان كده بقول لك هو ضيق الوقت ده هو اللي فارق جدا. فعشان كده بقول لك رقم واحد انا يعني زي ما قلت لك بطالب بيه بقى مجلس اداره النادي الاهلي طبعا برئاسه طبعا الاسطوره كابتن محمود الخطيب، ان لازم يبقى في حاجه جهاز استشفاء اللي هو جهاز التلج ده لازم يبقى موجود، لازم يبقى موجود في قطاع الناشئين، ويبقى مكتوب موجود فين في النادي الاهلي فوق. اللعيبه كلها محتاجه الاستشفاء على طول، وده محطوط في البلان ان هو يبقى موجود. كنت عايز اقطع حضرتك بس هو محطوط، فعلا بقول لك هو محطوط في الخطه اللي جايه انه يبقى موجود. انا يعني محتاجه بسرعه لان انت النهارده اديك شايف عدد اللعيبه اللي بتتصاب بشكل كبير جدا جدا، والجهاز ده مهم جدا 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 للنادي الاهلي لان النادي الاهلي بيلعب في بطولات كتير. فعشان كده النهارده انا عارف ومتاكد ان الكابتن الخطيب لا يمكن يبخل عن اي حاجه تخص كره القدم، انا عارف يعني. طيب يعني يا كابتن ايضا عايز اسال حضرتك، طبعا يعني عايز اقول ان اللعيبه هتكون في معسكر من مباراه سموحه من الثلاث الجمعه، ما انا عارف معسكر مغلق لحد مباراه يوم الجمعه. صح هتعمل ايه؟ ما تقدرش ترجع تاني وتسافر عشان اللقاءين هيكونوا على ملعب الجيش. هو يا دوبك انت هتلعب الثلاث يا عمر، هتاخد استشفاء الاربع، هتمرن خميس خفيف، هتبقى الجمعه المباراه، فما تقدرش يعني الامور ضيقه جدا جدا يعني. طيب عايز اسال حضرتك على النظام بطوله افريقيا الجديده، هل حضرتك شايف ان ده ممكن يظبط الامور الى حد ما بدايه من الموسم المقبل؟ حضرتك كنت بتلعب بطوله افريقيا كانت بتخلص في شهر نوفمبر او في شهر اكتوبر، دلوقتي خلاص الاتحاد الافريقي عايز يخليها زي دوري ابطال افريقيا، زي دوري ابطال اوروبا اسف، تبدا في شهر سبتمبر وتخلص في شهر مايو او اوائل يونيو، وبالتالي ان انت عندك كل شهر بالظبط ان هي تبقى بطوله منظمه مع الدوري المحلي، وفي نفس الوقت البطوله تلعب في كل شهر على الاقل مباراتين. هل حضرتك شايف ان النظام الجديد لدوري ابطال افريقيا هل هو ده النظام الانسب مع صعوبه الطيران اللي موجود داخل القاره مع جدول دوري طويل خلال الموسم؟ بص النظام في كل حاجه بيبقى كويس جدا طبعا بصراحه، يعني انت بتبقى مرتاح، ولكن في النهايه برضو هيبقى فيه ضغط لان انت في النهايه هيبقى فيه ارتباطات صح. دوليه. هل انت هتبقى عندك التنسيق ده؟ هل انت هتقدر كاتحاد كوره يقدر ينسق لك جدول منتظم من اول الدوري
لغايه اخره، ومن خلاله في ماتشات للمنتخب وفي ماتشات للانديه اللي هتلعب في افريقيا. هل كل ده هيبقى من خلال الخريطه اللي محطوطه من شهر 9 لغايه شهر 6 او لغايه شهر 5؟ هل ده هيبقى موجود ولا في ناس بقى وتطلع انا مش هلعب لما النادي الاهلي يلعب ماتشاته، اصل انا مش هلعب اللي انا مش عارف ايه، هنقعد نرجع بقى ونعيط يعني صح. بكلمك بجد، هل النظام ده هيمشي؟ لو هيمشي يبقى انت كده صح، انت كده بتقلد، مش بتقلد، انت كده بتوصل للناس اللي هي المفروض انت توصلها من زمان قوي في اوروبا، ولكن مع الفارق طبعا الامكانيات، بس كده بدات توصل، لكن انت مش هتوصل طول عمرك لان مش هيبقى في نظام، انت ما تعودتش على النظام في مصر للاسف. يعني للاسف هو النادي الاهلي دايما بيعودك على النظام، وللاسف المسؤولين عن الكوره نفسهم ما عندهمش نظام، دايما بتلاقي حجج، دايما بتلاقي تاجيلات، دايما بتلاقي مش عارف ايه، والله يكون في عون الناس اللي هي بتحط يعني ما انا النهارده انا طلبت اجل، فده طلب ياجل، فده مش عارف ايه، فده عبال ما يحط هنا ينسق الجدول للفرقه ديت وينسق للفرقه دي، فالفرقه الثانيه تيجي تقول لك لا انا مش هلعب ده، فالموضوع صعب جدا. فانت النهارده لو انت عندك نظام من الاول عمر، اعتقد ان ده هيبقى ده الانسب اكيد بالنسبه لنا. يعني طيب انا اسالك سؤال، بما ان حضرتك واحد من صناع القرار او واحد من الناس اللي موجوده في اكبر قطاع من قطاعات الناشئين اللي موجودين في مصر والنادي الاهلي، المسؤولين عن كره القدم في مصر هل هم ينظموا البطوله ولا يطوروا البطوله؟ ايه اللي مطلوب منهم؟ علشان في فرق كبير جدا ما بين تنظيم البطوله، وده امر عادي جدا واي حد هيبقى موجود هينظم، ولا حضرتك شايف ان هم لازم يطوروا من البطوله بشكل عام؟ عندك ثلاث حاجات، التنظيم والتطوير والقانون. في قانون للعبه، القانون ده في ايد اتحاد الكوره، مش في ايد انا كنادي اهلي، ولا في ايد نادي الزمالك، ولا في ايد نادي اي المصري الاتحاد ايا كان مين، مش في ايدي، مش انا اللي احط القرار ولا احط القانون. تمام، انت النهارده بتعمل حسابات، الحسابات دي بتبقى موجوده، خلينا نتفق عليها انها موجوده، يعني هو وانا متاكد هتفضل موجوده على طول. فانت النهارده عايز تطور، يبقى لازم تمشي على الاثنين دول، النظام والقانون، على الكل، على الكل، على الكل، عشان تقدر يعني هتقدر تصنع حاجه، هتقدر تبرز الدوري بشكل تاني، بشكل مختلف، بقوانين انت ما عندكش الحاجات دي. انت النهارده هل النهارده لعيبه بتتأيد يوم جمعه؟ طب والتيام ماس اللي احنا سمعنا عليه؟ هنسمع بقى حاجات كتير. طب والاستقاله لرئيس منطقه بني سويف لكره القدم، الاستقال يعني يا كابتن كلام متضارب، يعني احنا مش عارفين الحقيقه فين، مش عارفين مين صح ومين غلط، وده يعني نرجع للنقطتين اللي حضرتك بتتكلم فيهم، النظام والقانون. مش موجود، مفيش، مش موجود يا عمر بجد، مش موجود. انت النهارده زي ما بقول لك كل حاجه متاحه، وعلى فكره ويمكن... انت مش لعيب واحد اللي اتأيد، بتقول اتنين لعيب. ما اتنين طبعا، بغض النظر ماشي، يعني النهارده انت بتقدر تعمل قرارات وبتقدر تدي مساحات للناس تعمل اي حاجه، وبالذات يوم عطله، انا بتكلم عشان هو يوم عطله يعني يوم اجازه، فدي علامات استفهام بالنسبه لي يعني. لكن في النهايه لازم يبقى في قانون للناس كلها، في التزام بقى، وما نقعدش كل مره نقول اصل ده طلب، اصل طب معلش اصل الموسم ده استثنائي، اصل القيد ده استثنائي، ما كل مره كده، الموسم ده يا جماعه استثنائي، اصل الموسم ده القيد فيه استثنائي، فمعلش المره الجايه، المره اللي بعديها، طب قايمه 25 لا قايمه 30، لا الدوري مجموعه لا الدوري يعني انت عندك بقهوه شخصيه بيدار كل حاجه او بالمصالح، هي دي المشكله. ولما تيجي تسال الناس يقول لك اصل النادي الاهلي ساعات بيرجع في قراره، فاحنا مش هنرجع في قرارنا؟ طب ماشي خلاص، مالكش دعوه بالنادي الاهلي، يعني ما تجيبش سيره النادي الاهلي، خليك انت انت المسؤول عن اللعبه، خليك انت اعمل لنا اطار نمشي عليه او كل الناس تمشي عليه بس. فلو انت عندك طبعا التطوير ده لازم، مهم جدا، انا مش شايف اي تطوير بصراحه، انا مش شايف اي تطوير يعني للاسف، يعني ما انا اتمنى ان يبقى في تطوير الفتره اللي جايه، يعني انا اتمنى يبقى في تطوير وفي شغل وفي حاجات كتير جدا جدا. يعني انا عارف، انا كنت قاعد مع كابتن ربيع من 4 ايام، كان عنده مباراه في منتخب مصر وكان عنده معسكر، وقعدت معاه واتكلم وشرح لي حاجات كتير جدا جدا، لان احنا عندنا لعيبه بنتابعها انا وكابتن فتحي مبروك، كابتن فتحي مبروك واخدني معاه في كل حاجه، بيساعدني بشكل كبير جدا. فروحنا اتفرجنا على المباراه، فكلمت مع كابتن عشان التطوير وعشان الاداء وعشان كل حاجه، الراجل بيتعب جدا يعني عشان يحط برنامج الناس تمشي عليه وتوافق له، هم مشكورا بيوافقوا له، بس لازم تساعدوه بقى، يعني تساعدوه اكتر من كده، صدقني جيل 2001 ده هيبقى احسن جيل في مصر ان شاء الله اللي جايه، بكلمك بجد ان شاء الله، لعيبه من اهم اللعيبه اللي موجوده على مستوى القطاعات كلها في مصر،
خلي بالك وهتشوف وهفكرك ان اللعيبه دي من احسن اللعيبه اللي هتيجي في مصر الفتره اللي جايه، مستقبل النادي، مستقبل طبعا النادي الاهلي ومستقبل مصر اللي جاي الفتره اللي جايه. طيب يعني هقفل مع حضرتك ملف الدوري مؤقتا وهنروح لملف التحكيم. وقبل بس اسال حضرتك على التحكيم ورايك في التحكيم بشكل عام في الدوري وبشكل خاص في مباراه الاهلي وبيراميدز، هنروح لتقرير مع نقادنا الرياضيين ونسألهم في ملف التحكيم ونرجع نكمل لقائنا الممتع جدا مع كابتن مصر والنادي الأهلي كابتن هشام حنفي. التحكيم يعني في مشكلات مستمرة من السنة اللي فاتت، في أزمات لسه ما تمش حلها، في بعض العيوب الفنية من اللجنة الفنية اللي بتستخدم المديرين اللي بتستخدم الحكام. بمعنى يعني انت المفروض انت لما تيجي تختار حكم لازم الحكم ده ما ينفعش تخليه يحكم مثلا اسبوعين متتاليين ونفس فريق واحد. حصلت في الدوري السنه دي كذا مره بس مش كتيره زي ما يعني زي ما ناس قالت، حصلت كذا مره. المفروض اللجنه الفنيه تراعي ده، يعني في مثلا محمود البنا حكم ماتشين في اسبوع واحد، يعني ماتش مؤجل كان الاسبوع السادس على ما اظن كان بتروجيت، وحكم ماتش تاني في نفس الاسبوع لما كان متاجله في نفس الاسبوع. يعني محمود البنا حكم ماتشين في اسبوع واحد في جوله واحده، ده يدل على ان اللجنه الفنيه مش شايفه شغلها كويس. المفروض اللجنه الفنيه تشوف شغلها كويس، تدي كل واحد على قدر على قدر جهده وعلى قدر تمكنه. يعني ما ينفعش مثلا ابص في الجدول الاقي واحد واخد 11 مباراه مثلا محمد عادل وكمان جهاد جريش، في اكتر من حكم واخدين 10 11 مباراه و12 مباراه وحكم واخد مباراه مباراتين ثلاث مباريات. لا، شغل كل حكام عشان ما تعملش مشاكل، عشان ما تقولش ان حكم ده ملاك النادي الفلاني وملاك النادي الفلاني. لما الاقي قائمه دوليه ما فيهاش محمد الحنفي اللي هو حكم ماتش اهلي والزمالك لجنه الحكام، يبقى في حاجه غلط. لما الاقي واحد زي محمد الصباحي حكم السنه اللي فاتت 18 مباراه والسنه دي في حكام حكمت 11 او السنه اللي فاتت حكمت 11 مباراه ومش وهو مش موجود وهم موجودين، يبقى في حاجه غلط. لما الاقي ابراهيم نور الدين بكل هذا الكم من الاخطاء التحكيميه وفي النهايه هو موجود في القائمه، يبقى في حاجه غلط. اذا احنا قدام مجموعه من الاخطاء المتراكمه وما تعرفش مين السبب فيها. مره نقول اصل كان جمال الغندور مش قادر يدير اللجنه، ومره نقول اصل رضا البلتاجي مش قادر يدير اللجنه، ومره نقول اصل عصام فتحي مش قادر يدير اللجنه. طب ما نجيب طاقم اجنبي بقى يدير لجنه الحكام، طالما احنا حتى احنا في الماتشات العاديه بقى بنحتاج في كل ماتشات بيراميدز طاقم حكام عرب، وقلنا ده بروتوكول وضحكنا على الناس. لا، التحكيم المصري محتاج وقفه، والوقفه دي مش هتبقى من لجنه الحكام ولا هتبقى من اي من الطاقم اللي موجوده حاليا. انت محتاج تغير جلدك او تنسف حمامك القديم، محتاج حد من بره يدير اللجنه دي، حتى لو نجم كوره كبير سابق. على فكره من الموضوع مش محتاج خالص ان انت تكون رجل فني بشكل واضح، لا، ممكن تدي دورات ومحاضرات ويكون في حد له سطوه وله اسم كبير يدير اللجنه. هي المشكله ان احنا بس يعني ايه بنحط عينينا عليه اكتر من اللازم، ولو ركزنا شويه مع اللي بيحصل في الدوريات الاوروبيه هنعرف ان التحكيم بتاعنا بخير. مهما تكن هناك اخطاء في النهايه، لا، هو التحكيم بتاعنا بخير، وبدليل ان معظم حكامنا بيحكموا في كل المباريات الافريقيه وبينتجوا من الاتحاد الافريقي. لو انا عايز استحب الحكام العرب اهلا وسهلا، لكن اكثر على دوله معينه لا، صعب وما ينفعش، لان انا في النهايه هقرر الاسماء، او على الاقل ممكن حكم تونسي يجي لي مرتين. طب ما خلاص بقى مننا وعلينا، ما عايز التجربه اهلا وسهلا بيها، بس هات بقى من السودان، هات من تونس، هات من الجزائر، هات من المغرب، هات من اي دوله عربيه، واحنا ما شاء الله اكتر من دوله عربيه. يعني للاسف احنا التحكيم في مصر السنه دي بيمر بمرحله يعني انعدام وزن بسبب الضغوط اللي بتتعرض ليها الحكام، سواء من الانديه او من لجنه الحكام نفسها برئاسه الكابتن عصام فتاح. كنا متوسمين خير ان في بدايه الموسم بعد ما عملوا فتره اعداد كويسه في بورسعيد ان هنلاقي في اكتشاف مواهب جديده للحكام، التحكيم هيبقى فيه دعم، هيبقى فيه اصرار على ان انت تساند الحكم المصري، لكن فوجئنا ان مع اول هزه ان بدات الامور في اتحاد الكوره تبقى فيها انقسامات، وكابتن عصام نفسه بيهدد باستقالته بالفتره الاخرى، فبدا يحصل حصل فجوه ما بينه وبين الحكام ان رئيس اللجنه اللي المفروض يدافع عني بيهدد بالاستقاله كل شويه، فمش لاقي حد يدافع عني، فبقى ست سهل بالنسبه للانديه، فبدا يتعرض الحكام لضغوط قبل كل مباراه وبالذات المباريات الجماهيريه، فده بقى يسبب عليهم لود جامد جدا، فعشان كده بدات تاثر سواء قراراتهم داخل الملعب او من خلال لجنه الحكام ان هي مش قادره تاخد قرارات تجيب حق الحكام ان انت تعيد له هيبته تاني، ان انت الحكم ده اهم عنصر في اللعبه، لكن انت في مصر للاسف مش مدينه حقه ودايما بيتعرض لنقطات في الفتره الاخيره بشكل يعني انا صعبان على الحكام والله.
لسه مكملين مع الكابتن هشام حنفي. سمعنا تقرير مع النقاد الرياضيين عن رايهم في التحكيم. زي ما حضراتكم سمعتم وتابعتم في مشكله، في مشكله كبيره في ملف التحكيم. مش بس الجمهور اللي بيشتكي، ده النقاد الصحفيين ولاعبي كره القدم، وزي ما سمعنا الاساتذه الكبار الاستاذ محمد سيف والاستاذ عبد المنعم فهمي وايضا الاستاذ احمد جلال والاستاذ محمد الذكر على ان في مشكله في التحكيم. عشان كده هسال الكابتن هشام واعرف منه، هل بتؤيد يا كابتن الكلام اللي حضرتك سمعته ان في فعلا مشكله في التحكيم، ولا الامر مختلف من وجهه نظر لاعب كره قدم زي حضرتك؟ لا مش هختلف عن النقاد طبعا، اكيد يعني المشكله واضحه. كابتن ناس محترمه جدا وناس يعني كبار جدا، ويمكن يعني استاذ محمد سيف يعني انا بحبه جدا على مستوى شخصي طبعا، يعني قلم محترم جدا وقلم واضح دايما في كتاباته ودايما في ارائه. فلا يعني كلهم مجمعين على ان في يعني مش هقول يعني انحدار، ولكن في هزه في التحكيم المصري شويه، وفي التحكيم عموما الماتشات صعبه عليهم قوي. انا بحس انها ماتشات صعبه جدا عليهم، بحس اوقات ان في اوقات بيبقوا مش عايز اقول موجهين، يعني صعبه جدا، صعبه قوي، صعبه اقولها يعني بصراحه، انا مش قادر اقولها، بس مش قد المسؤوليه، خلينا نقول ان مش قد المسؤوليه في اداره المباريات يعني. لا والمشكله كمان بقى في ايه، لما تكون انت مش قد المسؤوليه ممكن يبقى عندك مثلا ايه اعذار فنيه، مثلا مش فت، مش جاهز، مش مركز، كل الحاجات دي وارد جدا في الماتش، وارد جدا جدا يعني. ما يبقاش بقى انت اصلا يعني يعني دون المستوى، وتيجي كمان بقى ايه في الملعب تلاقيه بقى بتزعل اللعيبه بقى بطريقه وحشه، وتلاقيه مش عارف يعمل لك ايه، يخلق جو من العصبيه في المباراه اصلا ملوش اي لازمه، يعني ملوش اي لازمه. فيوتر لك الجيم، يوتر لك اللعيبه، يتخلي اللعيبه يجي يتمنظر لك على 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 مدير فني، يجي يتمنظر لك على مدير كوره، يجي يعمل مشكله من لا مشكله. ده هو اصلا اساس المشكله اساسا هو انت، يعني هو انت، فده رقم واحد. فانت النهارده انت المفروض زي اللعيب، لو هو مش يومك اعترف ان هو مش يومك، لكن ما تكبرش. الحكم حكم، واللاين مان لاين مان، والمدرب مدرب، وكل اعمل اللي انت عايزه، خد قراراتك. على فكره انا ممكن اجي عمر دلوقتي ازعق لك وانا بضحك، صح، وممكن ازعق لك وانا يلا عايز اوري الناس ان انا جامد، وانت اصلا مش جامد ولا حاجه. ما خلي بالك يعني في حكام كتير جدا بيجي لك بيبقى باين لك ان هو في توه، وان هو عايز يبين لك ان انا قوي، وانت اصلا من فوق لو واحد شخط فيك هتعمل كده، وهتحسب له اللي جايه بعد كده ضربه جزاء. ده في ماتشات اتحكم يعني 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 في لعيبه بقت تروح تتحايل على الحكم في ضربات جزاء، تمام؟ بتبقى كلها خطا يعني، بس عارف الاصرار انك تاخد ضربه جزاء واصرار انك عايز تاخد حاجه، فاهم؟ ما ده بيعمل توتر على الحكم مع الجماهير، كل ده بيعمل توتر. فهتلاقي في لعبه مشكوك فيها هيحسبها لك وهو مغمض، هيحسبها لك وهو مغمض. ليه؟ لان هو اتاثر بالناس. فده لا، في هزه في على مستوى التحكيم، في انفير بقى، في انفير، في فرق بقى بين هزه وفي انفير. انفير بقى اللي هو ان انا ابدا مسابقه بخمس حكام والعب ماتشات بثلاث حكام وابدا يعني كل الحاجات دي يا جماعه معلش يعني هو انا مش فاهمها. عشان كده بقول لك القانون، قانون اللعبه يمشي على الكل. ما ينفعش جماهير النادي الاهلي تتمنع من الحضور عشان مباراه بيراميدز، عشان ايا كان ايه اللي هيحصل فيها، بغض النظر انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه باي حاجه ثانيه. ما تربطليش علاقات، انا مش بربط، انا بلعب مباراه كوره قدم ما بين الاهلي وبيراميدز بس. مش كان يا كابتن ممكن يتخذ قرار ان اعضاء النادي الاهلي فقط هم اللي ممكن يكون ليهم حق الحضور مثلا؟ يعني لو هنتكلم على ان الجمهور عايزين يخلي جمهور موجود، لكن جمهور من فئه معينه اللي هو فئه الاعضاء، هل حضرتك شايف انك ممكن يتخذ قرار زي كده، ولا قالوا نريح نفسنا خالص؟ هو ليه نريح نفسنا خالص؟ عشان ما نحطش نفسنا في قيل وقال. ما ليه؟ ما هو يبقى ده كده ضعف من المسابقه وضعف من المسؤولين ان هم ياخدوا القرار دوت. انا بالنسبه لي في اتحاد الكوره، طبعا انا بتكلم على اتحاد الكوره اللي هو المسؤول عن اللعبه، تمام، مش دعوه باي حد تاني يعني. طبعا ان انت النهارده لا، لازم عندك شخصيه، معلش النهارده لازم عندك قرار. انت المسابقه النهارده بالجمهور ولا بدون جمهور؟ قول لنا بس، هو ده الاهم. بدون جمهور خلاص على عيني وعلى راسي، يبقى اعضاء جمعيه عموميه او مجلس اداره، خلاص شكرا. لكن ما يبقاش انا في ماتش مهم ابقى انا عايز جمهور، ما ينفعش يبقى موجود. طب هل النهارده مباراه الزمالك وبيراميدز تحديدا هتبقى بجمهور ولا بدون جمهور؟ بجمهور اكيد. طب هو ايه الفرق؟ بس هتكون في يعني سباب مثلا حصل، او في اغاني، او في حاجه
بس حضرتك اتكلمت يا كابتن في نقطه مهمه في الاول، قلت انا بطلب من جمهور الاهلي ان هو دايما يكون طبعًا موجود ويشجع فريقه فقط. بالظبط تمام. احنا يا كابتن بنتكلم في حق الجمهور ان هو يكون موجود، لكن ضد اي اساءات، ضد اي اساءات، عشان بس ايه نوضح علشان الناس ما تخلطش الامور، عشان ممكن ما يكونش حد سامع من اول حلقه. لا 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 طبعا ده اكيد انا مش بدخل الجمهور عشان يشتم. بالزبط. لا 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 لازم النهارده جمهور النادي الاهلي، بص زي ما النادي الاهلي كبير فجمهور النادي الاهلي يبقى كبير. صح ده لازم. انت النهارده بتروح بتشجع فريقك بس، ماليش دعوه بحد، انا والله ما ليا دعوه بحد. الناس الثانيه هي اللي بتبقى فرحانه وهي اللي مش مصدقه انها بتلعب مع النادي الاهلي. صح. لكن فانا لا انا كبير، فهو لازم جمهور الاهلي يروح، اللي محضر اغنيه، اللي عايز ينبسط، اللي عايز يتفرج على المباراه من الاستاد، لكن لازم يبقى فيه مسانده، لازم، ملاش علاقه خالص باي حاجه تانية. لكن انا مش بقول ان الجمهور يدخل عشان يبقى فيه سباب ولا فيه اي حاجه تانية، لا لا لا، ده انا رفضه تماما، رفضه تماما، لان انا في النهايه انا عايز اساند فرقتي. هو ده اللي بتكلم فيه يا عمر. يعني رايك في حكم مباراه امس وبالاخص مباراه الاهلي وبيراميدز؟ يعني ما اعرفش، مش عادي يعني، عادي يعني. طب نقسمها كاشواط. الشوط يعني الاول رايك في حاجات لي وفي حاجات عليه، يعني في حاجات لي كويس قوي تتحسب له وفي حاجات عليه. ضربه يعني الجزاء، هل هي ضربه جزاء للنادي الاهلي اللي كانت في الشوط الثاني؟ بص في تلامس، لكن في حكام هنا في مصر بيحسبوها، يعني في حكام بيحسبوها بشكل كبير جدا. ده في ناس ده يعني في ناس يعني ابراهيم نور الدين في ماتش طلائع الجيش والنجوم المستقبل ثلاث ركلات جزاء ما حسبش غير اللي طلع الجيش بس، يعني هو حسب لنجوم المستقبل، مع ان نجوم المستقبل ليه ثلاثة حسب منهم واحده. للفريق طلع الجيش يعني مصطفى محمد راح بالكوره من على خط المرمى ولا حد، هو وقع ففتح الله ما جاش جنبه، وقع يعني عارف واحد بياخد غطس في حمام السباحه، هو حسب ضربه جزاء خلاص. فعشان كده بقول لك في تلامس بيحصل في حاجات وفي احتكاكات كتير. طبعا اكيد الناس الثانيه اللي هي هتقول لك عشان انت مش اهلاوي، بس الكابتن شناوي قال ضربه جزاء. ما انا بقول لك في تلامس فتتحسب ضربه جزاء، لكن هو شايفها غير كده، فاكيد يبقى هو عنده النهارده غلط في التمركز، بقى غلط في قرايه اللعبه، غلط مع ما فيش يعني كوميونيكيشن ما بينه وما بين اي حد، فكل الحاجات دي. طب اسالك سؤال تاني، هل يا كابتن ان احنا عشان في الدوري المصري متعودين ان اي لمسه ممكن الحكم يحسب ضربه جزاء، فبالنسبه لنا حاجه غريبه ان القرار زي ده ممكن ما يتحسبش في ضربه جزاء؟ عشان اتعودنا ان ضربه الجزاء بقت سهله. انت اتعودت على حاجتين، الزعيق زي ما قلت لك، الزعيق والهقص، عارف انت الناس الهجاصين اللي بيجروا على الحكم ومش عارف ايه وعاوز ضربه جزاء فيحسبوا لهم. لا بكلمكم والله بجد، مش هزار يعني، انت فاهم؟ ولا وبص عشان الناس بس ما تقولكش احنا في اتجاه معين، احنا خدنا في حاجات كتير جدا، احنا زمان بفرات وبتاع ومش عارف ايه بتمثل ساعات بتاخد ضربه جزاء عادي بتحصل، ما هي كوره، هي في النهايه كوره يعني. صح. وارد انك تقع في وقعه وعملت نفسك ميت فيها فتاخد ضربه جزاء عشان كده الفار يا كابتن بدا يطبق كمان علشان يلغي الموضوع ده، وده ما اعتقدش ان هو يطبق في مصر الفتره اللي جايه. التكلفه عاليه قوي يعني عشان الوقت طبعا بيجري يا كابتن هشام. عايز يعني ننتقل من ملف التحكيم، عشان ملف التحكيم ده لو اتكلمنا فيه هنتكلم فيه لحد الصبح. نروح بقى للقطاع الناشئين، وجود حضرتك كنائب رئيس قطاع الناشئين، عايزين نعرف بقى الاستراتيجيه اللي كابتن محمود الخطيب كان حاططها من بدايه الموسم، وعايز اعرف بقى تطعيم قطاع الناشئين للفريق الاول ازاي هيكون الفتره اللي جايه. اول حاجه لازم اشكر طبعا مجلس الاداره وكابتن محمود الخطيب طبعا على الثقه الغاليه والثقه الكبيره جدا جدا، الواحد الحمد لله يعني محطوط فيها دلوقتي، وان انا ابقى موجود مع كابتن فتحي مبروك طبعا اكيد ده حاجه كبيره جدا وشرف ليا ان اكون في الوقت ده وفي السن ده ان انا ابقى موجود في قطاع الناشئين في تايتل تاني يعني غير منصب كابتن منصب طبعا تاني. طبعا اكيد طبعا يعني. فده بناء كمان على طلب من كابتن فتحي مبروك، يعني لازم ادي له حقه ان هو طلب من مجلس الاداره وطلب من كابتن محمود الخطيب ان هشام حنفي يبقى موجود يعني، فدي حاجه انا بشكرهم طبعا عليها، ولازم يبقى انا ليا دور بقى، يعني لازم يبقى ليا دور عشان الثقه دي تبقى موجوده دايما في هشام حنفي. طبعا لازم يبقى ليك دور، لازم يبقى ليك بصمه، لازم يبقى ليك شغل، لازم يبقى ليك عمل انت تبقى بتطالب بيه، وطبعا من خلال طبعا اكيد كابتن فتحي مبروك. مفيش حاجه ما بعملش حاجه الا لما برجع له، ما بعملش حاجه الا لما يكون في نقاش ما بيننا، ما فيش يعني لازم يبقى يكون في تطوير، لان كابتن محمود عايز يطور المرحله دي كلها قطاع الناشئين بالكامل، لان انت دايما او دائما يعني وابدا ان تلاقي قطاع الناشئين ده بيفرغ لعيبه الفريق الاول، بيفرغ لعيبه على مستوى الدوري المصري كله. النهارده اختفت لان النادي الاهلي بقى يشتري على طول، انت عايز بطولات، عايز لعيبه جاهزه، عايز عايز عايز، فالنهارده بقيت بتشتري. لا احنا قررنا
مع طبعا مع كابتن محمود الخطيب طبعا هو اللي ليه الكلمه العليا ان هو المشرف على الكوره كلها. فقعدنا وكلمنا واتكلمت مع كابتن فتحي كتير جدا ان لازم يكون في تطوير في القطاع في حاجات كتير حاجات كتير جدا 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 ان شاء الله هتكون قريب جدا هيبقى فيها لينا فيها صوت ولينا فيها اكيد راي وندعم اكيد الفريق الاول باللعيبه. عندك لعيبه كتير معمول لها عقود اكتر من 20 لعيب معمول له عقود في قطاع الناشئين على المستوى من اول 2001 لغايه ال 99. عندك في 2001 اربع لعيبه, عندك في ال 2000 عندك اربع لعيبه, عندك في ال 99 عندك سبع لعيبه. فكل دول يعني كتير بقى مع اللعيبه طبعا اللي هم في 97 واللي موجودين مع كابتن عادل عبد الرحمن. فكل دول موجودين ان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون لهم دور مع الفريق الاول. انا ليا وجهه نظر وقلت لكابتن فتحي مبروك وهو بيأيدني فيها, يعني هو بيأيدني فيها ما بيرفضش يعني بصراحه. كابتن فتحي بصراحه الامانه يعني بيساعدني عايز ننجح يعني. فقلت له يا كابتن يعني انا نفسي الفريقين الكبار بس يتمرنوا في النادي الاهلي في مقترتش. نفسي يعني خدت السؤال مني ليه يا كابتن هشام؟ خدت السؤال مني يا كابتن عشان هو ده انا مخلص حضرتك يعني خلص السؤال علشان اسال حضرتك السؤال اللي احنا اجلناه لفقره الناشئين. هل في خطه الفتره القادمه ان يكون في اقامه بعض المباريات او بعض التدريبات في ملعب مختار التتش علشان تكون في فرصه كبيره لمستر لساتي ان هو يتفرج على فرق الناشئين في النادي الاهلي؟ بص يا عمر انا قلت لك احنا اتربينا كلنا في النادي الاهلي في الجزيره في التتش, فكان نسبه المشاهده بالنسبه لنا او انت طموحك عشان تلعب فريق اول ان المدير الفني يشوفك يبقى عارف ان في قطاع ناشئين. النهارده معلش مع احترامي يعني مع طبعا اكيد الزحمه والمشاوير البعيده دلوقتي والعربيات الكتير قوي في مصر والتوقيتات اللي الناس كلها بتخرج فيها, النهارده عشان الراجل يخلص تمرينه ويجي لك مدينه نصر يتفرج على ماتشات هيكون يعني الوقت خلص هيستقيل بعديها هيبقى صعب هلاك على الراجل بجد مش هزار. يعني هو لازم ما يروحش التمرين في النادي الاهلي عشان يجي يتفرج على قطاع الناشئين. بكلمك بجد فالامور بقت صعبه. انت زمان كنت الحظ كان معاك ان انت بتتمرن في قطاع الناشئين في النادي الاهلي, فانت الفريق الاول بيخلص الناس لعيبه الفريق الاول بتحب تقعد في النادي عشان كده بقول لك الفرق كبير جدا بين زمان ودلوقتي. صح يحبوا يتفرجوا عليك, يقعدوا يتفرجوا على ناشئ, يتفرجوا على تقسيمه, يتفرجوا على ماتش. فالراجل كان بيقعد يتابع. انت النهارده المتابعه دي انا شايفها من وجهه نظري مش موجوده, يعني مش موجوده بشكل قوي. النهارده لو الماتشات دي او الفرقتين اللي هم ال 97 وال 99 بيلعبوا في هناك انا اعتقد ان هيبقى في ليهم هم هيتحطوا تحت ضغط يا عمر. يعني اللعيبه نفسها هتقول لك بص انا عايز العب, انا خلاص قريب ابقى موجود, قريب ابقى مع هتفرج بقى على اللعيبه الكبار واكرامي احمد الشيخ وليد سليمان حسام عاشور. هو هيحس ان هو قريب منهم جدا لكن هو بعيد قوي, فهو بيتمرن وبيلعب ويقول لك انا استنى حظي. فده انا بقول لك انا قلتها لكابتن فتحي وهو بيحاول يتكلم مع كابتن محمود فيها ان هو يقرب اللعيبه دي تبقى موجوده هناك ان شاء الله. طيب يعني يا كابتن حضرتك لسه متواجد في المنصب نائب رئيس قطاع الناشئين في الفتره الحاليه, عايز اعرف راي حضرتك بقى في الخطه اللي حضرتك شفتها الفتره الماضيه في قطاع الناشئين وايه الحاجات اللي كابتن هشام حنفي ان شاء الله هيشتغل عليها علشان يكمل وفي نفس الوقت يطور منها. بص هو كل واحد يعني الحمد لله كابتن فتحي مديني مساحه ان انا اشتغل بصراحه, يعني متابعه للفرق كلها عشان احفظهم كلهم طبعا عدد ما شاء الله بسم الله ما شاء الله عدد مهول يعني. ففي متابعه كتير, في تطوير يعني انا وهو بنتكلم في حاجات ان احنا نطور بيها القطاع طبعا. انا جاي في توقيت كمان ايه انت بتلعب ماتشات خلاص فيعني هو اوريدي كان حاطط برنامج في اول السنه مع كابتن هاني رمزي, بس كابتن هاني رمزي ساعتها راح منتخب طبعا, فهو كان حاطط برنامج للفرق كلها وازاي نطور وازاي نصعد اللعيبه من الفرقه الصغيره للفرقه الكبيره, ازاي ندعم ده للفريق الشباب. يعني النهارده فريق 97 دايما يعني كان بيبقى على طول مش محطوط تحت ضغط البطوله, يعني هو الاهم بالنسبه له رقم واحد عنده مش البطوله, رقم واحد ازاي تطلع لعيبه للفريق الاول. النهارده مع ان النادي الاهلي لازم يرجع لشخصيته ان هو لازم يكسب بالاول بطوله, ده رقم واحد للقطاع كله. لازم يبقى عندك شخصيه انك تكسب كل البطولات, ده رقم واحد عشان تخلق الدوافع والروح والاصرار على المكسب للعيبه. فده موجود دلوقتي مع تصعيد اللعيبه للفرقه 97. النهارده بقى 97 فارق عن اللي بعده بكتير ب 10 بونت او 12 بونت النهارده. ليه؟ لان انت النهارده بقى عندك تصعيد من ال 2001 وال 2099 للمواليد للفرقه ال 97, فده فارق بشكل كبير جدا مع كابتن عادل عبد الرحمن. هو كمان مدرب كويس قوي, عامل شكل الفرقه وعامل نجاحات بشكل كبير جدا. بص الحمد لله القطاع السنه دي يعني ماشي بشكل كويس قوي قوي, يعني ممكن فرقه فيها دروب شويه
لان هي لسه طبعا صاعده من تحت لفوق من 8 وجول ال 11 دي بتبقى صعبه شويه صح. فلسه لكن ان شاء الله هيبقى في تطوير في حاجات تانية طبعا ما اقدرش اقول لك كل اسرارنا لكن هي ما تديني كده حتتين لكن هيبقى في تطوير يعني في حاجات كتير يعني حاجه لينا قناه يعني ليه. اول حاجه هيبقى في تطوير طبعا اكيد للملاعب كلها وده اتفاق مع كابتن محمود الخطيب ان شاء الله يكون في حاجه تانية بشكل كبير جدا جدا طلبنا استشفاء اللي هو الجهاز الاستشفاء اللي طلعك عليه الجهاز الثلج ده للعيبه لان لعيبه الدوري لعيبه الناشئين كتير قوي 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 فبتبقى محتاج اللعيبه دي لسه في مرحله تكوين عضلات تكوين عضلات وخلاف عايزهم يبقوا هم سلام من كل حاجه ان شاء الله يعني برنامج تغذيه كنت لسه اقول لحضرتك تغذيه مظبوطه يا كابتن عمي بص كابتن فتحي بصراحه عامل شغل ودخلت معاه بسرعه يعني هو مش مصدق الحماس اللي انا داخل معاه بيه وعايزين نعمل حاجه للنادي الاهلي بصراحه طب ده النادي الاهلي اتحاد الكره او الاتحاد المسؤول عن المسابقه ايه اللي حضرتك شايفه او ايه المطلوب منه علشان يطور المسابقه وفي نفس الوقت يطور المرحله السنيه بمختلف الاعمار اللي موجود فيها تطوير الملاعب رقم واحد عدم ظهور اللعيبه المسننه او المزوره كل واحد بيجيب لعيبه بيقول لك ده سجل وده سجل وده يجيب لك ده يقول لك دي شهاده الميلاد الحقيقيه وهي مش الحقيقيه وفي ناس بتقبل على نفسها كده فكابتن خطيب كان مانع الكلام ده خالص مانع اي لعيب مسنن او مانع اي لعيب مزور ده من زمان ولما بقى هو رئيس النادي النهارده هو اصلا واخد القرار ده من الاول يعني مش عايزه هو عايز اللعيب يبقى ايه يبقى سليم 100% يا عمر ده رقم صح. واحد رقم اثنين تطوير اللعبه نفسها يعني تطوير اللعبه نفسها مش موجود في قطاع ناشئين يعني ما مش حاسه لسه تحس ان الامور عادي يعني مش عايز اقول ملوخيه يعني يعني عشان كده يعني فبكلمك بجد يعني معلش كابتن شريف عبد المنعم اصلي حبيبي فيعني هيخش بعدينا فطبعا لازم اديله هنت كده يعني حبيبي نجم مصر ده طيب كابتن هشام يعني اخيرا عايز اعرف توقع حضرتك لبطوله افريقيا واللي بدايه تكون من يوم الجمعه سريعا راي حضرتك او توقعات حضرتك للاهلي في بطوله افريقيا السنه دي هتكون عامله ازاي؟ دايما البدايه اللي بتفرق البدايات بتفرق في كل حاجه البدايات دي مهمه جدا 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 انك بتدي جرس انذار لكل الفرق واتمنى ان شاء الله ان انت لما تيجي تكسب اكسب بسكور يعني انت لو الدنيا كويسه وحاله اللعيبه كويسه في المباراه وانك بتوصل للمرمى وبتجيب جوال لازم تكمل الاجوان دي بتفرق انت مباراه بتراجع عشان فرقت ان انت 2 غير 3 1 غير يعني الحاجات دي بتاثر بشكل كبير قوي فانا النهارده لو ربنا مديني ان انا اكسب مكسب كويس اكمل ادوس على الفرق الناس تبقى عارفه ان شخصيه النادي الاهلي راجعه بمكسب كبير يعني كابتن هشام شرفتني ونورتني واستمتعت جدا بالحوار مع حضرتك انا استمتعت جدا بيك يا عمر اكيد اخ ونجم كبير ربنا يخليك يا ودايما متالق بس انا مش همشي انا هقعد اخد مكان كابتن شريف النهارده هكمل الحلقه الثانيه مع امير هشام خلاص انا هقوم هو انا مش هقدر بصراحه يعني خلي او كابتن شريف عايز يقعد جنبنا ماشي ما عنديش مشكله طبعا اتشرف ان هو يبقى موجود اكيد بتشرف وسعيد قوي ان انا كنت في قناه الاهلي يعني يا كابتن هشام احنا اسعد ودايما حضرتك مشرفنا ومنورنا وكان معانا في الفقره الحواريه الاولى نجم مصر ونجم نادي الاهلي ونائب رئيس قطاع الناشئين كابتن هشام حنفي هنروح لفاصل وبعديها نستقبل مع زميلي العزيز امير هشام كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي الكابتن شريف عبد المنعم لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان جد دلوقتي ميعاد الفقره الثانيه من حلقه الاهلي الليله المستمره معاكم لحد الساعه 10 مساء وفقره هتكون هامه جدا هنستضيف من خلالها نجم النادي الاهلي ومصر السابق الكابتن الكبير جدا كابتن شريف عبد المنعم كابتن شريف مساء الفل عليك منورنا ومشرفنا حبيبي مساء الفل عليك اخبارك ايه الحمد لله كله تمام الحمد لله يعني خلينا نتكلم في البدايه كده عن النادي الاهلي طبيعي جدا ان احنا نتكلم عن المباراه بالامس مباراه الاهلي وبيراميدز والهزيمه بنتيجه 2-1 تقييمك ورؤيتك لهذه المباراه هو بسم الله الرحمن الرحيم هي مش مباراه بيراميدز يعني بلاش نتحسس مباراه وخسرناها تمام فهو الوضع ككل من الفتره اللي فاتت عمر في حياتنا عمر جماهير النادي الاهلي ما اتعودت على هذا الشكل وخاصة في فقدان النقاط اللي كانت تعادلات أو خسارة أو بطولات الناس شايفة وعارفة ومش عارف
مش مصدقها. في وضع لا نستطيع الهروب منه. انك بتلعب بلاعبين كلهم مصابين غير الاصابات اللي عندك كلها اللي موجوده في التيم. يعني لو نزل رجع لعيب تاني اساسي من القوام الاساسي زي وليد سليمان زي ازارو زي اي لعيب بيسمى في الملعب احمد فتحي علي معلول اللعيبه دي بتعتبر ايمن اشرف سلية حسام عاشور بيعتبروا قوام اساسي طبعا لما يبقوا موجودين في الملعب حتى هم بيلعبوا وهم نص انصاف لاعبين ومش قادرين يرجعوا في ظل مش جاهزين 100% يعني مع المباراتين اللي بتتلعب كمان كل اسبوع دي دي عمليه صعبه قوي على اي جهاز فني الحقيقه. انك توصل لنهائي افريقيا بهذه الظروف خلت الناس ما تاخدش بالها من انك محتاج تدعيمات قويه جدا ومحتاج مصارحه مع النفس في مش الخلل اللي عندك في التدعيم اللي لابد ان يكون بالنسبه للفريق. اطاح بجهاز فني عدم التفكير في الحكايه دي بخسارته من النهائي وبدل ما نثني على الاجهزه الفنيه ونقول لها انت وصلت الفاينل والكلام من ده حصل عدم طمع في المباراه الاخرانيه عدم طمع لعبت بشكل برضو اللي هو موجود دلوقتي لا يمكن للظروف اللي انت فيها وعدم وجود ازارو وعدم وجود ناس كتير قوي لعبت بشكل رد فعل برضو بقى متحمل المسؤوليه كلها حراس مرماك وخط دفاعك بالكامل ونص ملعبك وانت ما عندكش اصلا السنه دي شكل هجومي ولا انياب هجوميه وترجع للشكل الهجومي بتاعك وتدعمه باتنين فراوده وتدعيم نص الملعب وبعدين تبقى تحل مشكله ناصر ماهر وترجع مين مسؤول كان على الحاجات دي كلها في ناس كان لازم تتحاسب في مين هم ده موجودين يعني ما انا ما اعرفش يعني في ناس تخيلوا وتطوروا ان التيشيرت الاحمر بيكسب لوحده انا ما افتكرش دلوقتي في الشكل اللي انت شايف الفرق بتدعم نفسها ومسخرين حاجات كتير قوي وبيجيبوا حكام وبيجيبوا لعيبه في نفس اليوم يلعبوا يعني انا اول مره اشوف جريبوريتش وسوروفيتش وكله بيتش 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 بيجي لي يحكم لي فجاه كده يوم مباراه الاهلي يعني فاهم ازاي اشمعنى مع ان احنا كنا ماشيين على بروتوكول مغربي وتونسي لا بس خليني اقول لحضرتك ان كان معروف ان مباراه الاهلي وبيراميدز او مباراه بيراميدز مع اي حد من انديه القمه سواء الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي كان حكام اجانب مش حكام عرب بيراميدز يحق لهم طبقا لقرار اتحاد الكوره انه ممكن يجيبوا حكام عرب في اي مباراه قبل اخرى المباراه كان معلن ب 48 ساعه ولا كان بعد لا كان معلن من فتره لا بصراحه كان معلن من فتره الجهاز السربي ده لا ما كانش معلن اسم الحكم لكن معلن ان الحكم هيكون حكم اوروبي لا ده في حاجه ثانيه كمان مع الاهلي والزمالك في ده في مصيبه في حكايه الحكام اللي انت بتتكلم عنها دي الناس طالعه امبارح تقول لك انا بصراحه مش شايف اي تجاوز في الحكم هايل هم كانوا هم كانوا حاسين انه هيبقى اسوء من كده انما ضربه الجزاء بتاعتك اللي في الاخر دي مصيبه لوحدها طب انت رايك ايه في مستوى التحكيم الشناوي قال لك ضربه جزاء ضربه جزاء وانا قلت ضربه جزاء دي اللي هي انهي واحده فيهم بالظبط الاخرانيه بتاعت ممنوع في الحته بتاعت دي بتاعت الشيخ ممنوع في الامير ممنوع في الحته دي اي فرود يتلمس بالظبط زي مشكله الحكم الجزائري يوم ما كان في مباراه الترجي ممنوع انت هنا وانت فاص كده بينك وبين حارس المرمى يجي لعيب من وراك يزقك او يحاول النهارده نادي الزمالك خد واحده زيها كده زيها صح زيها تشوفها تقول مش ضربه جزاء هو الراجل حاطط ايده على دراعه وبيميل عليه وبيزقه عمل له اي اعتراض الراجل اداله حمود عاشور اداله بينالتي تقدر تقول له مش بينالتي وتقدر تقول له لا مش بينالتي لا بينالتي في القانون ممنوع تلمس اللعيب بتاعك امبارح اتزق من علي جبر اعتقد ورماه على وشه هو وقع لوحده طب بتاعت ازاره الاولانيه احنا قلنا ايه؟ قلنا لا استيميليشن ليه؟ لانه لم يفكر في ان هو عايز يحط المدافع فعلا في داره هو فكر ياخد ضربه جزاء انما ما فكرش ان هو ينهي الهجمه ويكون ليه سبق التهديف في الهدف الثاني هو فكر تفكير وحش انما عشان كده ما حدش فينا فتح بقه ما اتكلمناش في دي خالص قلنا لا ده الحكم عنده حق فيه عنده نسبه 90% من قراره صح حصل التحام وحصل كل حاجه ومش عارف بس تفكير المهاجم في اللحظه دي ما كانش صحيح في صالحه يعني كان في صالح ساعد هو المدافع مش ورط المدافع فكان تفكير الفرويد هو اللي عامل القصه دي
فانت بانجازك الوصول نهائي افريقيا وتخيلت انك انت ما عندكش اي مشاكل في التيم، هي دي برضو جزء من المشكله الكبرى. انك تقدر تكمل باي حد، انك تقدر تعمل روتيشن في الفرقه من جواكر، يعني تقدر تستعيد تاني كريم نيدفيد وتستعوض بيه ناحيه اليمين احمد فتحي، تقدر ترجع محمد هاني وتدخله في مساك بدل كلوبالي اللي كان شغال معاك، وتقدر تطلع رومرز واشاعات على كلوبالي انه لا يصح ولا ما ينفعش. تقدر تعمل، بقت عندك عوامل هزه نفسيه بين اللاعبين وبين الجهاز الفني نفسه وعدم استقرار. اصلا الجهاز الفني مش عامل تعليمات لكل لعيب عندك حدوده فين، وضعه فين، سهولة اللعب عليه فين. النهاردة انت بتدي تشكيلة سولية وهشام محمد وناصر واحمد الشيخ ورمضان صبحي ووليد ازارو وعلي معلول وايمن اشرف محمد هاني وكريم هاني، كويس؟ ما هي مسؤولية كل واحد في تسهيل المهمة على اللي جنبه؟ يعني انا هساعد علي معلول ازاي النهاردة ان هو يطلع يبقى هاف في نص الملعب وفيرود من ناحية الشمال ورمضان صبحي يسمح له بالحتة دي، والمرة الوحيدة اللي حصل فيها التعامل كان في شكل اترجم لهدف بالظبط وكان شكل مثالي. ناصر ماهر ورمضان محسن وعمرو السوليه ده لازم يبقى مثلث، مروان محسن عمرو السوليه وناصر ماهر ورمضان صبحي، رمضان صبحي تمام، رمضان صبحي ده لازم يبقى مثلث. انا بشوف لغه التعامل فيه مع بعض شكلها ايه، لازم اشوف نتيجه من اللاعبين دول يسهلوا على بعض. انت اصاباتك بتيجي منين؟ كل الناس قاعده تقول لك الدكاتره، دكاترة ايه الدكتور مالوش ذنب، الدكتور بيعالج، ايه اللي انت بتقول لي عليه ده؟ الدكتور بيعالج مش بيعور حد. ابو سمير وليد ازارو ده لو سمير عرف يجيب لي بيتحرك ازاي؟ بينزل ناحيه اليمين. بص معانا استاذ احمد برجاوي المخرج طبعا، استاذ احمد معانا عادل اللي هم لو عرفوا يجيبوا لنا ابو حميد، لو انت تجيب لي تحركات وليد ازارو النهارده اللي هي بتاعت امبارح اللي هو اتعور في اخر ماتش. ليه اتعور؟ وليد بينزل ناحيه اليمين ويبقى وينج رايت، وبعدين ينزل يبقى هاف رايت، وبعدين ينزل في نص الملعب عشان يبتدي بدايه التكوف اللي هيعمل منه الكرات الطويله، وبعدين تلاقيه بيساعد تحت شويه مع رمضان، يروح عند رمضان شويه، بيعمل شغل اتنين تلاته في المكان القداماني. هو مش مطلوب منه كده. وليد ده بيطلع يمين وشمال، وليد ده مخترق، وليد ده هدافع الجول، ملوش دعوه بدي ولا بدي، احنا كده وكده. لما انا هعمل كده وهعمل كده وهعمل كده وهعمل كده وهعمل كده، انا خلاص انا 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 بهلك. هتيجي كوره زي اللي حصلت، بيرجع في نص الملعب بيساعد تصفي يمد رجله فيها، هيكون مجهود عضلاته اللي بيلعب ماتشين في الاسبوع فاهمني، مش هتساعده. الناس مش فاهمه، الناس مش فاهمه ان في لعيبه في الملعب شغالين عايزين يساعدوا، ومفيش الشكل اللي هو على الورق قبل ما اخش. انت لازم يبقى شكلك كده. الراجل بيحاول يساعد بنفسه لانه شايف ايه؟ بنفسه، شايف ان في اتكال يا فندم. بنفسه ولا تعليمات مدير فني؟ لا بنفسه. بالنسبه لوليد ازارو عمر ما تعليمات المدير فني، المدير فني يبقى بيقتله. تمام، يبقى اللي عمل فيه كده المدير فني، المدير فني هيقول له انزل يمين وانزل شمال. محمد صلاح في ليفربول حطوا له واحد تحتيه ناحيه اليمين كده عشان ما يضطرش يعمل حته الدفاع اللي هو بيعملها دايما، وينزل لغايه باك رايت وبعدين يعمل التوكوف تاني. فالراجل المدرب قال له لا انا عايزك فيرود، عايز اخد مجهودك كله في الفينشنج بتاعه. فواحد زي اللي اتعور عندك امبارح ده من وليد سليمان، ما كنتش تعمل علاقه بين وليد سليمان وازارو ورمضان صبحي لغه وعلي معلول، وايام ما كان لما كان في اجاييه وعبد الله السعيد ما كانش في مشاكل خالص، كان كل واحد بيعمل الشغل الامير بتاعه، صح؟ كل واحد كان بيأدي شغله، فكنت مريح بقيه الاعضاء وبقيه اللعيبه، ما كانش واحد بيعمل الزيادات. حيالله كان بيحصل سويتشات من اي زياده عدديه بيحصل من العرضيات وبيجي منها اهداف. اللي بتيجي على الارض بتلاقي واحد جاي من ورا، اللي بتيجي عاليه بتلاقي واحد على القريبه الثانيه على البعيده. ولازم يكون عندك شكل ازاي النادي الاهلي كل فرقه تلعبه. امبارح بيلعبوك خمسه بيراميدز، خمسه اتاكينج، حاطين راجل جون ده اللي جايبينه الجديد، وتحتيه ثلاثه اربعه رايحين بكينو وتراوري محمد فاروق ومحمد فاروق. الناس دي كلها جوه 18 عندك من اول ثانيه من ساعه ما صفر، يعني صفر الحكم من هنا ولقيتهم عندك في 18. انت ما بتلعبش بالفكر ده ليه؟ انت ليه تبقى رد فعل؟ لازم يحصل فرجه صح، مصارحه نفسيه. هل اللعيبه دي عندها الامكانيات دي انها تترجم، انك انت تبقى انت المبادر وانت فعلا صاحب اليد العليا في المباراه؟
لا لازم يحصل مصالحه مع نفس، لازم تعرف ايه اللي عمرو السوليه ده بيعمل ايه وهشام محمد دول بيعملوا في الملعب، مطلوب منهم ايه؟ انا مش عارف، مطلوب منهم يبقى ديفندر؟ ده عمرو السوليه ده عمره ما كان ديفندر ولا يعرف يلعب ورا اصلا، ده المفروض راجل بيعمل مكمل غذائي وكان من احسن الناس احنا جايبينه ليه عشان بيكمل في ال 18 وبيشوط وبيجيب اجوال، هو فين كل ماتش كل سنه هاخد من عمرو السوليه جول ولا لعبتين؟ مش هينفع كده، يبقى في تقصير. التقصير ايه هو؟ التقصير اكتر ان لازم يبقى فيه امكانيات افندم. التقصير اكتر منين؟ من الجهاز الفني ولا من اللاعب من وجهه نظرك؟ انا شايف ان الجهاز الفني بصراحه لسه اول مباراه ليه. انا ماليش دعوه بمارتن لاسارتي، انا ماليش دعوه بلاسارتي. تمام، لاسارتي انا قلت عليه امبارح يا امير اتفضل قاعد في الماتش اللي قبله يراقب ايه الاخطاء اللي حصلت في مباراه الداخليه. كان ربنا بيديله هديه وطلعنا تعادلنا في اخر ثانيه، لان انت عارف ما عندكش انياب هجوميه. انت لما جالك انياب هجوميه ونزلت مروان محسن جنب وليد ازارو بقى عندك شكل هجومي، بقى عندك مكان في ال في ال 18، ما بقتش مستني بقى الزيادات العدديه حتى لما تجيلك، حتى لو ما جاتش انت اصلا اوريدي عندك بناء هجومي موجود عندك بتلعب عليه، بتوقف ناس حتى ناحيه اليمين وبتوقف ناس ناحيه الشمال بالاثنين اللي متقدمين بتوعك بالثلاثه اللي جايين من وراهم بيبقوا خمسه، يبقى زيك زي اي فرقه بتلعبك، زي اي فرقه بتطمع فيك دلوقتي. انت لازم التغيير ده كله. انا اسف ان انا بتكلم بهذا الكلام، ده احنا بنتكلم بصراحه، دي رؤيتي انا اللي اتربيت عليها في النادي الاهلي طبعا. وفكري ازاي انا بضرب خطوط بسرعات معينه اتعودنا عليها، ان احنا اللي نبقى في ال 18 هناك مش هم اللي يبقوا عندنا في ال 18. وهستاذنك كمان في حته اتفضل، كنا بنتكلم انا وانت على حراس المرمى. يعني حراس المرمى دول ما يعني مش مفروض الزيارات دي كلها تبقى على حارس المرمى بتاع الاهلي اللي هو هيتكشف بضربه ثابته، هقولها لك انا بس، وهيتكشف بعرضيه وهيقولوا اتاخر في الطلوع وهيقولوا اتاخر بتاع، وهقول لك ده راجع من اصابه، وهقول لك كان لازم يمشي يلعب اللي هو بيلعب اوريدي وهو واخد قبل كده وهو اللي رجليه في الملعب فبرضه هنخش احنا داخلين في دوامه ايه، تغيير اجهزه فنيه. لاشارتي انت بتتكلم عنه مظلوم، محمد يوسف بيسلمه، محمد يوسف على طول بيلعب بمصابين وبيحاول ابره وفتله انما برضه عليه كتير برضه. محمد يوسف كان ان هو يمكن مش قادر لوحده، مش سامي قمصان لازم يجي وياخد كام لعيب على بعض كده ياخدهم على التمرين ينفصل، لازم الناس دي تتهوى نمره واحد والناس دي تنسجم مع بعض ولازم يبقى عندهم وقت. الحقيقه هم ما عندهمش وقت، انما انا لما اتكلم يجوز احسس على نقط انا شايفها من بعيد، انا ايدي في المايه مش ايدي في النار، انما كل منا في موقعه فمن حقنا ان احنا نتكلم ونتكلم الكلام. ففي استراتيجيه لازم تتلعب في الوقت الحاضر، نفسية أولا، عودة ثقة للعيبة اللي هي تنفعك، انت لازم تدعم شباب مع الخبرات اللي موجودة، انت لازم تلاقي ناس بتعرف تجري من نص الملعب تخش 18 وترجع تاني، ولا أنا غلط؟ صح، لازم تعوض الإصابات اللي عندك والناس، الناس الجديدة اللي جت لازم تلعب، الراجل لسه خارج محمد محمود من الدوري، أجيب واحد احتياطي ليه امبارح؟ ليه أنا أحط محمد محمود ومروان؟ ليه أحط محمد محمود ومروان محسن ووليد سليمان ومحمود وحيد؟ محمود وحيد سيبك، لا عندي علي معلول كويس، وسليف كلوبالي ما هو لعب قبل كده وموجود. هتقول لي اصل احنا نقول سليف وحش وبعدين نرجع، لا ده في ناس انت هنا تقدر تستفيد منهم بشكل. ليه بتظلم رمضان صبحي في مباراه زي دي بعدم التدعيمات ليه بالشباب اللي يقدروا يجروا جنبه يقدر ينتج؟ كان من اول الماتش هو فاول هاف تايم عايز يدي، مفيش سبورت مفيش المسانده. هل هو ده كان الكلام اللي احنا شفناه ولا لا؟ هو حقيقي احنا كنا كسبانين 1-0 وكان فرق معانا كتير قوي كيلو ازارو لو كان جاب الجون الثاني ده في اخر ثانيه فكنا هيبقى لينا شكل ثاني، انما برضو حتى وانت كسبان انا ما شفتوش بفكر نلعب الاربعه دول وحط ثلاثه قدامهم بقى، ما انت عارف ده انت بتلعب كينو وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإيريك وجون سيفند، ده بتلعب ناس، ده غير التدعيمات بقى اللي بتيجي من نبيل دونجا مقفل وحاطط، وبقى عند حسام حسن فكر انه مش خسران حاجه بقى خلاص، ده بيروح عامل حركه تبادليه جاب عبد الله السعيد لقدام ورجع تراوري لورا، بقى تراوري هو المدافع وعبد الله هو المهاجم، لان عبد الله جاي اصلا مش قادر يجري، هو ما شفناهوش خالص في الاف تايم الاولاني. حيالله الكره اللي جابها جون، وبقى ليه وجود وليه ومثمر ان هو جه في اليوم ده وهو اللي كسب فرقته. ده توفيق وعدم توفيق بقى. كابتن شريف خلينا نتكلم بصراحه ونمسك خط في النادي الاهلي الفتره الحاليه. البعض بيتكلم، حضرتك ذكرت حراسه المرمى، البعض بيتكلم شايف ان حراسه المرمى في ازمه نوعا ما، سواء هي بسبب عدم التوفيق، احنا عندنا اثنين او خلينا نقول ثلاثه، لكن الاثنين الخبرات الكبيره سواء شريف اكرامي او محمد الشناوي
مميزين جدا، عندهم قدرات عاليه جدا، حراس مرمى ممتازين، لكن هل انت شايف ان هم، نبتدي بحراسه المرمى الاول، هل انت شايف ان هم بيمروا مرحله عدم توفيق كبيره جدا، ولا ايه اسباب تراجع المستوى؟ لان احنا شفنا الشناوي في كاس العالم ماتش الاولاني امام اوروجواي كان عالمي، كان حاجه كلنا اشدنا بيه. الماتش لا هو عالمي بالظبط، وشريف اكرامي عالمي، وشريف اكرامي امكانياته عاليه جدا هو راح عمل حتتين. ايه السبب في التراجع؟ واحده في الوسط، في بتبقى ثقه زايده تمام، واحده في الوصل خانته وانت مش متوفق اصلا تمام، واتحسب علينا البطوله بنخرج. الاخطاء اللي بتحصل في البطولات مش بتحصل في ماتشات عاديه بالظبط، صح. زي امبارح مثلا الماتش لسه في 16 مباراه و13 مباراه و15 مباراه، احنا لسه الدوري ده لسه كبير قوي، 90 دقيقه لسه ده لسه 90 دقيقه في كل ماتش جاي، صح. يقلب الدنيا على اي فرقه في البطوله. البطوله دي غير عاديه على فكره، يعني مش غير عاديه ازاي يعني؟ يعني انا ما شفتش بطوله الدوري بهذا الشكل، يعني ان الفرق كلها بتلعب بعض على مكسب، ما حدش بيلعب بعض على تعادلات. حتى النهارده المباراه بتاعت نادي الزمالك دي سهل جدا ان كان في اي وقت الاتحاد يكسب، وسهل جدا غير الاحداث اللي حصلت فيها. فانت ما تعرفش، ما فيش اللي هو بما معنى ما فيش ماتش مضمون، صح. انت بتلعب دلوقتي، بالتالي انت كمان عندك عدم استقرار في الجهاز بتاعك كله، من اللاعبين والاصابات والجهاز الفني الجديد عليك، عندك عدم استقرار. انت لازم يعني نبقى صرحه، احنا عندنا عدم استقرار، عدم استقرار مع طيب. كل لعيب عايز، كل لعيب عايز مدرب جنبه على فكره، كل لعيب، كل لعيب عايز موجه جنبه، كل لعيب عايز رعايه جنبه، كل لعيب لازم يحس ويفرغ نفسه ويخش معسكر مع نفسه. لو كان نادي مش عايز يخش معسكر بقى الفتره الجايه، وانت داخل على فيتا كلوب وداخل على بطوله تانية جديده، لازم الفكر، لازم ناس تبقى بتفوق، لازم ناس تبقى موجوده، لازم ناس قاعده للحته دي. نزود شويه طب عشان اقفل ملف حراسه المرمى يا كابتن شريف، لا الاثنين دول ما عنديش كلام بس عليهم، غير اللي انت حابب عدم الفلسفه، لان انت دلوقتي لما هتيجي تدور في الدوري المصري او في اي حته تدور على امكانيات حراس مرمى، مش هتلاقي افضل من شريف اكرامي ومحمد الشناوي، امكانيات اكثر من رائعه. ايه الرساله اللي انت حابب تقولها لهم عشان ان شاء الله مستواهم يرجع ان شاء الله؟ لان اكيد حراس المرمى شيء مهم جدا في الفريق. يعني بص، الاثنين دول يركزوا بس كويس قوي، ينسوا اللي فات ده كله ويرجعوا ليه هو بقى شريف اكرامي، وليه هو بقى محمد الشناوي حارس مرمى مصر في كاس العالم، لازم يرجعوا للحته دي. تاني حاجه، لازم الفرقه بقى كلها الزيارات على حارس المرمى تبقى قليله جدا. ما ده اللي هيخلينا نتكلم بقى على خط الدفاع. ما هو هنقلك، ما انا بقول لك الراجل ده اولا ما ينفعش تبقى انت في زيارات عندك انت هزه. اصلا هو مش واثق في ان محمد هاني بيلعب في الحته دي. مش واثق ان ايمن اشرف ليه في الحته دي. مش واثق بكريم نجفت في الحته دي، ها؟ ولا انت مش معايا؟ صح. انما هو يجيش فيها ويطلع اللي عنده، يقول لك ما هو بيعرف يلعبها. طب ندخل احمد فتحي جوه كده؟ تقول لا، احمد فتحي يطلع في النص. بقى هي دي الحاله، هو حتى لو دي الحاله اللي بتعمل هزه لل... هو حتى لو بيعرف يلعبها يا كابتن شريف، لو غلط مش هتقدر تلومه، لانه مش مكانه. مش حتته، مش مكان. وبعدين جاي منين؟ هو جاي كمان من على الدكه بقاله فتره ومش موجود، ابتدى ثلاث اربع ماتشات. فالناس لما بتاقلم نفسها في الظروف اللي انت صعب قوي ان انت تحاسب حد. اقسم لك بالله صعب ان انا احاسب لا مدرب ولا حاجه، بس انا احاسب عدم الفكر اللي يسعفني اللي ينجيني. لازم بقى انا عندي ابقى كواليفايد، انا ابقى ناضج، انا اكتر من اي حاجه. انا بقى شايف دي شغلتي، انا مش شغلتي عندي ان العب في الملعب، انما شغلتي ان انا اقرا الملعب كويس قوي، استفيد من اللعيب اللي هنزله ان هو اللي يكسبني، مش اللعيب اللي هينقذ لي نص الملعب دفاعا. احنا عمرنا امير ما بتوع دفاعات ولا بتوع القصه دي. انت كان كبيرك قوي مجدي عبد الغني يقف في النص، هو شطه يا شطه يا مجدي عبد الغني في الحته دي، والباقي كله مهاجمين. اثنين وثلاثه خمسه، كنا خمسه مهاجمين. واي وقت تاني محمد شوقي وبركات وابو تريكه ومتعب وفلافيو، وحتى الاطراف بتاعتك فتحي سيد معوض، جيلبرتو وفي جيلبرتو وسيد معوض والناس دي كلهم كانوا دول اجنحه طايره. يعني انت عمرك ما كان عندك فكر الحته ان احنا نلعب 4-2-3-1 دي. 4-2 دول انا مش عارف اثنين دول بيعملوا ايه. طب العب 4-1-4-1 ادام انت عامل 4-3-3 4-4-2 عشان ما تقوليش بس 3 هتبقى صعب عليهم. هو الثلاثه لازم اثنين برضو هينزلوا لتحت شويه، هتفضل برضو فرود واحد بس مثلث. ما ممكن يبقى مثلث مقلوب واحد بس اللي مايل دفاعيا والاثنين التانيين قدام، كل يعني قدام كل ده جاهز. عارف كل ما تتكلم كده يقول لك هيبتدي يحفظهم امتى؟ هو مش هيبتدي يحفظهم، هم مين اللي هيعملوا مين اللي هيأدوا الادوار مين دي؟ اللي هيعملوا الاكل ده؟ هو احمد الشيخ اللي هيقدر يأدي، انت جايبه
مش ملعبه بقاله سنه وكان بتطلب منه دلوقتي انه يرجع كل ما يجيب جون احمد الشيخ رجع. احمد الشيخ ما رجعش مين قال انه رجع؟ هو ولا حمودي؟ الاثنين على فترات والاثنين لا يسعفوك ولا لعيبه جنبهم تشيلهم. انت عايز حمودي واحمد الشيخ يبقوا مدافع مهاجم. هل الظروف الحاليه يا كابتن شريف ممكن تظلم اللاعبين في تقييم او تقييمنا ليهم؟ خصوصا النادي الاهلي بيمر بظروف صعبه جدا، فاي لعيب هياخد فرصه ممكن يكون مضغوط بشكل كبير قوي قوي زياده عن اللزوم، فبالتالي ما يطلعش اللي عنده فيتظلمه. انا قلت لك جمله، اللعيبه اللي موجوده مش مسهله اللعب على بعض ومش توليفه تقدر تريحك انت. الامكانيات الفرديه اللي موجوده مش قادره تنغمس وتندمج في الجماعيه نفسها. اللي هو المثلثات اللي هو 1 2 3 مع بعض، الجمل اللي ناحيه اليمين جمل لعيبه. وديتك مثل ان كان في لعيبه موجوده وما تبصلهمش اللعيبه دي تاني. يعني انت ما تنتظرش ان الطفره هتيجي والاصلاح هيجي عن طريق اجاي اللي هو جايب ركبته متعوره او رامي ربيعه اللي هو جاي من اصابه بقاله سنه او اي حد جاي من اصابات. كيف يتم الاصلاح يا كابتن شريف؟ الاصلاح اللي هو اللي شغالين فيه استخدام اللاعبين الشباب الكويسين واعدين اللي هم ايديهم لسه في الملعب، رجليهم لسه في الملعب، فكرهم في الملعب، حلمهم ان هم في الفانيله الحمراء يقدوا يعملوا نفسهم اسماء يروحوا منتخبات. ليك شايف الطريق الدولي والمنتخبات والاحتراف بقى عن طريق الفرق الكبيره. كان الاهلي زمالك مقاولين العرب، عندك فريق بيراميدز واقفين على حيلهم لانه بيجيبوا قاعدين يجيبوا اي حد، امكانياتهم ان هم يجيبوا اي حد ماشي. طب ما ده فكر كويس انك انت بتجيب وعندك واحد بيعرف يختار ويجيب. عندك ناس بتدفع فلوس كتير قوي وتجيب، هو ده الفكر. ازاي انت هتعمله وازاي هتوفره ده لازم يبقى موجود. خلاص بات الامر مفيش تفكير. عندك فكر تاني غير كده؟ كابتن شريف برضه في النادي الاهلي النيه واضحه عند المسؤولين في النادي الاهلي ان هم هيدفعوا هيجيبوا لعيبه. ما هم بيعملوا كده، هم مش ما بيعملوش كده. هم بص انا لو مسؤول في النادي الاهلي دلوقتي حصب على نفسي ان انا عايز اعمل احسن حاجه والظروف مش مساعداني. حتى نتيجه مباراه ممكن تساعدك عشان تكمل وتفكر بس نتيجه مباراه تكسب فيها او بطوله تكسبها ما تخليش تذهب الواقع. ما تخليش تخليك تتخيل ان انت باي حد تقدر تكسب. الاهلي بما حضر، فاكر الجمله دي؟ الاهلي بما حضر. الاهلي بما حضر دي بقى صعبه قوي دلوقتي. ليه؟ لان المنافس بقى شرس جدا، المنافس بقى طمعان فيك، المنافس شافك وعارفك. منافس واحد كمان يا فندم، ما بقاش منافس واحد، لا منافس واحد، منافس اثنين، منافس ثلاثه. كل فرق الدوري منافسينك دلوقتي. وانت الداخليه يعني داخليه قالت لك احنا قاريين النادي الاهلي وعارفين ظروفه وكلام من ده وده برضو النادي الاهلي واللعيبه تحترم ومش عارف ايه، انما احنا كان عندنا فرصه ان احنا نقدر كنا نترجم ثلاث نقاط لان النادي الاهلي بيمر بظروف صعبه. ان حتى المدربين اللي بيلعبوك بيبقوا عارفين انت عندك اليومين دول شكل مش انت. قالوا انا مش انا يا دكتور. دي حقيقه، انا مش انا. انا مش انا ليه؟ لان انت عامل حمل على اللعيبه اللي بترجع من اصابات زي عمرو سوليه ده، هشام محمد. ايه هشام محمد وعمرو سوليه وحسام عاشور ليه بيلعبوا بالشكل ده؟ انت ليه بتلعب بالشكل ده؟ ايه التطور اللي حصل من ساعه ما مشي الجهاز الفني القديم اللي احنا خدنا بيه الدوري السنه اللي فاتت لغايه النهارده؟ ما فيش. ايه اسلوب اللعب اللي اتغير؟ ايه الخطه اللي اتغيرت؟ مفيش حاجه. يبقى الراجل اللي جه مسك بعد حسام بدري كمل. انا بروح اتفرج على التمرين، هو نفس التمرين. نفس ثانيه ولا امير انت أيوة معايا؟ أيوة صح. فلازم الناس بتجتهد، الناس تجتهد، الناس بتجتهد والاداره بتجتهد الحقيقه. دي حقيقه، وعندها مساحات كبيره وعندها حرب جامده قوي. الاداره بتتحارب بشكل هستيري. انا عمري ما شفت كده، لا عمري شفت النادي الاهلي بيعدي بالظروف دي ولا بالنتائج دي ولا بهذا الشكل ولا بهذه المحاربه. شايف ان الاهلي بيتحارب يا كابتن شريف؟ هستيري بطريقه هستيريه. في حرب شنعاء على البطل بقى. انا هنسى بقى الاسماء والوجوه ده من جميع الجوانب على فكره، من اي حته، ده من جميع الجوانب. لا يعني انت حتى على مختلف المستويات، احنا نقول دلوقتي احنا في شهر واحد والاهلي بيحاول يتعاقد مع بعض اللاعبين، وخلينا نتكلم بصراحه ابرزهم حسين الشحات. الصفقه بعد ما كانت خلاص قربت تتم بشكل كبير جدا من يومين بالظبط، دخل بعض الاشخاص دون ذكر الاسماء. عشان اقول لك اسمائهم بالظبط. لو عايز اسم عضو مجلس الاداره اللي في العين كبير جدا، اسم مجلس عضو مجلس الاداره عندي انا بتاع العين، والراجل عضو مجلس الاداره اللي في بيراميدز هنا اسمه فارس او محمد فارس حاجه كده، والعلاقه اللي بينهم وكان انها تعطل علاقه دي، انا بنفرد وممكن اقول لكم اسم الراجل اللي هناك. طيب من غير ما نستفيد، يعني من غير ما اخش انا في حاجات انا ما اعرفش مسموح لي ان انا اتكلم في حاجات دي ولا لا، فانا مش عايز اتكلم. احنا بنتحارب محاربه عشان الجماهير تفهم بس، والجماهير تعرف. وانا اتعودت ان انا ما بقول حقيقه، وعندي حاجات كتير قوي عارفها، في منها حاجات مسموح ان انا اقدر اقولها لكم، بس انا عايز اقول لكم الداعم الاول ان كنتوا
والبندقيه الكبيره بتاعتنا احنا، انتوا يا جماهير انتوا اللي هتقدروا باي لعيبه موجوده هتخلوا الملعب ده نار. عليهم دور كبير جدا، عليكم دور كبير قوي، ومش هتتمنعوا خلاص. وجودكم هو دلوقتي الركيزه الاولى اللي هتخلي اللعيبه دي بتعمل فوق طاقتها. حتى لو لعيب متعور صدقوني هيعمل المستحيل عشان يبقى موجود، عشان يدافع عن نفسه وكرامته واسم ناديه. فهو ده اللي احنا عندنا، احنا بنتحارب محاربه غير عاديه. انا حزين على النتائج بس مش حزين على الكيان. لا ايا كان المحاربه دي مش مبرر او عذر اطلاقا للنتائج الخاصه بالنادي الاهلي او الاداء، ان شاء الله النادي الاهلي يكون افضل واحسن. لكن كابتن شريف، بنتكلم على النواقص اللي موجوده في النادي الاهلي خلال الفتره دي، سواء في خط الدفاع بالتحديد او نص الملعب. خليك ماشي معايا زي ما قلت لي، من الدفاع للنص. خلصنا الدفاع وداخلين على نص الملعب. هل دلوقتي شايف على الساحه في مصر او في الوطن العربي بشكل عام، شايف لاعبين يستحقوا ان النادي الاهلي يتعاقد معاهم في خط الدفاع بالتحديد في خط نص الملعب؟ يعني في مواهب جيده او لاعبين سوبر يقدروا يضيفوا للنادي الاهلي؟ اكيد النادي الاهلي بيبحث عن لاعبين سوبر في المركزين دول بالتحديد. هل انت شايف حد على الساحه يستحق الانضمام للنادي الاهلي الفتره دي؟ بص هقول لك على حاجه، اي توليفه او اي تشكيله من جميع اللاعبين اللي عندك انصاف امكانيات او امكانيات كبيره او اعمار كبيره او اعمار متوسطه او اي حاجه، تقدر بوجود صانع العاب مع لعيبه سليمه شويه رجعت تعافت يعني او استشفت من اللي عندها. يعني بنتكلم على وليد سليمان مثلا، لو تقدر تعمل له ناصر ماهر و صالح جمعه. صالح جمعه كويس انك لحقتني بصالح جمعه. ودفندر كويس. دفندر واحد مش اتنين. والاطراف عندك زي ما هي، معلول ده بقى ما يتعورش، واحمد فتحي او ما يناسب نيدفيد او محمد هاني هنا في المنطقه دي. انت دلوقتي بقى عندك شكل، هو ده اللي انت تقدر تتكلم عليه بدايات. وفي بديل جيد. انا عمري قلت على احمد الشيخ من لعيب مش كويس؟ لا طبعا، اللي كان هداف الدوري منه. طبعا بس ليه وقت، ليه وجود، يقدر ممكن ينزل يخلص لك في ثلث ساعه ماتش. عنده الباور وعنده ان هو يبعد بشماله ويخش يتدرب ازاي يدخل من جوه من اليمين ويبعت ويشوط. انا بشوفه قلقان ليه في الشوط، بيدور على البحث عن اللي يلعبها، عن اللي يعملها. ده شغل حمودي مش شغلك انت يا شيخ. شيخ انت رجلك الشمال طلقه لوحدها. انت لازم تستخدم امكانياتك يا حبيبي، لازم تشوف تتغير من نفسك. تستخدم امكانياته. لازم تستخدم امكانياتك. انا لازم اشوف شخصيتك. شخصيتك القديمه اللي انا كنت بتفرج عليها. اي لعيب تاني رمضان صبحي انا شايفه جاي على فكره، ما كنتش متوقع منه اللعب ده. بصراحه انا ما كنتش متوقع. مع الشورتج اللي عندي والتقصير اللي عندي في الامكانيات اللي هي حواليه، لازم تفكروا يا جماعه ازاي اللعيبه نفسها ازاي تتكون لنفسها وجود هجومي، مش على طول انت تحت بتستلم تحت وبطء ومفيش تحركات خالص يا امير. اللعيبه بتوصل الكوره بيبقى جاي كريم نيدفيد بالكوره، مفيش تحركات. طب ليه مفيش تحركات؟ هل هي ازمه؟ ازارو لو عمل كده، الاقي كل الناس مستنيين نيدفيد هيعمل ايه؟ ونيدفيد باصص لقدام كده، مفيش تحركات. ما مفيش لعيبه. الشكل بتاع ازارو وهو هنا، مفيش مروان الناحيه اللي جنبه، مفيش دي، وبعدين العب لده. ده كل العالم بيوصل يعدي خط النص دلوقتي يا امير معظمهم، وعرضيه خدت بالك، تلاقي صلاح جاري كده وماني جاي من وراه وفيرمينهو جاي من وراه على طول، واحد بيروح القدمانيه والتاني جاي من وراه. عندهم الشكل الهجومي، لازم نوفر الشكل ده. اهو ده بقى اجابتي على سؤالك انت. انت لازم توفر الدعائم واللاعبين باي شكل، وتجيب خبير كده يقعد يقول ايه اللعيبه دي، او الفكر ده يبقى عنده ان هو يلعب الاربعه ده بواحد 3-2. مفيش 4-2-3-1 دي خلاص. دي مش هتنفعك انت، دي جابتك ورا. 4-2-3-1 ضيعت خلاص. منك كل البطولات السنه اللي فاتت والسنه دي وكله، من عند كاس مصر لغايه دلوقتي. 4-2-3-1 دي خلصت عليك. بسقوط عبد الله السعيد زمان، فاكر لما مشي وراح على كاس العالم وهووه، حصلت مشكلته ومضى هنا ومضى هنا ومضى، ابتدى الكيان يهده في الكيان من ساعتها، ابتدى الكيان يتهد، ابتدى الاختراقات تحصل، ابتدى التغيير والنظر على الجهاز الفني انه يتغير ونجيب حد تاني ونعمل، ابتدت حاجات كتير قوي تحصل في الشكل من هنا. وبعدين ابتدى الجهاز مجلس الاداره الجديد يجي بالظبط. صح؟ يعني ابتدى بقى ياخد التركه دي اللي انا كل ما اقول لهم تركه يقولوا لي انت بتدافع عن مجلس الاداره وبتدافع عن الخطيب وبتدافع عن الناس دي كلها، انت هتفضل طول عمرك اهلاوي وبتحب الاهلي اصلك مش عارف. انا بدافع في الحق. ولو انا مكانه كنت هعمل، يعني انا بقى لو مكانه
يمكن يجوز. انا كنت هبقى عندي حته بيبو لازم ينزل يشتغل بقى بنفسه يعني. ربنا يديله صحه خدت بالك. لازم يا بيبو تحط ايدك على الجرح بنفسك لان الناس بتحبك وبتعشقك. انت لو قلت اي حاجه انت شايفها تمام تمشي اكيد الناس هتسمعك. انما انا لو قلت كشريف عبد المنعم يعني هتبقى تقيله شويه يعني هتبقى يعني شريف مش في حته عشان غير ان هو في موقعه هنا انه يقدر يقول ايه او بيتفرج من بعيد او بيتفرج على تحسس. فانا بقود الكلام نيابه عن اي حد تاني. فعلا مجلس الاداره اللي كده عنده التفكير ان هو يبقى نمره واحد. اكيد طبعا عنده تفكير ان هو يبقى نمره واحد. اكيد طبعا. بس على حسب ما تربوا. هم كلهم اتربوا على ده. في ناس بتشكك في الكيان دلوقتي يقول لك اوعى تقول لي مش عارف ايه. لا عيب. عيب الناس دي يتكلموا على بطل مصر وبطل القرن بطل افريقيا والمتساوي مع الاوروبيين في البطولات اذا كان ريال مدريد او ريال مدريد المركز الاول النادي الاهلي المركز الثاني احسن من اتلتيكو مدريد واحسن من النادي. احنا كنا هنكسب اتلتيكو مدريد هنا لو ما كناش بنغير كتير يعني. احنا وجودنا عالميا وجودنا بتاع مش انك انت شايفني ونفسك تقرب مني او تاخد مني بطوله هتبقى الدنيا كلها بتساعدك بإساءة ليا. انا ده اسلوب مرفوض تماما يعني. فلازم الناس تبقى عندها وعي ايه اللي بيحصل فينا. اوعوا تهزونا في نفسنا او اوعوا تهزوا الكيان بتاعكم واعز ما تملكون اللي هو الاهلي بحاله. اوعوا تشككوا فينا ولا في نفسكم. انتوا الجماهير العظيمه وانتوا اصحاب الرجوع. ما عنديش حاجه اقولها لك يا امير اكتر من كده الحقيقه لان دي حقيقه. انا لولا ما الاقي التدعيم من جماهيري ومن الاهلي نفسه من جوه فاهمني او كلنا في ايدينا في ايدين بعض عمرك ما هيبقى عندك حاجه. انا لما كان بيبقى عندي ماتش بتعادله ولا بتغلبه الاقي الله يرحمه كابتن عادل هيكل هو حارس مرمى معايا في الملعب يومها تاني يوم تعالى كابتن توتو يجي لي وادي شريف مالك عامل كده ليه انت مش فايق ليه في حاجه احكي لي انت لازم تعمل زي ما كنت بتعمل وفكرني واعملني. اللعيبه الكبيره كانت بتيجي تقعد معايا كانت تقعد تتكلم معايا. في لعيبه تانية كانت موجوده كابتن مصطفى عبده كان يجي ياخدني يقول لي تعالى فيك ايه مالك بنفوق بعض تواصل دايما تواصل بنفوق من جوه. انا عايز دايما اللعيبه دي يحصل كده مع بعض يقعدوا مع بعض. حكايه مش حكايه عقود والحكايه حكايه هيجيبوا مين وهلعب ولا مش هلعب. حكايه حكايه الكيان اللي انت موجود فيه انت اسمك. طب دافع عن نفسك يا اخي. دافع عن اسمك وتاريخك بالظبط. انت لو خرجت من عندي انا النهارده مش عارفين هتروح فين. يمكن هتروح اتحاد اسكندريه ست اشهر وترجع لي تاني. يمكن هتروح تفوق وتلعب وترجع لكورتك تاني وترجع لي تاني. كل الناس بتروح وتيجي صح اذا كان اداريا او ملعب نفسه. طيب بمناسبه حديثنا عن الجماهير خلينا نروح نشوف اراء النقاد الرياضيين عن الموعد المناسب لعوده الجماهير في تقرير ونرجع مره ثانيه. شايف ان بطوله امم افريقيا هتكون هي خطوه مهمه جدا لعوده الجمهور بالكامل في المدرجات. المفروض بقى الحلول اللي هي بتاعت الثنائيه و5000 واحد وال4000 واحد احنا خلاص عدينا المرحله دي من زمان. المفروض وزاره الشباب والرياضه بالتعاون مع اتحاد الكوره يبقى في بقى خلاص يعني قرارات جديه مش قرارات مش توصيات. كل اللي بيطلع في الفتره الاخيره دي توصيات توصيات بكذا توصيات بكذا توصيات بكذا. احنا عايزين نعدي بقى مرحله التوصيات وندخل في مرحله القرارات. انت راجل داخل على تنظيم بطوله امم افريقيا المفروض يبقى خلاص يعني خلاص تاخد بقى قرارات جديه. لازم يبقى في خطوه مهمه جدا لعوده الجمهور بالكامل للمدرجات سواء بقى يعني خطوات بقى سواء من الناحيه الامنيه سواء من ناحيه ايا كان الصيغه. بس خلاص هو ما فيش فرصه ان احنا بقى نقعد بقى نقول يا جماعه لسه هندرس يا جماعه لسه زياده بقى من مرحله ايه قصه الدراسه. انت خلاص انت كدوله عندك كل المقومات عندك سواء الدوله من الناحيه الامنيه ما شاء الله من الناحيه التنظيميه ما شاء الله عندك كل الملاعب عندك كل الامكانيات اللي انت تقدر تخليك تستضيف الجمهور يعني وبكامل قوته. اعتقد ما فيش مشكله في حضور الجمهور يعني اذا كان في بعض التحفظ لدى وزاره الداخليه والجهات الامنيه ده نتيجه ان في حساسيه بين الجماهير المتنافسه. صعب ان انا الاقي في الوقت دوت جمهور الاهلي والزمالك في مباراه القمه هما الاثنين حاضرين بشكل مكثف. لازم نعترف بالحقيقه ديت الجو حاليا والمناخ ما يساعدش على اتخاذ هذه الخطوه ولكن يمكن عندنا تجارب ناجحه بالنسبه لحضور الجماهير المكثف من خلال بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري والكونفدراليه. شفنا النادي الاهلي
يحضر له 60 و50 ألف، مفيش مشكلة طالما مفيش جمهور منافس. إذن الاستاد مفتوح وملاعب مصر مفتوحة تستقبل الجماهير المصرية وتستقبل الجماهير الأفريقية الأشقاء خلال كأس الأمم الأفريقية. مش هيحصل، مفيش أي حساسية ومفيش أي خوف إنه يخرج أي متفرج عن النص على اعتبار مفيش جمهور منافس. عودة الجمهور للملاعب، احنا دايما او انا دايما مقولة بقولها من 5 سنين أو 10 سنين ان الكورة للجمهور. عودة الجمهور ده معناها عودة الروح للملاعب المصرية لمسابقة الدوري العام المصري. الجمهور دايما في اي مسابقة قارية او محلية دايما بيطفي نوع من الإثارة والحماس وزيادة، زي ما اتكلم من ناحية الاقتصاد هي بتزود القيمة التسويقية لأي دوري. الاكونوميك يعني سبيشال للدوري المصري هيزيد بعودة الجمهور بشكل كبير. أتمنى اللي دي تبقى خطوة كبيرة، لأن الأهلي واضح في 3-4 سنين الماضيين او اللي فاتوا اللي هو محتاج الجمهور لدعمه وتشجيعه بشكل كبير. الوزاره شغاله بشكل محترم جدا، دكتور اشرف صبحي، واعتقد الناس دي بتقابل الروابط والروابط ليها دور مهم جدا جدا. اعتقد الفتره الجايه المقابلات اللي بتتم بشكل كبير جدا والتجمعات اللي بتحصل سواء كانت في الوزاره او الناس في اتحاد الكوره عارفين الرؤوس بتاعه الروابط دي، اعتقد ممكن تكون بدايه محترمه. حصل شفنا الجمهور في المدرجات ما حصلش مشاكل، لكن احيانا الجمهور بيبقى فيه انفعالات نتيجه للنتائج اللي هي الناس مش متوقعاها منتظراها، لكن دي طبيعه. في ناس فوق هتبقى حبه فوق وحبه تحت زي ما بيقولوا. يعني اللي بيحصل في وزاره الرياضه المقابلات دي تكون بدايه ان شاء الله باذن الله، لكن احنا ممكن نسهل الطريق، ناخد احكام المحكمه تصدر هيبقى كل حاجه انتهت، وان شاء الله باذن الله تعيد تعود المدرجات بشكلها المحترم ثاني باذن الله. يعني كان تقرير مهم جدا عن آراء النقاد الرياضيين في الموعد المناسب لعودة الجماهير للملاعب المصرية بشكل طبيعي، وده اللي اكيد كلنا بنتمناه علشان نشوف يعني متعة اكتر في الملاعب بصراحة، لان الجماهير اكيد عنصر مهم جدا. يا كابتن شريف، في رؤيتك امتى الجمهور يرجع بالشكل الطبيعي والكامل للمدرجات؟ بقالنا فترة كبيرة جدا بنعاني من هذا الامر، وخصوصا ان احنا مقبلين على احتمالية تنظيم بطولة الامم الافريقية هذا العام. والله هي في حته صغيره كده بين الجماهير وبين الامن، اللي هي الجماهير عايز الامن يثق فيهم، والامن عايز نظام وسلوكيات عاديه، مش عايز اكتر من كده، فمش عايزين اي خروج عن النص. هو دي العلاقه اللي هي ازاي تثق فيا وانا اثق فيك، ازاي نرجع الحب والحنان تاني. انما عوده الجماهير دي باتت شرطيه خاصة في المباريات الافريقية والدولية. اه طبعا بقت اجباري. اجباري، وانت بقى بالنسبة لك هنا في حكاية ال 5000 وال 3000 وال 1500 وال 500 دي، لا لازم تزيد الحكاية دي. النادي الاهلي بجماهيره بيرعب اي حد، بيرعب اي منافس، حتى لو مغلوب لاخر لحظة الاستاد بيتهد من يا رب واهلي واحس بطعم اللعبة اللي انا بلعبها. بالظبط. ده فاقد اللعيبة حتى الاحساس ان هو بيلعب مباراه. العب مباراه زي بيراميدز باللعيبه، كم اللعيبه اللي موجوده دي كلها ب 50 واحد بيتفرجوا عليا. وانا اعرفش الدنيا موجهه ازاي، او لازم الجماهير ترجع ولازم يحصل تصريح امنيه صريحه. وانا عايز اقول لك على حاجه، الامن بيبقى خايف على الجماهير. ما طبعا اكيد هو الامن عايز ايه؟ ما الجماهير ما تتاذيش، ما ياذوش بعض. صح. ما ياذوش نفسهم. بس هل احنا خلاص تخطينا المرحله دي يا كابتن شريف بعد الاحداث الكثيره اللي حصلت لمختلف الجماهير في مصر؟ هل خلاص تخطينا المرحله دي واصبح فيه وعي كامل عند الجماهير بشكل عام؟ الجماهير اللي انت بتحبها وانا بحبها وهم بيحبوا نفسهم، هم دول اللي ما فيش مشاكل بالنسبه لهم. انما في ناس عندهم اوفر اكت، يعني التعبير نفسه بيبقى زياده شويه. التعبير والوجود عايز يثبت ان هو الاساس في الحكايه، زي ما احنا بنتكلم عنه ان هو اللاعب الاول. بيبقى عايز يبقى له حد باصص له، عايز حد يشكره، عايز حد دايما يتكلم عنه زي ما احنا بنتكلم كده. ده حقه. بس هو عايز يبقى موجود، عايز يبقى واقف وبيوجه وبينظم وبيعمل دخلاته، عايز يبقى زي اوروبا، زي الناس دي. بس هو لازم برضو يحصل توجيه معنوي او توجيه اعلامي شويه باللي ليك واللي عليك. عايزك تعمل دخلات وعايزك تعمل كل حاجه، عايزك. بس ما تعمليش شفطات مثيره، ما تعمليش حاجه مش ليه هتخليني انا
ابقى مش حابب ان انا اشوفك في هذا الوضع. خليك انت في الوضع بتاعك ان انت رايح تشجع الكيان نفسه. طيب. كان اهلي زمالك اسماعيلي اي حد يعني. خلينا نرجع للنادي الاهلي، هل المنافسه بعدت بالنسبه للنادي الاهلي على بطوله الدوري هذا الموسم ولا لسه البطوله طويله؟ انا قلت لك في اول حلقه مفيش حاجه بعدت عن اي حد في اي حته. انت عارف مين اللي هينزل ومين اللي هيقعد ومين اللي هيكسب. لسه قادر تقول ان الزمالك هو اللي هينفرد الزمالك منفرد دلوقتي انه لعب الماتشات بتاعته لظروف معينه. انا اللي بيضايقني بس حاجه ان في ناس لسه بتوجه يقول لك الحكام واقفين مع الاهلي والحكام مش عارف ايه ما يعني انا شايف ان الجو الاعلامي والصحافه نفسها هي اللي بتثير هي اللي عامله اثاره للحكايه دي كلها. يجوز ما بقاش في مشكله بيننا وبين بيراميدز ولا بيننا وبين الزمالك ولا بيننا وبين اي حد تاني موجود وتبص تلاقي واحد طالع كاتب مش عارف ايه وازاي يحصل كده وازاي يعمل كده او من عندنا مثلا ازاي ده مش عارف ايه وزي بتحصل اثارات بس ده طبيعي في التشريف على مستوى العالم كله. ما طبيعي ما بقيتش انت في وضع دلوقتي حاليا امير تستحمل انك تتكلم في جوارح يعني انت مالكش دعوه. ليه تراشق؟ احنا مش في تراشق دلوقتي. احنا في ناس بتعد العده لبطولات تانية. انا شغال على افريقيا وشغال على محافل دوليه. انت مش عارف تاخد لا كونفدراليه ولا عارف تاخد اللي انت كنت دي يعني 80% دي بتاعتك تبقى ازاي بتزاحم فرقة تانية معاك وفرقة تانية بقت متوسمة خاطر انك هتاخدك هناك وتكسبك هناك. حتى بظروفك بقى انت معلش ومفيش توفيق انك انت تبقى موجود سنتين ورا بعض بتوصل فاينل. ده انجاز رهيب ان الناس توصل. برشلونة ما وصلتش فاينل شوف بقى قد ايه كاس اوروبا بكل الامكانيات الموجودة دي. لا انت بتوصل في بطولتك الافريقية للفاينل بكل اللي انت بالظروف اللي بتعدي بيها بالظروف اللي انت بتعدي بيها. اذا انت عندك البيز عندك الاساس نفسه. اساس بقى عايز خبرات تبقى موجوده جنبك دلوقتي تشيل عنك شويه تبقى شايفه تبقى عارفه ازاي تمشي مرحله بنعدي فيها لازم نتكاتف كلنا فيها. اعلاميا بنرجو ان احنا مش بنتكاتف مع الاهلي اعلاميا بس احنا بنتكاتف مع المنظومه كلها مع الكوره كلها في مصر. اكيد. ومش عايزين نقول فلان ده جاي بفلوس وفلان ده لا انا ببص لنفسي بس صح. انا عايز اشوف نفسي بس انا عايز اشوف انا اقدر ازاي اخرج نفسي من اللي انا فيه ده بالشكل الطبيعي اللي هو وضعي ومكانتي. الخبرات هي اللي تقدر تخرجك من الكلام ده كله. الناس اللي عندها فكره وعدت في ده كذا مره. الناس المشوشه والناس اللي مش واخده بالها والناس اللي لازم نساعدهم. طيب في رايك يا كابتن شريف النادي الاهلي محتاج كم صفقه كمان بخلاف الصفقات اللي تم التعاقد معاهم مؤخرا سواء محمد محمود، محمود وحيد، جيرالدو، رمضان صبحي، الاهلي محتاج ايه كمان؟ يعني محتاج نتائج من اللعيبه اللي هو اتعاقد معاهم اولا ونشوف احنا بعد كده احنا عايزين اثنين فراوده. بس احنا في اول عايز اثنين فراوده وعايز اثنين فراوده واثنين ما ازارو ده مش تاخد منه حاجه طول ما هو وان ذا اونلي كده. يعني انت مع ان الاهلي يلعب باثنين مهاجمين يا كابتن شريف؟ اثنين مهاجمين. انا بقالي سنه بتكلم عن الموضوع. ما رحت قلت لحسام من بدري حد عنده مالك وفانا وعنده جون انطوي وقعد واحد بره ازاي يعني؟ بأمره ايه؟ وكان عنده التدويره كان عنده اجايب يحل مكان انطوي كان عنده البدائل كان عنده اليمين شغال والشمال شغال وقاعد على حرير هو ولعب بالاثنين وشوف كان شكله عامل ازاي. يبقى عندك قوات ضربه النهارده اي فرقه بتلعبك انت بواحد قدامك وثلاثه تحتيه لازقين فيه واثنين تحتيهم لازقين فيهم مش قاعدين ورا عندنا جنب الديفنس عندنا والكره تتلعب من عم كينو ده بالعرض وانت باصص على عبد الله السعيد ولا فارق معاك ولا رايح تمسكه ولا في تكاسل برضه في الملعب او في تعب او في ارهاق او في عدم تفكير في خروج عن النص عموما ده مش لعيبه النادي الاهلي اللي موجوده في الملعب ابتديت تحس ان في عدم ثقه في نفسي وانا بلعب ازمه اداء ازاي الكره بتبقى جايه من نص الملعب ومفيش تحركات لان مفيش لاعبين قدام عاملين زياده عدديه انت مش مخوف حد انت بقى بواحد بس اللي هو ازارو ده بسبرنتاته كنت عامل قلق اول هاف تايم وكنت تكسب 2-3 وفاول بتاع معلول اللي جه في العارضه ده كمان فرق معاك يعني ضربتين جزاء ليك. طب بخلاف الاثنين المهاجمين محتاجين ايه كمان؟ اثنين ديفندر ورا اساسيين على مستوى مساكين. مساكين ولا اقلهم اقلهم يبقى زي احمد حجازي كده اقلهم. هل موجود على الساحه المستوى بتاع احمد حجازي ده؟ انا وانت مش عارف من خلال متابعتك اكيد حضرتك بتحلل وبتتابع بتدور على دول من ايام ماتش اتلتيكو مدريد لما لعب اثنين لعب راجل بتاع ام بي يومها فاكر رامي صبري لعب وكان في حد تاني وانا اتكلمت مع كابتن عدلي على الموضوع ده قلت له بص على الاثنين دول يعني شوفهم كان حد بتاع
رامي صبري بتاع انبي، وكان في حد من اثنين بتوع انبي كانوا متهيألي ولا ايه، وكان في حد من بتروجيت حاجه زي كده مش فاكر انا مين، مش متذكر بصراحه. كان في نص الملعب ساعتها محمود عبد العزيز لاعب الزمالك دلوقتي اللي هو كان في سموحه ساعتها، استعنا بيه برده في مباراه اتلتيكو مدريد وادى بشكل كويس. كان في اكتر من لاعب يعني. وكان في احمد سامي مش كده، احمد سامي اللي بيلعب كانوا الاثنين دول يعني. كان احنا بدينا البدايه نفكر ان انت لازم تجيب اثنين افارقه او تجيب اثنين من شمال افريقيا يكونوا جيدين جدا ان هم يكونوا موجودين. فريق تشيلسي ما فيهاش غير واحد انجليزي بس. بس احنا عندنا هنا مسؤول عندك العدد بس كويس. بس بقول لك فرقه بتاعه تشيلسي اللي هي عامله قلب دماغنا دي كلها وعاملين الدنيا وقلبين الدنيا، عندهم واحد بس انجليزي في الملعب. طب القادم يا كابتن شريف، كيف يتم التعامل مع القادم بالنسبه للنادي الاهلي من مباريات؟ عندك مباراه سموحه، الهدوء، مباراه سموحه ودوري ابطال افريقيا، الهدوء. لازم تفكر وانت هادي، سيبك من الوجبه اللي احنا قاعدين نقولها انا وانت دي كبيره، وتشريح الاشياء وتوجيه المهام لكل واحد يبقى شكله عامل ازاي. يعني مساعدين المدربين دول لازم هم يشتغلوا بعيد عن الاثارت دول مع اللعيبه بدور كبير جدا. كويس، احنا لازم الهدوء واحنا بنتعامل. ليه؟ لان انت الكبير يعني، انت اللي بيجرى لك الحكايه دي اللي مش مصدقها. هو في ايه ده اللي بيحصل فيا ده مش ممكن انا اوصل له او يحصل لي، ده انا الاهلي بالظبط زي ما كان بيحصل نادي الزمالك السنه اللي فاتت يبقى 13 في الدوري. احنا كلنا كنا بندعم في نادي الزمالك على فكره. طبعا ما ينفعش نادي الزمالك يبقى 13، صح صح. ما ينفعش فرقه كبيره زي المصري يحصل لها اللي بيحصل ولا الاسماعيلي السنه دي. الاسماعيلي ازاي والمصري دول لاواخر الدوري ازاي الكلام ده، وبتروجيت بعد ما كانت ماشيه مش عارف ازاي. في انديه كانت عندك انت شركات وانديه جماهيريه، واتحاد اسكندريه واسماعيلي والمصري، الفرق دي ما ينفعش ما ينفعش يبقوا زي الاولمبي والكروم والناس دي، ما ينفعش. من ضمن الكلام اللي اتكلم فيه مستر لاسارتي قال ان في عدد كبير جدا من اللاعبين متواجدين في التمرين، حوالي 40 او 42 بالظبط في تمرين النادي الاهلي. هل مطلوب سرعه الفلتره؟ مطلوب سرعه ان انت خلاص تستقر على مجموعه معينه هم دول يبقوا معاك عشان تقدر تشتغل معاهم وتركز معاهم بشكل اكبر عشان تاخد منهم اللي انت عايزه في المباريات يا كابتن شريف؟ ده طبيعي. طبيعي، لازم يبقى في قرار حاسم سريع يواكب المدير اللي انت جايبه، مدير فني مسؤول. ده هو ده اللي هيتحاسب بعد كده. انت خلاص الدوري بتاعك بقى بات، لو اتغلبت ماتشين وتعادلت ماتش ما بتقعدش في مكانك. صح، فخلاص الحكايه ما بقتش هزار زي العالم كله على فكره. ما بقاش حد بيستحمل حد، الجماهير بقى لها متطلبات في الانديه الكبيره خصوصا في الفلوس الكتير اللي بتدفع. فانت بقى عندك مسؤوليات عليك اداريه توفرها، وبعد ما توفرها استقدامات اللي انت بتكلمني عنها دي، واحنا وانا بتكلم في حاجه كل الناس عارفاها اللي هم الاثنين اللي ورا دول. طبعا والاثنين الجداد بتاعنا طول ما ازاره ده مفيش غيره، انت بختك يا ابو بخيت. ومفيش مساعده ليه هتاخد نص لعبه. مروان هو بيراجع بيجتهد، هيعمل ايه مروان؟ مروان كان بيلعب جنبه تريزيجيه وبيلعب جنبه صلاح في المنتخب. بتشوفه حاجه ثانيه. شوف ليه تحركات قليله قوي، شورت قصيرين. ده لما بينزل الخطوطين بيصرخوا عليه من بره يطلع قدام ثاني. لان هو العمق الهجومي اللي انت بتلعبه، وبتروح تجيب جونين وثلاثه في تونس، لان عندك وجود في ال 18. يعني مش هقيم مروان انا ولا هقيم ازارو، انما السبورت اللي جاي لهم صالح جمعه وناصر ووليد سليمان ورمضان صبحي وعندك بدائل بقى الشيخ وجيرالدو لو تم اكيده وجيرالدو ده يمكن يطلع كويس جدا. لا الناس بتشكر فيه جدا، مباراه النهارده كمان ادى بشكل رائع يعني. طب كويس. بالمناسبه المباراه هتتذاع يا جماعه الساعه 12 على قناه النادي الاهلي بالظبط الساعه 12، مباراه الاهلي وجمهوريه شبين اللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 3-0، احرزهم اجايه وصالح جمعه وميدو جابر. ان شاء الله هتشوفوها الساعه 12 على قناه الاهلي. يعني صالح جمعه واجايه كانوا موجودين النهارده وادوا، وانت ايه رايك فيهم؟ لاعبين اضافه كبيره. انا ما اتفرجتش، ولا انا كنت انا كان عندي الماتش هيتذاع لسه، هنشوف الساعه 12 ان شاء الله. هنشوف ان شاء الله الماتش الساعه 12 ونشوف النادي حدودها ايه وامكانياتها ايه، وبرده ما ننزلهمش الملعب الا وهم فت 100% بالظبط. ده شيء مهم، ما نخسرهمش تاني. ده اللعيبه اللي ما بتقدرش تتعافى وتيجي على نفسها وبترجع عشان تلحق يعني. وما يجيش اللعيب يخليه بقى يبقى يعني. انا بقول لاحمد فتحي خليك اهداف المباراه هي يا كابتن شريف. بيقول لك يلعب، قول له انا لسه مش جاهز يعني. مش ده جاي اول هدف، والهدف الثاني كان ميدو جابر. انا بحب اللعيب ده قوي. من اسيست لعمرو جمال. ده الهدف الثاني.
وعلى فكره عمرو جمال ده فين؟ عمرو جمال ده فين؟ موجود عمرو جمال بنسبه كبيره هيتم كده خلاص. عمرو جمال ممكن متواجد اقصى لا رايح مقاولين ولا رايح بالاشاعات. لا عمرو جمال مكمل في النادي الاهلي. هو ده قليل عمرو جمال. لا عمرو جمال لاعب كبير طبعا. بنسبه كبيره هيكون متواجد في مباراه صباح. انت ما عندكش مهاجم كمان. وده الهدف الثالث لصالح جمعه. ميدو احمد حمودي ارضيه صالح مكمل. واضح ان صالح يعني داخل جوه 18 في خط الست لعيب نص ملعب وبلاي ميكر ده علامه. شكله جاهز فنيا وبدنيا وان شاء الله يكون اضافه قويه بالنسبه لفريق النادي الاهلي. متفائل بالمرحله الجايه كابتن شريف؟ انا طول عمري متفائل وخاصه باي حد والله العظيم بيلعب. بس نفهم الولاد احنا عايزين منهم ايه ونديهم المهام الصح في الملعب وما نسيبش الدنيا تمشي حسب مجريات اللعب. لا لازم نبقى واقفين على الخطوط بنتكلم. انت فين التعليمات اللي انا قلتها لك؟ الضربات الثابته اللي بتيجي علينا، الضربات الثابته اللي لينا، ازاي يبقى في فكر في الكورنر والحاجات دي؟ نتعب شويه. الوقت قصير والوقت داخل في بعضه، انما لابد ان احنا كلنا نتعب الفتره الجايه دي ونتعب كتير عشان نرجع لشكلنا الطبيعي. يا رب يا رب ان شاء الله. اكيد ده كل التوفيق للنادي الاهلي الجهاز الفني واللاعبين ومسؤولين كمان ومجلس اداره في النادي الاهلي. ان شاء الله الامور كلها تسير بالشكل المطلوب خلال المرحله المقبله. كان معايا كابتن شريف عبد المنعم نجمنا الكبير. نورتنا وشرفتنا كابتن شريف. سعيد امير بقى. انا بقى سعيد جدا وانا معاك اكيد. ونرجو ان شاء الله العوده السريعه باذن الله. ان شاء الله باذن العوده تكون سريعه بالنسبه للنادي الاهلي. ده كان حوارنا الصريح جدا جدا مع كابتن شريف عبد المنعم في صالح النادي الاهلي. حوار صريح في صالح النادي الاهلي عشان ان شاء الله الفتره الجايه تكون افضل بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لجمهوره بشكل عام وترجع الفرحه والابتسام على وجوه جماهير النادي الاهلي. دي كانت فقرتنا. الفقره الثانيه من حلقه الاهلي ليله النهارده، لكن لسه فقرتنا ما خلصتش. الفقره الثالثه هتكون مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين وكل ما يتعلق بالكره العالميه بعد فاصل. اهلا بحضراتكم في الجزء الاخير من حلقه الاهلي الليله، وده الجزء الخاص بالكره العالميه. الكره العالميه بنتكلم في كل ما يخص الكره العالميه من اخبار وانتقالات. كمان احنا في شهر يناير وبالتالي في بعض الانتقالات اللي هتتم وفي بعض التعاقدات. كلام كتير على ان المباراه فابريجاس مع تشيلسي هتبقى المباراه الاخيره قبل ما ينتقل إلى موناكو في الدوري الفرنسي علشان يجاهد مع تييري أنري في سبيل وضع نادي موناكو في مكان يليق به بعد سلسلة من الهزائم المتتالية خلال الفترة الماضية. طبعا لا صوت يعلو فوق صوت مباراة يوم الخميس ما بين مانشستر سيتي صاحب الأرض والجمهور أمام ليفربول، واللي انتهت المباراة 2-1 لصالح مانشستر سيتي. علشان بالنتيجة السلبية لليفربول يقدر يحافظ السيتيزنز على أملهم وطموحاتهم في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم. ممكن نلخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي تحت جملة: فاز من يعني اللي كان عايز يكسب هو اللي كسب، واللي كان عايز يتعادل هو اللي خسر. فريق ليفربول ما بينش اي نوع من انواع النيه او انه يستاهل المكسب. كان بيلعب بشكل دفاعي وبيعتمد فقط على الهجمات المرتده. ده امر طبيعي، لكن انت متصدر الدوري الانجليزي وبالتالي كان لازم يكون ليك شكل هجومي اكتر من كده. كمان مانشستر سيتي دفع بكل الاوراق، كل الأوراق، ساني وستيرلينج وجويرو، هجوم ناري جدا. وواحد من أفضل لاعبي المباراة هو ساني الدولي الألماني السريع جدا جدا جدا. شفنا تألق كبير جدا للهجوم في ظل طبعا ضعف من دفاع ليفربول، وضعف من دفاع ليفربول يتمركز في لوفرن الدولي الكرواتي اللي كان نقطة ضعف قوية جدا لنادي ليفربول خلال المباراة. ويرجع تاني فارق النقاط يتقلص مع ليفربول. وكمان الغريب ان توتنهام
هو صاحب المركز الثاني كل الناس ناسياه، ما حدش بيتكلم على توتنهام خالص، كله بيتكلم على السيتي وبيتكلم على ليفربول، واحنا ناسيين ان توتنهام موجود في المركز الثاني علشان الترتيب يكون كناحية ليفربول في المركز الاول، توتنهام في المركز الثاني، ومانشستر سيتي في المركز الثالث. الاسبوع ده خلاص راح من الدوري الانجليزي، هتكون كلها مباريات كاس. يوم الاثنين ان شاء الله هتكون مباراه وولفرهامبتون وليفربول في كاس الاتحاد الانجليزي، والثلاث والاربع هيكون في لقاءات ما قبل النهائي في كاس رابطه المحترفين للدوري الانجليزي كاراباو كاب. مباراه يوم الثلاث هتكون الساعه 10 بتوقيت القاهره، توتنهام وتشيلسي على ملعب ويمبلي ملعب توتنهام، ويوم الاربع الساعه 10 الا ربع مانشستر سيتي هيلعب على ملعب الاتحاد ضد فريق بورتون ألبيون، فريق من دوري الدرجة الثانية. لكن هيتم استكمال دوري الإنجليزي المباريات الممتعة اللي دايما بنستمتع بيها، وكنا مستمتعين خلال توقفات الدوريات الكبرى خلال الفترة الماضية بالدوري الإنجليزي. لكن اللقاءات اللي هتكون بكرة هي لقاءات فقط في الدوري الأسباني. بكرة إن شاء الله هيكون في الثلاث أندية الكبرى في أسبانيا، بداية من الساعة 5:15 مباراة قمة ما بين أشبيلية وأتلتيكو مدريد، وأيضا ريال مدريد الساعة 7:30 أمام ريال سوسيداد، وختاما ختافي هيلعب على ملعبه ضد فريق برشلونة الساعة 10:45. احنا بنتكلم في الأسبوع الحالي، لحد إن شاء الله يوم السبت هيرجع تاني من جديد لقاءات الدوري الأسباني والدوري الإنجليزي، وكل اللقاءات القوية إن شاء الله هترجع من بداية من الأسبوع القادم. لكن وإحنا أكيد بنتكلم على الدوريات وبنتكلم على أبرز النتائج، هنروح للأخبار سريعا، أخبار محترفين المصريين في الخارج علشان نتابع عملوا إيه في الفترة اللي فاتت وإزاي بيستعدوا للفترة الشتوية وفترة الانتقالات. هل ممكن حد من نجومنا ينتقل من نادي إلى آخر؟ ده اللي احنا هنعرفه دلوقتي. أول خبر هو ارتفاع قيمة محمود حسن تريزيجيه السوقية إلى 5.5 مليون يورو، وده من على موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في أسعار اللاعبين. تريزيجيه تلقى عروض أخيرة من أندية خليجية زي اتحاد جدة والشباب السعودي، وأيضا أندية أوروبية زي لاتسيو وشتوتغارت الألماني وجالاتا سراي وفنربخشة وبشكتاش من تركيا والريان القطري. كل الأندية تطمح في الحصول على خدمات تريزيجيه، لكن طبعا في نادي هو الأهم اللي داخل حاليا في مفاوضات وهو نادي نابولي الإيطالي. تريزيجيه عنده 24 سنة، واحد من نجوم الدوري التركي، وزي ما قلت لحضراتكم المدير الفني للنادي قاسم باشا وصل رسالة لرئيس النادي قال له لو تريزيجيه مشي خلال الموسم الحالي ما تسألنيش عن أي بطولات، الكلام ده أنا مسؤول عنه 100%. بتواصل مع تريزيجيه، بطمن عليه من وقت إلى التاني، لكن اللاعب هو مركز معنا دي. طبعا المبلغ المطلوب مبلغ كبير جدا، بنتكلم في 10 مليون يورو بعد ما كان عنده شرط جزائي من شهرين في عقده ب 5 مليون يورو، لكن بيفقد الشرط الجزائي عشان كان ليه محدد بمدة معينة، وخلاص تريزيجيه حاليا بيفكر طبعا بنبارك له تاني على زفافه، خلاص مركز مع فريقه، عاد إلى تركيا بعد قضاء شهر عسل سريع جدا وبيستعد لاستكمال الدوري التركي. جلاتا سراي يستعد لدفع 10 مليون يورو لضم تريزيجيه. زي ما قلت لحضراتكم ده أحد العروض المقدمة لمحمود حسن تريزيجيه من خلال نادي قاسم باشا التركي، لكن أنا بقول لحضراتكم بنتكلم بنسبة 70% تريزيجيه هيكون باقي مع نادي قاسم باشا الموسم الحالي. ممكن تريزيجيه يتفق مع نادي، ممكن تريزيجيه يتفق مع عرض من أحد العروض المقدمة لديه، لكن يكون بداية من الموسم المقبل علشان يكون عمل اللي عليه وزيادة، ونادي قاسم باشا ما يقدرش إن هو يتكلم معاه ولا يقول له تلت التلاتة كام. نروح لأحمد حجازي. أحمد حجازي خارج تشكيل ويست بروميتش لمواجهة ويجن بكاس الاتحاد الإنجليزي. ده كان على تويتر الخاص بنادي ويست بروميتش، قال إن أحمد حجازي مدافع منتخب مصر خارج التشكيلة الأساسية والاحتياطية للفريق مباراة اليوم، ودي المباراة الثالثة على التوالي اللي يغيب فيها أحمد حجازي عن المشاركة مع فريقه بعد ما غاب عن مباراتي شيفيلد وبلاك بيرن، وده بسبب
الإصابة على كلام أو على عهدة تويتر الخاص بنادي ويست بروميتش. ورسميا روبينيو يزامل كريم حافظ في بشاكشهير. بشاكشهير نادي في تركيا أحد الفرق المتواجدة في بطولة الدوري الممتاز. روبينيو بيزامل رسميا كريم حافظ، وبيعلن نادي اسطنبول بشاكشهير انه ضم روبينيو خلال الانتقالات الشتويه الحاليه. روبينيو واحد من المواهب العظيمه والكبيره جدا 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 اللي اكيد مهارته بتفرق مع اي نادي بيكون موجود فيه. اي نعم اطفى بالفكر او بالعقليه اللي موجوده عنده انه يسعى ورا المال عكس ما هو يسعى ورا النجوميه والشهره. تالق مع ريال مدريد وتالق في الدوري البرازيلي، لكن روبينيو اخيرا في الدوري التركي. وليفربول يطلب 180 مليون يورو لبيع محمد صلاح الى ريال مدريد. ده في الانتقالات الشتويه الحاليه ان ليفربول بيقال او بعض المصادر اكدت ان ريال مدريد طلبت الفرعون المصري ذا ايجيبشن كينج محمد صلاح بمبلغ 180 بان هم يتعاقدوا مع اللاعب المصري، لكن ليفربول طلب 180 مليون يورو. وليفربول اكيد قال ان محمد صلاح مش اقل من كوتينيو ولا اقل من نجوم كثيره جدا موجوده حاليا في اوروبا، هو ثالث افضل لاعب في العالم في استفتاء الفيفا، وايضا هو خامس لاعب افضل لاعب في العالم في استفتاء البالون دور او فرانس فوتبول، وايضا ثالث احسن لاعب في اوروبا على بعد استفتاء الاتحاد الاوروبي مع مودريتش ومع رونالدو. طيب قبل ما ننتقل للاخبار، يعني دييجو كوستا واحد من اللعيبه اللي دايما عامله مشاكل جوه الملعب وبره الملعب. جوه الملعب احنا عارفين مشاكله، لكن يا ترى ايه هي المشاكل اللي ممكن دييجو كوستا يعملها، وخاصه لو حد من عيلته وبالاخص اخوه. دييجو كوستا عنده مشكله دايما في الهزار، ان هزاره تقيل جدا ومحدش بيتقبله. محدش بيتقبله ليه؟ تعالوا نشوف ازاي دييجو كوستا بيهزر مع عيلته وبالاخص اخوه، ونرجع نكمل باقي الاخبار مع حضراتكم. يعني زي ما حضراتكم شفتوا بيصحيه بطريقه فيها نوع من انواع الاخوه طبعا، وبيقول له اصحى يلا عشان ده بدل المنبه. فده هزار دييجو كوستا مع اخوه بيصحيه بالشكل حضراتكم شفتوه. طيب خيمس رودريجيز واحد من اللعيبه الموهوبه جدا جوه الملعب، لكن بره الملعب اكيد كل لاعب كره قدم بيكون ليه هوايات، والهوايات بتكون مختلفه. ممكن لاعب يلعب جولف، ممكن لاعب يلعب باسكت بول، ممكن لاعب يلعب فولي بول، بتكون هوايه. لكن ما اعتقدش ان ممكن حد يكون مميز في الهوايه اللي بيمارسها خارج الملعب زي جيمس رودريجيز. جيمس رودريجيز هوايته المفضله خارج الملعب غير كره القدم هي كوره، لكن مش كره قدم، هي كره سله. وبالتالي في احتفالات الكريسماس وفي اعياد راس السنه كان حريص جدا في حديقه المنزل عنده ان هو يمارس هوايته المفضله كره السله، وان هو يمارس الشوطه الرميه الثلاثيه اللي نجح فيها ثلاث مرات انه يسجلها. تعالوا نشوف جيمس رودريجيز بيعمل ايه ونرجع معاكم. ده كان ليبرون جيمس، اسف قصدي جيمس رودريجيز لاعب نادي بايرن ميونخ. طبعا ليبرون جيمس واحد من نجوم واساطير كره السله الان بي اي وخاصه نادي ليكرز، لكن ده كان هوايه جيمس رودريجيز بره الملعب. وكويس جدا ان لاعب كره القدم يفصل دايما ما بين لعبه لكره القدم وبين هواياته، علشان دايما يكون في فصل ويكون في نوع من انواع التغيير. نروح لبعض الاخبار سريعا. أرسنال يستقر على ضم دينيس سواريز لخلافة رامسي. أرن رامسي طبعا هيغادر نادي أرسنال، فأرسنال بيفكر على خليفة رامسي هتكون مين، فاستقر على دينيس سواريز لاعب برشلونة. والنادي الكتالوني طبعا أعلن عن 20 مليون جنيه استرليني، ده هتكون تمن طبعا دينيس سواريز علشان خاطر ينتقل
الى نادي ارسنال، فهنشوف هل ارسنال فعلا هيخلص ولا هيفضل مكمل سيناريو التعاقدات الضعيفه بمبالغ زهيده جدا. يورجن كلوب يؤكد على اجراء تعديلات في تشكيل ليفربول امام ولفرهامبتون، ده في مباراه كاس الاتحاد الانجليزي اللي اتكلمنا عليه. طبعا بسبب ضغط مباريات ليفربول ممكن ما نشوفش نجوم كتيره جدا، بسبب ان فريق ليفربول عايز يركز في بطولتين مش اربع بطولات، وده عيب من عيوب البطوله الانجليزيه. في ثلاث بطولات، في اربع بطولات الدوري واثنين بطولتين كاس، واحده كاراباو كاب واحده كاس الاتحاد ودوري الابطال. انا اعتقد ان ليفربول هيهتم باول بطولتين او باول واخر بطوله هي كاس او دوري الانجليزي ودوري الابطال، وبكده ممكن ما نشوفش نجوم كتيره جدا في اللقاء زي محمد صلاح وزي فان دايك وزي وزي وزي. لكن على ذكر بقى فان دايك وعلى ذكر ليفربول، زي ما محمد صلاح اللي قدام حضراتكم في الصوره، جماهير ليفربول عملت له اغنيه كلنا عارفينها طبعا، اغنيه محمد صلاح رانينج داون ذا وينج، واغنيه شهيره جدا وكلنا شفناها وتابعناها في مختلف السوشيال ميديا ومختلف المباريات اللي ليفربول بيلعب فيها سواء في ملعبه او بره ملعبه. فان دايك كمان واحد من الاعمده الاساسيه في ثبات دفاع ليفربول، واحد من يعني السواتر القويه جدا اللي صعب اي دفاع يخترقها. شفنا مباراه مانشستر سيتي اخترقوا لوفرين وما عرفوش يخترقوا فان دايك، فجمهور ليفربول لازم بيشكر فان دايك على مجهوده الرائع اللي انتقل ليهم من موسم كامل وبيأدي معاهم بشكل رائع جدا جدا جدا. ازاي بقى هيكافئوا وازاي هيشكروا فان دايك؟ ده اللي احنا هنشوفه من خلال اغنيه زي اللي عملوها لمحمد صلاح لكن على طريقه جمهور ليفربول الخاصه. جودين ينهي اتفاقه مع انتر ميلان. جودين لاعب وكابتن منتخب اورجواي وايضا لاعب اتلتيكو مدريد وكابتن اتلتيكو مدريد، خلاص عقده بينتهي وينهي اتفاقه مع انتر ميلان للعب ضمن صفوفه بدايه من الموسم المقبل، والكلام ده على مسؤوليه شبكه سكاي سبورت الايطاليه. وجودين واحد من اللعيبه الاوفياء اللي حققوا تاريخ مع نادي اتلتيكو مدريد ومع المدير الفني. هنا السؤال، هل برحيل جودين عن انتر ميلان ممكن نشوف المدير الفني دييغو سيميوني منتقل الى انتر ميلان بنهايه الموسم الحالي؟ ده اللي احنا هنعرفه. علشان كده الخبر ده ليه علاقه بالخبر اللي بعديه، ان سيميوني يخشى من فقدان لاعبيه في الميركاتو الشتوي. سيميوني معظم اللعيبه اللي موجودين بيتلقى عروض من كل حته في العالم، لعيبه مميزه وقدر ان هو يصنع جيل عظيم جدا من لاعبي فريق اتلتيكو مدريد. معظم لاعبي فريق اتلتيكو عقودهم بتنتهي بنهايه الموسم الحالي، وبالتالي يحق ليهم التوقيع لاي نادي. طيب قبل ما نروح للخبر اللي جاي، دايما الكره الخماسيه كره ممتعه، كره دايما بيكون فيها امتاع لو اللعيبه المشاركين فيها لعيبه عندهم مهاره عاليه جدا. لكن حضراتكم تخيلوا ان حارس المرمى لو عنده مهاره، حارس المرمى لو عنده الميزه اللي دايما كلنا بنستعين بيها في لعبات الفيديو جيمز، ان حارس المرمى يطلع بالكوره ويحاول ان هو يسجل. وبالتالي فعلا في احد مباريات كره القدم الخماسي حارس المرمى كان ليه دور مهم جدا جدا جدا. ازاي كان ليه دور؟ تعالوا نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم. In questi momenti che bisogna dimostrare l'unione di intenti, il gruppo, Colaian è entrato fresco, ci servono forze fresche, attenzione, la Popolo! Claudio! La Popolo! Rete incredibile da parte del portiere bisogliese, cost to cost, incredibile! يعني ده كان حارس المرمى اللي حضراتكم شفتوه وتابعتوه اكيد طبعا، يعني كلنا بنلعب بلاي ستيشن وعارفين دور حارس المرمى بيبقى عامل ازاي. فالفيردي وتصريح مهم جدا عن يعني مستقبله الفتره اللي جايه، ازاي فالفيردي هيكون موجود ولا لا.
احنا بنتكلم في ان اداره برشلونه لم تقدم عرضا مناسب او عرضا لفالفيردي لتمديد عقده. كان ماضي عقد سنتين الموسم الماضي والموسم الحالي هو اخر موسم، لكن فالفيردي رفض طبعا الكشف عن مستقبله مع برشلونه. لكن انا باكد لحضراتكم ان ما فيش عرض رسمي تم تقديمه او كلام حتى مع فالفيردي على مستقبله الفتره القادمه مع برشلونه. ايضا اتكلم على المنافسه على اللقب واكد ان فريق ريال مدريد موجود في دايره المنافسه. يعني برشلونه هنشوف هل ممكن يكون في كلام على تعاقد مع مدير فني جديد ولا هيأجله كل حاجه الى حين الوقوف على مستقبل فريق برشلونه سواء في دوري الابطال او في بطوله الدوري الاسباني وكمان المشاركه في بطوله الكاس الاسبانيه. طبعا ميسي بيبدا مع برشلونه بالعام الجديد بلقطه اكيد ماركه ليونيل ميسي، واحد من امهر واكثر اللعيبه الممتعه في العالم مع فريق برشلونه، بس بيبدا معانا كده بحاجه خفيفه، حاجه بس كده للجمهور علشان قبل ما يبدا بيها موسم 2019 يكون كله مستعد ويكون على اتم استعداد على انه هيشوف سنه قويه جدا جدا من ليونيل ميسي من خلال تدريبات نادي فريق برشلونه. طيب احنا بنتكلم على ميسي و يعني بدأ الموسم الحالي و 2019 بلقطة أعتقد أن هي مميزة هنتابعها مع حضراتكم ونرجع من برشلونة إلى ريال مدريد. لكن قبل ريال مدريد خبر أبو تريكا وجيلبرتو يشاركان في مباراة نجوم أفريقيا ضد الجيل الذهبي للسنغال، والمباراة دي هتكون في العاصمة السنغالية داكار واللي هيقام فيها حفل اختيار الأفضل في أفريقيا عام 2018 واللي مرشح فيها نجمنا المصري محمد صلاح للفوز بالجائزة الثانية على التوالي للعام الثاني على التوالي. وطبعا المباراة هيكون فيها نجوم مصر زي الكابتن محمد أبو تريكة وحازم إمام والأنجولي جيلبرتو لاعب النادي الأهلي السابق. هتكون مباراة استعراضية فيها صامويل إيتو ودروجبا وباتريك مبوما ونور الدين نايبت وانطوان بيل ومصطفى حجي ومايكل اسيان وكانو جورج وايا كانوتي. وطبعا هتكون المباراه دي زي ما قلت لحضراتكم قبل تسليم الجوائز الخاصه بها الافضل في افريقيا العام 2018. نروح لريال مدريد علشان جمهور ريال مدريد ما يزعلش مننا يصدر بيانا بشان جارث بيل. ريال مدريد اصدر بيانا بشان الاصابه اللي تعرض لها جناحه الويلزي جارث بيل خلال مباراه فريقه الاخيره ضد فياريال في الجولة 17 من عمر الدوري الممتاز واللي انتهت بتعادل الفريقين 2-2. كشفت التقارير الصحفية الأسبانية عن تأكد غياب نجم الويلزي جارث بيل لمدة 15 يوم بعد الإصابة اللي تعرض ليها. طبعا 15 يوم أكيد طبعا فترة زمنية كبيرة جدا جدا علشان بنتكلم فيها على الأقل 3 لقاءات في بطولة الدوري بتسع نقاط هيفرقوا في مشوار ريال مدريد في السعي وراء نادي برشلونة. لكن شفنا ميسي ازاي بيبدأ عام 2019 وما ينفعش ما نجيبش سيرة ريال مدريد. ريال مدريد في أول تدريبات 2019 احراز اهداف على اعلى مستوى، كله تألق اسكو بيتألق، سيرجيو راموس بيتألق، مارسيلو بيتألق، كل النجوم بيتألقوا في 5 اهداف ممتعه جدا في التدريبات. يا سلام بقى لو التدريبات في مصر نبدا ناخدها على نفس الشكل اللي الجمهور او السوشيال ميديا في اوروبا بيتعاملوا بيه مع التدريبات علشان يتم اختيار مين هو افضل هدف. كمان انتوا اتفرجوا على الخمس اهداف وقولوا لنا هو مين افضل هدف من الخمس اهداف اللي سجلوهم لعيبه ريال مدريد من خلال التدريبات. طيب دي كانت 5 اهداف من تدريبات ريال مدريد، قولوا لنا مين بقى او كل واحد فيكم يختار مين الهدف الافضل ويبعت لنا على صفحه قناه النادي الاهلي على السوشيال ميديا. سولشاير المدير الفني الحالي لنادي مانشستر يونايتد تصريح في بعض الغرور، وممكن نقول بعد التصريح ده ممكن يكون في بعض القلق على مسيره مانشستر يونايتد. لكن الراجل لعب 4 لقاءات ب4 انتصارات. انا الشخص المناسب لتوقيع عقد دائم مع مانشستر يونايتد. سولشاير قال انه من الاهداف الموسم عقد تعيينه بشكل مؤقت خلفا للبرتغالي ان هو يمضي عقد دائم مع فريق مانشستر
وده بدل العقد المؤقت اللي بينتهي بنهاية الموسم الحالي. ممكن ناخده بنية كويسة ان هو مش عاجبه العقد المؤقت اللي بعد ما تولى المسؤولية لفت الأنظار بشكل كبير جدا. وسولشاير واحد من الأبناء نادي مانشستر وكمان واحد من أولاد السير أليكس فيركسون، وأنا أعتقد أن سولشاير بينفذ نفس السياسة اللي كان بيتبعها السير أليكس فيركسون. لكن هنشوف هل سولشاير هيفضل مكمل مع اليونايتد في الشامبيونز ليج وفي الدوري بنفس المستوى، وكمان هيقدر يقنع إدارة اليونايتد بتغيير العقد اللي ما بينهم من عقد مؤقت إلى عقد دائم. رفع جوائز أمم أسيا 2019 ل 15 مليون دولار. خصص الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مكافآت ضخمة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم الآسيوية اللي بتستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 5 يناير الجاري وحتى مطلع فبراير. ونسختها ل 17 بقت الجوائز المقدمة فيها 15 مليون دولار، وهو المبلغ الأضخم في تاريخ المسابقة. 5 مليون دولار لصاحب المركز الأول، الثاني 3 مليون دولار، أما الثالث والرابع كل واحد منهم هيحصل على مليون دولار، وكل منتخب هيشارك في البطولة هياخد 200 ألف دولار. من ضمن كده أحلامك إن أي فريق أنت بتشجعه بتقابل نجوم الفريق. نجوم الفريق لو هنتكلم على ريال مدريد هنتكلم على جارث بيل، هنتكلم على كريم بنزيما، هنتكلم على رونالدو في الماضي، لو هنتكلم على برشلونة هنتكلم على سواريز، هنتكلم على ميسي، هنتكلم على كوتينيو. لكن تخيلوا بقى حضراتكم لو اللي بيحلم ده هو طفل صغير بيشوف النجوم دي كلها ودايما بيتابعهم ودايما صورهم موجودة في كل حتة، سواء على تليفونه، سواء في أوضة نومه، سواء في أي إيفنت أو أي حتة هو بيكون متواجد فيها دايما النجوم دي بتكون موجودة معاه. لكن رد فعل الأطفال دايما بيكون في نوع من أنواع البراءة، إن طفل صغير يقابل النجوم اللي دايما بيتمنى وبيحلم إن هو بس يكون موجود في الملعب علشان يتفرج عليهم فيس تو فيس أو وجه لوجه، ده بيكون ليه رد فعل ومشاعر مختلفة تماما لدرجة إن هو ممكن يعمل تصرفات تصعب علينا كلنا. ودايما النجوم بيتقبلوها بشكل فيه احترام وشكل فيه احترافية، ودايما ده بيورينا قد ايه ان كرة القدم هي مش مجرد لعبة. رد فعل مشجع شاف نجومه من لاعبي فريق برشلونة زي ميسي وسواريز عمل ايه او اتصرف ازاي او ايه المشاعر اللي الولد بينها للنجوم، تعالوا نشوف نرجع نكمل. على طبعا يعني قبل ما نروح لتوقيع عقود موريلو ونشوف ايه الفيديوهات اللي موجودة معنا تاني، تعالوا نروح لنكمل بيت الاخبار ان الفيفا يعتزم زيادة الدعم المالي للاتحادات الوطنية. خبر اكيد مهم جدا وخبر اكيد بيقول لنا ان الفيفا تحاول ان تطور لعبة كرة القدم خلال الفترة المقبلة. ان جاني انفانتينو رئيس اتحاد دولي كرة القدم اكد ان الفيفا بصدد الاعلان عن زيادة الدعم المالي المقدم للاتحادات الوطنية الاعضاء بالاتحاد بعد نجاح في تحقيق فائض كبير في الميزانية. وانفانتينو قال طبعا ضعفنا الدعم المالي منذ السنة الأولى لتولي المسؤولية من مليون دولار تقريبا في الأربع سنوات إلى 5 مليون دولار في مدة الدورة المقارنة من 4 سنوات بواقع 1.25 مليون دولار لكل اتحاد وطني في العالم. تعالوا نروح ونشوف بقى فيديو في مهارة من نوع خاص ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي الوقت اللي موجود معنا. طيب يعني ده كان يعني مش مهارة، هي دي حاجة إعجاز وصعبة جدا جدا. أعتقد إن أي لاعب كرة قدم عادي إن هو يعملها، لازم يكون في تدريبات ولازم يكون في احتراف في المهارات اللي بنشوفها من خلال يعني بعض الفيديوهات اللي بنجيبها لحضراتكم. موريلو واحد من صفقات برشلونة الشتوية اللي تم الاستعانة بيها من نادي فالنسيا، لكن في يعني التوقيت اللي كان بيتم امضاء العقود ظهرت بنت موريلو علشان
يعني تكون تشد انتباه كل المسؤولين ورئيس نادي برشلونة وموريلو كل الصحف والإعلام يعني تتابع ظهور بنت موريلو اللي دايما بتكون موجود معاه. لكن في المؤتمر الصحفي أو في وقت إعلان العقود ظهرت بشكل فيه نوع من أنواع يعني البنت اللي خايفة على باباها، لكن كانت تعامل معاها بشكل فيه يعني احترافية وتعاملوا معاها كمان بنوع من أنواع زو. تعالوا نشوف بنت موريلو عملت إيه في الوقت اللي كان بيتعاقد فيه في أهم لحظات حياته. هي كمان وقعت معاه على عقود انتقالها لنادي برشلونة الأسباني. وصلنا مع حضراتكم لنهاية حلقة الأهلي الليلة، نشكر حضراتكم شكرا جزيلا، نشوفكم إن شاء الله بكرة على ألف مليون خير. تصبحوا على خير دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.